السادة الحضور، أرحب بأساتذتي الأفاضل، أرحب بزملائي الأعزاء، أرحب بالأخوة الأشقاء من مختلف الدول العربية. بشكركم على انضمام لجروب ايجيبشن اونلاين سيمينار اللي الهدف منه نقل العلم والمعرفة من خلال عقد مجموعة من السيمينارات العلمية الاونلاين. بيسعدنا وشرفنا اليوم تواجد الأستاذ الدكتور أمجد البدوي، أستاذ إدارة الأعمال مساعد بكلية إدارة الأعمال بجامعة كنت بإنجلترا. حصل سيادته على درجة الدكتوراه في إدارة البرامج والمشروعات من جامعة كرانفيلد بإنجلترا، وقد حصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من الـ EPM وأفضل بحث من جامعة كرانفيلد، ولسيادته العديد من الأبحاث المنشورة في كبرى الدوريات العلمية الدولية المحكمة في مجال إدارة المشروعات، ويعتبر سيادته أحد الخبراء في مجال إدارة البرامج والمشروعات، وله الكثير من الخبرة المهنية في هذا المجال. ويعمل سيادته مديرا ماليا للبي ام اي في اليو كي، وقد حصل سيادته على عدد من الشهادات المهنيه الدوليه في مجال اداره المشروعات مثل البي ام بي والام اس بي والام بي والاي تي اي ال وغيرهم من الشهادات المهنيه. بنشكره جزيل الشكر على انضمامه، ونسال الله له التوفيق والسداد، وجزاه الله عنا كل خير، وجعله الله في ميزان حسناته. إن شاء الله المحاضرة الجزء الأول منها سيقوم الدكتور مشكورا بالشرح، الجزء الثاني من المحاضرة سيخصص للأسئلة. بنرجو من الجميع غلق المايك والكاميرا، وإن شاء الله تكون محاضرة موفقة بإذن الله. اتفضل يا دكتور أمجد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب في الكلام الطيب اللي سمعناه، الكلام الحلو دوت. كل سنة طيبين، رمضان كريم وحظر طيب. احنا هنا محظورين، عندنا هنا ما اعرفش في مصر الناس محظوره ولا لا. النهارده باذن الله هتكلم على البراجماتيك ريسيرش. انا بس شويه افتراضات كده هحطها قبل ما ابتدي اتكلم عن براجماتيك ريسيرش. انا هتكلم بافتراض ان اللي قدامي ما عندوش اي باك جراوند في الريسيرش خالص، واول مره يسمع ريسيرش، ونبدا ناخد ستيب باي ستيب كده، نطلع مع بعض خطوه خطوه لحد ما نوصل للبراجماتيك. ايه بتاع البراجماتيك ده؟ حتى اسمه كده يعني يدل على ان في مشاكل كده. براجماتيك يقول لك شخص براجماتي، شخص براجماتي ده شخص ايه؟ شخص مستغربه كده، ايه البراجماتي ده؟ صح، يعني يقول لك ده عم، ده عيل براجماتي يا جدع، يعني ايه راجل براجماتي؟ يعني ده حاجه غريبه جدا. تعال نشوف كده ايه مين براجماتي دوت، يعني ايه براجماتيك ريسيرش. احنا النهارده هنتكلم على اكتر من موضوع. اول حاجه احنا ليه بنعمل ريسيرش الاول؟ عشان نفهم الشخص البراجماتي ده جه منين. اكيد هو مش شخص كده رخم كده بقى فجاه براجماتي كده على نفسه، اكيد كان ليه موتيفيشنز او دوافع عملية ومهنية وأخلاقية وفكرية خليته بقى شخص غريب كده. خبات البراجماتي ده بيتأذى كتير قوي، خاصة لو الناس اللي حواليه مش فاهماه ممكن يتبهدل كتير. فإيه اللي خلاه براجماتي كده؟ طبعا ده مش حاجة معناه وحش أو معناه حلو، بس هو شخصية غريبة وفريدة شوية في تفكير البحث بتاعه. تاني حاجة، إيه الفرق بين البروفيشنال ريسيرش والساينتفك ريسيرش؟ مهم جدا عشان نفهم الباك جراوند بتاعت الشخصية ديت جت منين. الشخص البراجماتي ده شخص مهم جدا، هو يعمل ريسيرش مفيد للمجتمع بشكل كبير، مفيد للشركات بشكل كبير، هو عايز يعمل حاجه ملموسه. فهو ليه وجهه نظر مختلفه شويه عن بقيه الناس اللي بتعمل بلو سكاي ريسيرش، ابحاث بتاعت الخيال او الابحاث النظريه قوي قوي. فهو شخص مش نظري قوي، هو شخص اللي عايز يعمل بحث ليه واقع ملموس وليه حاجه ممسوكه. فليه وجهه نظر مختلفه شويه عن الناس التقليديين في البحث العلمي. بعد كده قبل ما نخش على الشخص ده نعرف ان في خناقه اصلا قبليه. يعني هو الراجل ده مش جاي كده في وسط الناس، ده في خناقه كبيره جدا ما بين دينين، الدين الاولاني والدين الثاني، والدينين دول بيكرهوا بعض جدا. وممكن بسبب الخناقه دي، انا هنا دلوقتي في انجلترا لان لما يعني كان في خناقه كبيره حصلت قبل كده وانا كنت في مصر. فالدين ده متخانق مع الدين ده وبيكفروا بعض وبقوا بيلعنوا بعض وبيحاربوا في بعض وبيموتوا في بعض، وقد يؤدي ده لدمار شامل للايه؟ للدينين. مهم جدا نفهم ايه الحرب القائمة حاليا عشان نقول الراجل ده لما يخش المعركة ازاي هيدافع عن موقعه وموقفه، ويقدر يعمل بحث ليه لازمة ويتنشر في مجلات 3 ستارز و 4 ستارز، يعمل حاجة كويسة. بعد كده عايزين نتكلم على وجهات النظر المختلفة عشان نعرف ان كلهم صح، مفيش حد فيهم وحش، ده كويس وده كويس، بس كل واحد يناسب حسب المنطقة اللي هو عايز يعمل فيها البحث بتاعه. قلب المشكلة كلها العقائد بتاعت كل دين. العقائد دي انا بترجمها في حاجة اسمها الانتولوجي والابستمولوجي والميثودولوجي، اظن الدكتور ده اتكلم عنها، بس انا ايه
هستفيض عليها من ناحية هم بيتخانقوا ليه، يعني التوحيد في الإسلام مثلا ده بيتخانق على ده وده بيتخانق على ده، السنة والشيعة ده بيتخانق، إيه القيم اللي قامت عليها الخناقة؟ ليه في خناقة ما بين الدين ده والدين ده؟ وإيه النقاط المذهبية في التفكير بتاعت كل حزب؟ يبقى أنا عندي كام كده؟ عندي اتنين، وأنت بقى الجديد، أنت شخص البراجماتي بقى كمان، يعني هم مش طايقين بعض وأنت جيت لهم عليكم بقى براجماتي. فتخيل هيعملوا فيك إيه يعني، الله المستعان، هيبهدلوك. فتخيل شكلك في وسطهم هيبقى عامل ازاي. بعد كده عايزين نفهم بقى الشخص البراجماتي ده ايه، ده بقى مين ده؟ فنفهم هو مين البراجماتي. هو الشخص هو خد من الديانه دي شويه وخد من الديانه دي شويه وعمل له بقى ايه، دين جديد بقى، فاتى بدين جديد علينا. فده طبعا شخصيه مستنكره من الدينين الاثنين، هو ما عملش حاجه جديده، هو خد من الدين ده اللي عايزه وخد من الدين ده اللي عايزه وعمل له دين جديد بحيث يقدر ان هو يعمل اللي هو نفسه فيه. ده اخر حاجه اللي هي الايه، البراجماتيك ريسيرش، ازاي نعملها واشكالها وتطبيقات عليها. في تطبيقات كتير جدا وابحاث عبقريه جدا جدا اتعملت في البراجماتيك ريسيرش، ولا زالت مناهج بحث البراجماتيك ريسيرش دلوقتي، يعني حتى في اوروبا دلوقتي، مش هقدر اقول نسب يعني، بس من خبرتي يعني هنا في انجلترا 70% من الطلبه بتعمل بيزنس براجماتيك، 70%. ليه؟ لاسباب سياسيه هتكلم عليها بعدين، لان حاجه حلوه ان انت تكون ما بين الاثنين، فانت مش عارف الممتحن بتاعك عامل ايه. فالاسباب سياسيه تلاقي اغلب الطلبه هنا، بس ممكن اقول 70% او 60% بيمشوا براجماتيك لما بيعملوا دكتوراه هنا في انجلترا. طيب ليه احنا بنعمل ريسيرش؟ سؤال مهم جدا. احنا بنعمل ريسيرش ليه؟ علشان اترقى، علشان ابقى معيد وفاضل لي 5 سنين، ولو ما بقتش كده هيمشوني من الكليه، نهار سخن وابقى مرفوض وابقى اداري، يا لهوي. فليه بقى ده مصيبه سودا دي، فانا لازم اعمل بحث باي شكل من الاشكال. طب انت عندك خلفيه ايه؟ مش مهم يا جدع، انا عايز اعمل بحث بس، شوف لي كويس عوامل كده، وشيل لي عامل، حط عامل وخلص يا عم، اخد الماجستير. طب انت بتعمل الكلام ده ليه؟ يا عم انا عايز اخلص، يا عم انا عايز اترقى، يا عم هترفد، عايز اخد الاستاذيه، انت مش فاهم ولا ايه؟ فايه اهداف احنا ليه بنعمل بحث؟ ده سؤال مهم جدا، لان مش هقول لغايه تبرر الوسيله، لكن اتجاهك او طرقك في التفكير بتتحدد بالاند او النهايات اللي انت عايز توصل لها. فالهدف من اي ريسيرش ان احنا نزود النولج. النولج يعني معرفه. يعني ايه نولج؟ يعني كونتريبيوشن تو نولج. يعني ايه كونتريبيوشن تو نولج؟ ده سؤال مهم جدا. يعني انت بتضيف لي ثيوري، تضيف لي برسبكتيف، تضيف لي نظريه موجوده، تضيف لي رؤيه موجوده، تضيف لي وجهه نظر جديده، تضيف لدايمنشن، طريقه قياس جديده، طريقه فكر جديده. المعرفه هي عباره عن ايه؟ الواد احمد وقع، دي مش معرفه، ده واد احمد وقع، ده بنسميه الاوبريشنال ليفل. تمام، حاجه ما تهمناش خالص، احمد ما يقع انا مالي، انا ما يقع انا مالي. لكن لما اقول ان اي حد رجليه بالشكل ده ممكن يقع، هنا بقت نظريه استفدنا بيها كلنا. فده كونتريبيوشن نولج، حطينا اضافه لنظريه الوقوع. نظريه الوقوع هو ليه الانسان بيقع، واي، ادي نظريه، وبالتالي بنحاول نفسر ليه الانسان بيقع. شكل الرجل ده ممكن يكون ليه تاثير على الوقوع. هنا بقى بنحط ايه، بنحط الايه، ان ده كونتريبيوشن نولج. فدايما اي تفكير علمي انا عندي تو ليفلز، ليفل بتاع الاوبريشنال اللي هو بنشوفه، الحاجه اللي بنشوفها، والليفل بتاع الابستراكت، ليفل الثيري، ليفل النظريه. فمحمد وقع، دي مش مهمناش، ده فايندنج. ففي ناس بتخلط ما بين الفايندنج والكونتريبيوشن تو نوليدج، لكن الكونتريبيوشن تو نوليدج هو اضافه للعلم من خلال اضافه للنظريات او الفلسفه او رؤيه الاشياء، احنا ازاي شايفين الاشياء وازاي بنفسرها وازاي بنفهمها. تاني حاجه، ودي حاجه ناس كتير جدا جدا بتنساها، ان هي تو سولف بروبلم، ان الابحاث بتيجي عشان تحل مشاكل. قال لا، ابحاث بتحل مشاكل ازاي يا جدع؟ اولا نتفق ان في ميس اندرستاندنج هنا، مفيش بحث في الدنيا يقدر يحل مشكله. امال ايه ده بقى، انت بتبتدي تشتغلني؟ لا، البحث وظيفته ان هو يفهم ظاهره او يفهم مشكله، وبناء عن الفهم الجديد نقدر نشوف المشكله بشكل احسن، فنقدر نشوف علاج ليها اكثر فاعليه. عشان كده دايما الايم بتاع الريسيرش يقول لك ايه، تو ديفلوب ا فريم ورك، ديفلوب فريم ورك ده عشان ايه؟ تفهم اوكي ظاهره، عشان ايه؟ تو امبروف بلا بلا، او تو انكريز بلا بلا، او تو انهانس بلا بلا. يبقى انت عايز تفهم شيء بنيه، خلي بالك الام ده بتاع العيال البراجماتيك باي ذا واي، اوكي؟ العيال البراجماتيك لما يكتبوا الام بيكتبوا المنظر ده، يكتب ايه؟ الهدف بتاع البحث هو عمل فريم ورك عشان افهم بلا بلا بلا، افهم ظاهره معينه، افهم ليه العيال بتقع، اوكي؟ علشان اقدر اعمل علاج ايه؟ يخليهم ما يقعوش. فده شكل الايه؟ البحث كتب بالمنظر ده، تحط فيه شق كده وشق كده.
اوكي، بس البحث نفسه اللي انت بتعمله مش هيحل مشكله، انت وظيفتك الرئيسيه هو فهم احداث معينه او فهم ظروف معينه، حتى لو اديت علاج قد لو انت براجماتيك بقى قد تحتاج ان انت ايه تطبقه او تشوفه او تشوف تاثيره بشكل ملموس. الروشته اللي بتعملها ديت، وده ساعات اللي بنسميه الاكشن ريسيرش. يبقى ليه بنعمل بحث؟ عشان نفهم، وعشان نقدر نفهم الوضع بشكل احسن، سواء كان كونتكست، سواء كانت بيئه، سواء كانت مشكله، او سواء كانت ظاهره. طيب لما اشوف صحفي مثلا، ما الصحفي بيعمل بحث، يجي واحد يقول لك انا امجد انا بعمل بحث علشان اعمل برنامج جديد يحل المشكله ديت. اولا عمل برنامج جديد ده مش بحث، ده اي حد في الدنيا بيعمل برنامج. لا كنا مايكروسوفت بقى، الواد بيل جيتس خد ايه، خد جائزه نوبل، والواد مارك خد جائزه نوبل، ولا خد شهاده دكتوراه. البحث مش ان انا اعمل اداه، او ان انا اعمل حل، او ان انا اعمل او انا اقول مثلا ايه الناس في مصر مستوى تعليمهم عالي او مستوى تعليمهم منخفض. ده مش بحث، ده مش بحث علمي. انا كامجد قاعد في انجلترا مش مستفيد حاجه ان انا اعرف الناس في مصر مستوى العلمي بتاعها عامل ازاي، مش هستفيد اي حاجه. اوكي، دي حاجه انا ما مستفدتش بيها اي حاجه. يقول لك الشركه كذا كذا عامله اداء مبيعات قليل، انا مالي ما يعملوا، ما يجيبوا لهم عقل استشاري يحل لهم المشكله. يقول لك استخدام التكنولوجي ضعيف، انا مالي يا جدعان، ما هو استخدام التكنولوجي ضعيف ده ما يخليهم ياخدوا كورسات، الله ما يروح يتعلموا. فالا اذا في نظريه جديده تفسر لي هم ليه ادائهم المالي ضعيف، ونبدا نطبق النظريه. تعالى نشوف كده الفرق ما بين الاكاديميك ريسيرش والبروفيشنال ريسيرش. الاكاديميك ريسيرش عشان افهم ظاهره، عشان ابني ثيري، ابني نظريه. نظريه يعني ايه؟ ليه؟ نظريه وجهه نظر، نظريه معناها ليه؟ ليه ده بيحصل كده؟ ليه؟ ليه؟ اوكي؟ فالنظريه معناها ايه؟ ليه؟ البروفيشنال ريسيرش عشان احل مشكله. الاكاديميك ريسيرش الهدف ان انا افيل نوليدج جاب. لو افيل النوليدج جاب يعني ايه؟ تخيل كده ان النوليدج ده عباره عن ايه؟ كل البشريه عندها مجموعه علم. انت فين في البشريه ديت؟ جاي تضيف لهم ايه؟ انت موقعك ايه في الاعراب؟ فلازم تستخدم كلماتهم ومصطلحاتهم ومفاهيمهم، وتعرف هم حدودهم عامله ازاي، وانا في النقطه دي، وده اللي بنسميه النوليدج جاب. لو انا فين في العلم؟ انا مين القريب مني وانا ازاي مختلف عنه؟ لكن البروفيشنال عشان يدلع الايه؟ عشان يرضي الشركه او يحل مشكله الشركه عشان ياخد فلوس يعني. الاكاديميك ريسيرش اساسه قايم على الليتريتشر ريفيو علشان اتاكد ان في نوليدج جاب. البروفيشنال ريسيرش يعني ظاهريا كتير منهم ما عندهمش، ما بيعملش ليتريتشر ريفيو. عمليا العيال البراجماتيك عملوا اسلوب جميل قوي، وده عشان كده احنا البراجماتيك ريسيرشر بيشتغلوا استشاريين بشكل كبير. لا البراجماتيه بيستخدموا شويه الليتريتشر ريفيو، لكن ان افريج البروفيشنال ريسيرش ما بيعملش ليتريتشر ريفيو، بيروح على طول يحل المشكله بخلال خبرته الشخصيه. الاكاديميك ريسيرش بيستخدم الليتريتشر ريفيو، ممكن يستخدمه كدليل على تفكيره، وبالتالي يبني بيه فرضيات ويبني بيه افكاره. البروفيشنال ريسيرش هنا مش محتاج اي حاجه، مش محتاج ليتريتشر خالص. الاكاديميك ريسيرش بيركز على النوفاليتي، بينما البروفيشنال ريسيرش بيركز على الابليكابيلتي، الحل ده قابل تطبيق ولا مش قابل تطبيق. فلما احنا نشوف كده الاكاديميك ريسيرش والبروفيشنال ريسيرش هما مختلفين حقيقه، مختلفين. وعشان كده كتير من طلبه الدكتوراه تيجي تشغلهم في اي شركه، ما فيش. طب تيجي نكلمهم كاستشاريين، ما فيش، كلامه نظري قوي قوي قوي، قاعد يتكلم في كلام ما فيش خالص. طب يا كده ما فيش، يقول لك في امريكا بيعملوا. يا عم انا مش عايز امريكا، انت دلوقتي تعمل لي ايه في المشكله انا فيها دي؟ انا عندي مشكله، ها عايز ادفع لك فلوس وتحل المشكله، انت فين؟ ما فيش. ليه؟ لان هو واخد الاكستريم ده. طب تيجي البروفيشنال ريسيرشر صايع ومعلم هيديك احلى حلول، بس في خطوره شديده جدا. ايه خطوره البروفيشنال ريسيرشر؟ ان هو ما عندوش ليتريتشر ريفيو، يعني ما بيبنيش على تجارب سابقه، هو بيبني على تجاربه الشخصيه، على علاقاته، وهو مش عارف هل علاقاته دي ولا افكاره دي حياديه مظبوطه منطقيه ولا قايمه كده بالصدفه. قد يكون مثلا الظروف هنا ولا الظروف هنا، مش معنى ان اللبس ده مش هنا ممكن يمشي اللبس ده في مكان تاني. فالعيال حتى البروفيشنال رغم ان هم شاطرين وبيكسبوا فلوس كويسه من خبرتهم وذكائهم وعبقريتهم الشخصيه، بس المذهب ده بدا ينقرض. حتى الشركات الكبيره ما بقتش تشتغل كده، يعني اي واي، بي دبليو سي، شركه جارتنر، ما بقوش يشتغلوا كده. العالم بقى دلوقتي بدا نخش في اتجاه جديد، اللي هو مين بقى؟ اللي هم البراجماتيه. ايه البراجماتيه بقى؟ هم ميكس ما بين العيال الاكاديميين والبروفيشنال. هو شخص بيعمل بحث عشان يفهم ظاهره مبنيه على الليتريتشر بس بنيه ايجاد علاج. فهو بيدلع الاثنين، بيدلع الاكاديمية ان هو بيعمل نوفاليتي في الاندرستاندينج، وبيدي علاج، رشده علاج، او بيدي علاج قائم على شركه او ظروف معينه. فهو عنده مشكلتين، مشكله
النوفاليتي على مستوى العلم ومشكلة الحل. طب افرض يا اخي النوفاليتي مش مرتبطة بالحل، هنا بقى تبدأ مشاكل كتير هنتكلم عليها. طيب يبقى ايه الهدف من اي اكاديميك ريسيرش؟ اي اكاديميك ريسيرش الهدف منه الرئيسي هو الرياليتي، هو ده الهدف العلمي، احنا بنحاول نعرف الحقيقة. وهي بقى هنا تجي بقى المشكلة، يعني ايه بقى الحقيقة؟ يا نهار اسود، ايه الحقيقة؟ هو في حاجة اسمها حقيقة يا جدع؟ حقيقة ايه يا عم انت؟ ده اذا كان يعني تاريخيا حتى يقول لك هل الدولة العثمانية كانت كويسة ولا كانت وحشة؟ مفيش حد عارف هي كانت كويسة ولا كانت وحشة. يعني حاجات كتير جدا مفيش حاجة فيها اسمها الحقيقة المطلقة، وهل في حقيقة مطلقة؟ وهل احنا كلنا متفقين؟ يعني انا لما بمشي في انجلترا والاقي البنات ماشية عريانة كده، دي حقيقة مطلقة بالنسبة لهم، حاجة عادية جدا. حقيقة مطلقة بالنسبة لي القرف اللي هم عاملينه ده. الحقيقة هنا غريبة جدا، يعني تحس كده ان في حاجات غريبة قوي. تلاقي واحد بياكل خنزير كده فرحان ولذيذ قوي، وانا ابص على القرف اللي انت بتعمله ده يا جدع. الحقيقة دي ايه ده؟ ايه ده؟ هل دي حقيقة كل الناس متفقين فيها ان دي حقيقة ولا مختلفة؟ لان انا وظيفتي كباحث اعمل ايه؟ اصنع الحقيقة، اصنع العلم، دي وظيفتي ان انا اصنع علم. طب وانت هتصنع علم شكله عامل ازاي؟ ما انا لازم اعرف انت عايز تصنع ايه، صح؟ يبقى انا عندي حاجتين، حاجه عايز اصنعها اللي هي رياليتي اللي هي العلم، وطريقه تصنيع العلم ده علشان اشوف هل العلم اللي بصنعه ده ليه لازمه ولا ملوش لازمه. ادي العلم. فاول حاجه في العلم اللي هو ما هو العلم، اللي هو ايه الانتولوجي. اللي هو الانتولوجي، اللي هو طبيعة العلم، اللي هو ما هو العلم، ايه العلم ده، اوكي، ايه العلم ده، ايه طبيعة العلم. فانا الانتولوجي هنا جايبة من كلمة اون اللي هي على، انتولوجي عارف انت العيال اليونانيين دول، اي حاجة اولوجي بيولوجي زعبولوجي كده بيولوجي، اي علم بيحط له اي اولوجي، فاولوجي ده اللي هو علم دراسة الشيء، واون اللي هو على اللي هو ايه اللي انت محل الدراسة اون، فانت اونتولوجي. فالاون بتاعك ده ايه بقى؟ ايه اللي انت هتروح تدرس عليه ده؟ يقول لك ايه افهم عليك، تفهم عليا، فهمتني؟ يعني ايه الاون عليك؟ فايه الاون ده؟ ايه اللي انا عايز افهمه ده؟ فانا عايز افهم ايه طبيعه اللي انا هروح استكشفه؟ ايه طبيعه الحقيقه؟ فانا محتاج اعرف ايه هي الحقيقه؟ هل هي حقيقه واحده ولا حقيقه مختلفه؟ يعني المعلومه اللي انت بتجيبها دي، المعلومه دي قاصره على المجتمع ده؟ ولا المعلومه دي يمكن تعميمها؟ ايه طبيعه المعلومه اللي انت عايز تجيبها ديت؟ ايه طبيعه الحقيقه اللي انت عايز تجيبها ديت؟ هل هي اكسترنال ولا انترنال؟ يعني ايه اكسترنال ولا انترنال؟ انا مش عارف مين زكريا ده، لكن حمد نور. اتفضل. اسف ضغطت غلط، بس اسف. طيب، الاكسترنال والانترنال، ايه الاكسترنال والانترنال؟ انا عندي طريقتين لمعرفه الحقيقه. اول طريقه ان انا امشي كده في الشارع واشوف ايه اللي بيحصل، ولقيت البت بتعيط جامد، فقلت اكيد الولد غلطان اهي، اهو انا شفت اهوت البت بتعيط، يبقى الولد هو الغلطان. عملت انا ايه دلوقتي؟ رحت بالباك جراوند بتاعتي وافكاري الشخصيه، ورحت شفت اللي بيحصل، قلت اهو اهو بص اهو، ده اسمه ايه؟ ده الرياليتي هنا موجوده، وانا مؤمن ان هي موجوده. فانا رحت كلمت الناس وقلت لهم يا جدعان ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ قالوا لي ده الواد ضرب البت، والبت بكلمها الواد ضربني. فانا قاعد بقى خلاص بقى حكمت وعملت نظريه كده ان اي بنت بتعيط الواد بيضربها، وعملت بقى نظريتي خلاص. ده اللي بنسموه الانترنال رياليتي، يعني ايه؟ الرياليتي موجوده في عقول الناس، انا وظيفتي كباحث اروح اكلمهم وافهم هم بيفكروا في ايه. يعني انت مؤمن ان الحقيقه موجوده؟ اه موجوده، بس هي في مخهم. طب انت وظيفتك ايه؟ اروح اجيبها من دماغهم، اروح اتكلم معاهم كده واقول. وهو تلاقي العيال بتوع الكواليتيتيف بيعملوا الابحاث كلها ايه، يروح يكلموا الناس وايه ويستشفوا منهم ايه اللي بيحصل، وياخدوا ارائهم ووجهه نظرهم. خلي بالك بقى، يبقى الانترنال رياليتي هي ما هي الا بيرسبشنز، قد يكون صح وقد يكون غلط، بس بنسمع ايه؟ بيرسبشنز، بنسمع ادراك وجهه نظرهم. اي واحد باحث بيعمل انترنال رياليتي وهو مش فاهم هو بيعمل ايه، بيعجن الدنيا، لان هو مش عارف ان دي كلها بيرسبشنز. ايه الاكسترنال رياليتي؟ الاكسترنال رياليتي ده حاجه جميله جدا. ايه الاكسترنال رياليتي ده؟ انا قبل ما اروح اعرف الحقيقه، طبيعه الحقيقه، انا هشوف هل الحقيقه اصلا موجوده؟ لا مش موجوده، يعني ما فيش حد يعرفها خالص. يعني ما فيش حد يعرفها، يعني ما فيش ولا انا ولا الناس. امال تجيبها ازاي يعني؟ ده لا انت عارفها ولا الناس عارفها، امال ايه البحث العلمي الغريب اللي انت بتعمله ده؟ لا انا بستنبط من الليتريتشر، من الدراسات، ومن الشواهد، ومن الظروف،
واعمل لي ايه بقى كده بروبوزيشن، اقتراح، فكره، وبعد كده اختبرها بشكل حيادي، لان انا مؤمن ان المعرفه ولا انا اعرف ولا هم يعرفوا. فانا مش اسال الواد كده اقول له ايه هو التفاح بيعمل سعاده، لا ما تجيش كده، امال انت تعمل ايه؟ اشوف العلاقه ما بين اكل التفاح والسعاده. ليه؟ لان انا مؤمن ان هو ما يعرفش ولا انا اعرف ولا حد يعرف، يبقى الرياليتي مش موجوده، ولا انا عارفها ولا هم عارفينها. عشان كده تلاقي العيال البوستيفيست، او هنتكلم عنهم كمان شويه، اللي هم اللي بيؤمنوا بالحياديه الشديده دول، او بيؤمنوا ان المعلومه مش موجوده دول، يقول لك ايه ويرى الباحث. تيجي الراجل في المناقشه يقول له يرى الباحث، انت فاكر نفسك مين يا ابني؟ انت عمرك ما تبقى باحث يا ابني. ليه؟ هو مؤمن ان الباحث لا يرى ابدا. اللي هم مين؟ اللي هم اللي بيؤمنوا بالاكسترنال رياليتي، ان الرياليتي مش موجوده. هو مش غلط، هو وحش او تخلف زي ما الناس بتقول، بيجوا هنا انجلترا يفتكروا الناس في مصر وحشين. لا، مصر مدرسه بوستيفستيه قويه جدا، ليها يعني مدرسه علميه محترمه وكبيره جدا جدا، وليهم وجهه نظر في الكلام ده. فان انت كباحث تقول لي ويرى الباحث، لا، ما يراش الباحث، معلش الباحث ما يراش حاجه، وابدا ما يقولش انا ارى ابدا. إيه انا دي؟ لا، ما تجيش انت خالص. ايه انا دي؟ ايه انا دي؟ دايما يقول لك يتكلم بصيغه الايه؟ الاخر، ويستدل من هذا البحث كده، يتكلم دايما بصيغه الايه؟ ان ما فيش حد عارف، والباحث، والبحث هو اللي بيعرف. فالمعرفه مش عندك كباحث، ولا عند الناس، ولا عند اي حد. المعرفه بتيجي بالاستنباط كده من البحث بتاعك، من خلال وضع الايه؟ الفرضيات واختبارها. فانت لا ترى شيء. لكن بتوع الانترنال رياليتي لما تيجي تقرا البيبر بتاعتهم بقى، وانا شايف بصراحه ان البنت بتستعبط لانها عملت كذا. وانا بقى لما كلمت محمد قال لي هي ضربته، فالناس مش عارفه الحقيقه. فالبنت، لا، البنت هي اللي بتستعبط مش الولد. ويبدا بقى ايه يسترسل، بيسموه ناريتيف اناليسيس، حكايه قصص كده، علشان يطلع الحقيقه، مش حقيقه بقى، عشان يطلع البرسبشنز بتاعت الناس المختلفه. خليك تلاحظ طبيعه المشكله مختلفه، طبيعه المعلومه هنا مختلفه. طيب نكمل. ايه كمان؟ subjective و objective. انا لما اروح اعرف عن البنت، انا هنا بتكلم، فانا subjective، البنت جميله واموره فتاثرت بيها، لا 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 لا, لا يا جدع الواد ده غلطان، او البنت مش حلوه قوي، لا لا الواد ده هو اللي مظبوط، فيه subjectivity عاليه. اوكي، طبعا الناس متخيله ان انا ايه ماشي كده ناحيه المدرسه بتاعت مصر شويه. خلينا بس ايه نوضح البالانس ونكمل. الاوبجكتيف رياليتي يقول لك لا، الارقام يابا اللي تتكلم، انا ولا انت ولا انت ولا انا ولا انت ولا حد يتكلم. شوف الايه الارقام باسلوب اوبجكتيف حيادي، نطلع نتيجه علميه حياديه. جميل. قبل ما نخش على الابستمولوجي، يبقى انا عندي مدرستين، مدرسه بيسموها البوزيتيفيزم، الايجابيين اللي هو بيؤمن بالحقيقه واحده على مستوى الدوله او على القطاع او مستوى العالم، مؤمن ان الحقيقه مش موجوده، وبالتالي انا محتاج ان انا استنبطها من الدراسات السابقه، استنبطها مش اقلدها، استنبطها واطلع انا فكره واروح اختبرها بشكل حيادي. دول البوستيفيست، ودول مشهورين في مصر والهند وامريكا. المدرسه الثانيه، المدرسه الاوروبيه او الاسكندنافيه، دول يقول لك لا، الحقيقه مش واحده، الحقيقه بتختلف من مكان لمكان وحسب الظروف وحسب الكونتكست. تاني حاجه، الحقيقه موجوده عند الناس، بس احنا محتاجين نتكلم مع الناس. تالت حاجة، لأن الحقيقة موجودة عند الناس وأنا بتكلم وأنا كشخص، يبقى أنا بلا شك أنا في سبجكتيفيتي، وأنا مؤمن بالسبجكتيفيتي، إن في نوع من الإيه؟ من الانحيازية وعدم الانحياز في التفكير. فأنا عندي دلوقتي عيال بيسموهم الانتربريتيف، التفسيريين، بيفسروا حسب الظروف، والبوستيفيست اللي هم بيروحوا وإيه ويستشفوا من خلال الفرضيات. يبقى أنا عندي كده كام مدرسة؟ مدرستين. طيب، يبقى أنا كده معنى الكلام ده إن عيال الانتربريتيف دي مبدئيا كده عيال زعبولة، مبدئيا كده. ليه؟ انت بتتكلم حقيقة مختلفة من واحد واحد، وبتقعد تكلم الناس وبرسبشن، يا عم انت بتتكلم قصص. ربنا يكرمه، يعني كان واحد من السبب ان انا مشيت من مصر، كان يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابني الانتربريتيف اللي انت بتتكلم عليه ده يا ابني مش بحث اصلا، ده كده كتاب كده وجهة نظر كده. هو كلامه مظبوط طبعا، لما انا درست هنا وعرفت هنا، عرفت ان البوستيفيست شايفين الانتربريتيف كده. طيب تعالى ندي مثال كده عشان ناكد ان البوستيفيست شكلهم احلى. هديك مثال. ليه انا بديك مثال؟ علشان تفهم العيال البراجماتيه دول لما جم العصر بتاعهم عمل ازاي، وفكرهم مبني ازاي. كان في مثل جميل قوي في مصر اسمه تعشى وتمشى. المثل ده مهم قوي قوي قوي، لو انت عايز تعمل بحث علمي بقى مظبوط، تتعلم بحث علمي، ذاكر المثل ده. في مثل مشهور اسمه تعشى وتمشى، والراجل اللي قال المثل ده طلع في التلفزيون وجميل كده، وفي سجع كده، بص الكلمه اتعشى وتمشى، بص كده كده مديه الايثار والايقاع قوي قوي، حسيت ان هو فعلا انا لو اتعشيت وتمشيت هخس، انتهى الموضوع يا جدعان، هتعشى وتمشى والله هخس خلاص. ده فلان طلع في التلفزيون في قناه تانية، ومش عارف مين طلع فين، وخلاص عايزين نعمل بحث بقى.
ونتاكد هل التعشى وتمشى بيخس ولا لا. ركز بقى معايا في اللي هعمله دلوقتي، عشان انا بدي دلوقتي مقدمه للابستمولوجي. فجه الباحث الاولاني من انجلترا العيال الانتربريتيفيه الساعه دول، راح وقال طب تعالى كده نروح نكلم الايه الدكاتره. راح كلم الدكتور الاولاني، فالدكتور اتفرج على الحلقه بقى ومتاثر، بيقول لك ايه اتعشى وتمشى. رحت كلمت الدكتور الثاني، دكتور ازاي الناس تخس، ازاي الناس تخس يا دكتور، ده انا مؤمن الرياليتي ايه موجوده وانترنال وعندهم، وبكلم كل دكتور عشان انا مقتنع كل دكتور ليه وجهه نظر الشخصيه، لان الرياليتي مختلفه من شخص لشخص، فبسال كل دكتور بناء على خبرته الشخصيه نظريا. فبيقول لي كل دكتور بيقول لي والله يا امجد اتعشى وتمشى يا ابني ده جميل قوي. رحت سالت الناس اللي خست، قالوا لي يا ابني اتعشى وتمشى دي حته يا بنت لذينه دي جامده جدا. فانا بقى طلعت بحث عظيم علمي بقول اتعشى وتمشى ممكن يؤثر على الوزن. هل الكلام ده ليه معنى؟ طبعا لا، زعبولة. ليه؟ لان انا ما درستش تاثير اتعشى وتمشى، ده مش بحث علمي. بتوع الانتربريتيف ما بيعملوش الانواع ده من الابحاث اصلا، يعني بتوع الانتربريتيف ما بيعملوش الابحاث دي اصلا خالص. الهدف من البحث بتاعهم مش التاثير. يعني العيال البوستيفيست دول دخلنا كده بماتش مش متكافئ. امال ايه ده؟ لو عملوه هيبقى بحث ضعيف جدا جدا جدا، والبحث ساعتها هيقول المفروض ان الاجابه نتيجه البحث هتقول ويرى علماء مصر او يرى اطباء مصر ان نتعشى وتمشى في التخسيس، ويقتنع بها الطرف ده والطرف ده، فهناك راي واجماع في المجتمع على الموضوع ده. ده شكل رد راي الكتابه في الفايندنج اللي بالشكل ده. الراجل اللي عمل بحث غلط دخل يجيب تأثير من خلال بحث انتربريتيف، ده بحث غلط مبدئيا من فلسفته الدينيه كده زعبول اصلا. تيجي بقى الواد التاني، الواد بقى اللي جاي بقى من جامعه طنطا بقى الدوليه بقى وشاطر بقى، مع طنطا اللي انا منها طبعا بحبها طبعا، وعارف بقى بيعمل بحث علمي ازاي بقى. راح جايب بقى ايه عمل اكسبيرمنت بقى، وجاب 10 بيتعشوا وتمشوا و10 ما بيتعشوش وتمشوش، والاثنين شبه بعض في كل حاجه، وعمل كنترول للعوامل وثبت العوامل، وجاب التاثير بعد اسبوع وشاف فعلا ان العيال اللي بتعشى وتمشى بتخس، وفي زياده ملحوظه او في نقص ملحوظ في الوزن ما بين المجموعه دي والمجموعه دي. فطلع نتيجه مبني على اساس علمي مظبوط، اللي هو الارقام والفرضيات والاختبار والنتيجه. والواد ده خد ماجستير وسقفوا له، والواد ده طردوه وسافر انجلترا. اوكي، فهنا ده كلام منطقي. ليه؟ لان الولد الانتربريتيف دخل نفسه في معركه غلط. امال الانتربريتيف ده بيعمل بحث يعمل ايه؟ الانتربريتيف ده بيروح يفهم هو ازاي الناس بتعمل كده، هاو مش وات مش افكت. الانتربريتيف ده ليه دماغ تانية خالص. الانتربريتيف بالمدرسه الانجليزيه او الاوروبيه هو مؤمنين البحث العلمي. او دلوقتي بقى دخلنا على ايه، نخش على بارادايم اهو بتاعنا البراجماتيك. مؤمنين البحث العلمي وظيفته ان هو يحل مشاكل شركات. وانا عشان تقول لي فرضيات جايه من الليتريتشر جايه من امريكا، يا اخي امريكان غير المصريين يا جدع. الكلام ده ينفعك في علم الطب، ينفعك في علم الهندسه، لكن في علم الاداره السلوكيات والقيم والثقافه والحضاره يعني مهم. يعني حاجه زي مثلا الخوف من الحسد ازاي ممكن يخلي الانسان يصرف بتصرفات متغيره ويتفاعل بالحياه بشكل مختلف. ما تجيش ابدا بعلاقه اكس على واي. وما تيجي ازاي؟ لا، انا عايز بقى فريم ورك. ايه ده؟ يعني ايه الفريم ورك في العيال البوستيفيست؟ هم عباره عن مجموعه من الفرضيات. الفريم ورك للعيال الانتربريتيف هو رسم للوضع الحالي بظروفه وشكلها عامله ازاي. ما بيقولش صح ولا بيحكم لان هو سبجكتيف. فالانتربريتيف مش وظيفته الاحكام ان هو يقول لك حلو او وحش، كويس او مش كويس. وظيفه الانتربريتيف ان هو يوريك ايه اللي بيحصل دلوقتي، بس ايه اللي بيحصل، مش تاثيرات، مش اكس بيأثر على واي. لا، هو لا بيقول لك ايه ولا يحل لك مثلا الكونستراكت ده او الكونسبت ده بيزول. لا، ما بيقولش الكلام ده خالص. هو بيقول لك عايزين نفهم الظاهر. الابستمولوجي، ابست يعني ايه وات بالانجليزي، والامولوجي اللي هو العلم. فالابستم اللي هو الايه، اللي هو ازاي بجيب العلم، طريقه نجاب العلم يعني. فازاي نقدر نجيب المعلومه؟ عندك طريقتين، العيال البوستيفست والعيال الانتربريتيف. البوستيفست احنا قلنا خلاص هو لانه مؤمن الحقيقه مش موجوده، فبيستنبطها من الليتريتشر ويروح يختبرها بشكل ايه، بشكل حيادي. اوكي، دي اغلب الناس بتعمل فرضيات من الليتريتشر وتروح بني عليها فرضيات، وبعد كده يروح عامل ايه دراسه عليها ويختبر. الانتربريتيف بنسميه سوشيال كونستراكشن اوف رياليتي. يعني ايه؟ الحقيقه تصنع من مكانها. انا بفهم البنت دي بتعيط ليه، هي شايفه ايه واللي خلاها يعيط ايه.
الراجل ده ليه اهانها، اللي هو شايف ايه. ما بقولش الواد بنت حلوه والواد وحش، لا انا بحاول افهم هما الناس دي بتفكر في ايه. الكلام ده مفيد قوي لما تيجي تتكلم مثلا ظواهر زي مثلا الاستشاريين مثلا، او الخبراء رايهم ايه في قضيه معينه، او مثلا السياسيين رايهم ايه في قضيه معينه. فعايز تفهم هو ليه بيفكر كده، مش بتفكر ده صح ولا غلط. انت تاني الانجليز يكرهوا جدا كلمه صح ولا غلط. خلي بالك لما بقول لك دينين، هما حقيقي دينين. البوستيفيست قايم من الديانه الاسلاميه والديانه المسيحيه، والانتربريتيف قايم من العيال الانجليز لما طلعوا كسروا الكنيسه، لان الانتربريتيف بتقول ان الحقيقه تختلف. واحنا في المسلمين دلوقتي واخدين نفس المنطق ده شويه في تفسير القران، لكن البوستيفيست جاي من اصلها لو انتوا تعرفوا اصلها الكنيسه. يعني اصل العمل البوستيفيست اصلها العلماء المسلمين وبعد كده الكنيسه. ليه؟ لانها مؤمنه ان الحقيقه واحده. الكلام ده في الطب ملوش شك، ما فيهوش شك ان هو غلط صح في الطب، وفي الطب لانه اصله طب اصلا في الكلام ده، فبلا شك ان هو صح والحقيقه واحده. لكن الانتربريتيف لا، احنا نعزل الاسباب ونفهم ليه هو بيفكر التفكير ده، وليه هو كتب الكتابه دي، وكان وجهه نظره ايه في الكلام دوت، عشان نقدر نفهم الظاهره بشكل اعمق. empirical versus theoretical، تلاقي العيال الايه الانتربريتيف يهمهم قوي الداتا، وبعد كده يبداوا يطلعوا الفريم ورك، بينما البوستيفيست يهمه قوي ان هو يطلع الفرضيات وبعد كده يختبرها. طيب الميثودولوجي، يعني ايه ميثودولوجي؟ انا عارف الناس كلها عارفه يعني ايه ميثودولوجي كويس. الميثودولوجي معناها ايه؟ معناها خطه بتاعتك، ازاي هتجمع الداتا وتحلل الداتا بتاعتك وتعمها ازاي؟ ده حاجه عاديه جدا. في ناس بتحب تعمل كيس ستادي، في ناس بتحب تعمل سيرفي. كلمه الكيس ستادي او ما تقول كلمه كيس معناها ان انت بتؤمن ان الحياه مختلفه من مكان لمكان. ليه؟ لانك بتقول كيس، ولو انها كيس فهي كيس، فهي الحياه تختلف من كيس لكيس، فلانها كيس، فكلمه كيس معناها كده خلاص هي كيس كيس. ولما نيجي نقول لك كيسز معناها ايه؟ الحالات. ممكن نحط كلمه كيسز في البوستيفيست في الكوتشينير، وممكن كيسز، بس كيسز ككلمه كيسز بتذكر اكتر مع الناس الانتربريتيف، لان كل شخص ليه رؤيه وليه وجهه نظر وليه حياه وليه اسلوب وليه تفكير وليه فلسفه وليه رؤيه. فانت لازم تفهم كل كيس بتفكر ليه بناء على الكلام ده. السيرفي احنا عارفين الكويشنير بوزعه على ناس كتير جدا وخلاص واختبر بيها فكره. في بقى عندي حاجات تانية كتير. انا عندي كام منهجيه بحث؟ في حوالي 36 منهجيه بحث. طب انت اشمعنى حددت دول ليه؟ لان دول الاشهر. طب يعني 36 ده كتير قوي يا جدع. تخيل بقى مشكلتنا ان احنا متجمدين شويه في البحث العلمي بتاعنا، فالعيال البوستيفيست خلاص بقى سيرفي والموضوع قفل، خلاص هو سيرفي، مفيش بحث عمل غير سيرفي. العيال الانتربريتيف قفلوا على الانترفيوهات او كيس ستادز. في عيال شويه مودرن خدوا شويه كيس ستادز على البوستيفيست على الكوتشينير، يعني ليهم كده طعم مختلف. لكن في حاجات كتير قوي احنا مش ما بنستخدمهاش، لان احنا ما بنفهمش في الميثودولوجي كويس، وبالتالي في حقائق كتير مش قادرين نجيبها لان احنا مش مستخدمين المناهج المظبوطه. في حاجه زي الاثنوجرافي، في حاجات كتير. فالميثودولوجيز انواع كتير. هنا طبعا مش هدف ان انا اتكلم عن كل الميثودولوجي، بس انا بقول ان خلي بالكم فتحوا عينيكم في المناهج كتير حلوه انت تدرسها قبل ما تعمل الدكتوراه او قبل ما تعمل ريسيرش. ريسيرش بارادايم في الملخص بقى، انا عندي البوستيفستيين وعندي الانتربريتيفيين اللي هم الكونستراكشنست. في بوست بوستيفيزم العصر الحديث، تلاقي كل الرسائل الماجستير والدكتوراه في مصر كل رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر بتقول لك ايه؟ دراسه تطبيقيه على قطاع الغزل والنسيج في مدينه المحل. طب ما انت يا عم مش بتقول لي بوستيفيست الحقيقه واحده في كل حته، امال ليه بتقول لي دراسه تطبيقيه على قطاع الغزل والنسيج؟ العيال البوست بوستيفيست دول هم زي هم بوستيفيستين، بس الجديد ان هم يقول لك ايه؟ الحقيقه لقطاع، من فئه عمريه لفئه عمريه، من شريحه لشريحه. فتلاقيه دايما بيحب يعمل كنترول للايه، للشرايح، للاعمار، رجاله وستات. لما بتيجي بحث ايه يقول لك ايه؟ عملت دراسه على الرجاله بس ودراسه على الستات بس، في اختلاف بين الرجاله والستات. تلاقي يقول لك ايه؟ انا عملت على قطاع كذا وقطاع كذا وقطاع كذا، وكل قطاع فيه نتائج متشابهه مختلفه. فدول البوست بوستيفست اللي هم مؤمنين ان الحياه تختلف لكن بالقطاع او بالدوله او بالفئه، مش بتختلف بالكيس. لا زال عندهم الفكر ان ايه؟ ان الحياه واحده لكن مختلفه شويه. البراجماتيزم اللي هم مين بقى؟ اللي هم الميكس، اللي هم بيميكسوا
هما ليه الكونستراكشنست اللي انت كاتبها دي اللي هما الانتربريتيف، بنسميهم انتربريتيف او كونستراكشنست. طيب تعالى بسرعه كده نعمل فيو بسرعه على كل واحد من العيال بقى عشان ناخد بقى العناصر بتاعتهم ونبدا نكون احنا بقى الايه الشله الصايعه اللي هما البراجماتيزيين دول. الانتولوجي احنا قلنا خلاص الرياليتي، البوزيتيفست بيقوم من السنجل رياليتي، انا بصمم اب بقى بلم الدنيا. الابستمولوجي اللي هو ازاي بجيب العلم، خلاص هل انا بجيب العلم عن طريق فرض الفرضيات واختبارها ولا انا بجيب العلم عن طريق ان انا بروح افهم اللي بيحصل. الاكسيولوجي اللي هي القيم بتاعتي، هل انا سبجكتيف او انا اوبجكتيف، انا كانتربريتيف انا ايه سبجكتيف وانت كبوزيتيفست انت ايه اوبجكتيف. الجنراليزيشن، العيال البوزيتيفستيين مؤمنين بالجنراليزيشن، العيال الانتربريتيف مش مؤمنين بالجنراليزيشن بس بيقولوا حاجه اسمها ايه بقى ريبليكابيلتي. لا 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 ريبليكابيلتي دي جنراليزيشن برضو، بيقولوها ايه بقى ابليكابيلتي. شوف الكلمه حتى كلمه مهنيه شويه، ابليكابيلتي يعني ايه، هل يمكن تطبيق الفكره المجنونه اللي انت عملتها لنا دي في مكان تاني. فعندي ابليكابيلتي وعندي ايه ريبليكابيلتي بتاعت البوزيتيفستين. يبقى البوزيتيفستين يهمه ان هو يعمم النتائج، يقول لك النتائج دي في كل حته. الكوزال لينكج اللي هو العلاقات، البوزيتيفستين تعريف العلم عندهم اصلا العلم في البوزيتيفستين هي مجموعه من العلاقات، مجموعه من العلاقات ما بين مفاهيم، التفاح بيعمل سعاده، الانتماء الوظيفي بيزود الانتاجيه. انا اعرف باحثين كتير جدا ومحدش يضحك عليا معلش يعني الكلمه، يقول لك ايه بقى خلينا بقى نشتم شويه في البوزيتيفستين بقى، ما انا لازم اكفرك في ده عشان ادخلك على ده، انا كفرتك في الانترفيتيف خلاص اكفرك بقى في البوزيتيفست شويه. شفت انا مجموعه ابحاث كتير جدا بتقول لك ايه، بص بقى العبقريه تلاقي ابوه وامه باعتينه ياخد دكتوراه من انجلترا عشان يقول لك ايه الايزوفيوز يعني ايه سهوله البرنامج بتاثر على الانتنشن تيوز. يا معلم يا معلم ده انت باباك ومامتك دول هيعملوا لك ايه هرب يعني. الواد راح يعمل دكتوراه عشان يقول لك ايه ان الانسان لما يحس ان البرنامج سهل ده هيخليه يستخدم البرنامج اكتر. يا عيني والله العظيم لو انت يا اخي لو ما كنتش موجود كنا متعبنا والله، والدوله دفعتك الفلوس كلها عشان تلاقي الكلام ده. ما تضحكوش انا عارف الناس بتضحك، انا مش شايفكم طبعا ولا سامعكم، بس ده كلام كتير جدا 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 بيطلعوا يعملوا دكتوراه عشان يجيبوا المسخره دي. يقول لك الايه كل ما تحس ان البرنامج مفيد كل ما هستخدمه اكتر. طب ما يا ابني ما ده حاجه بديهيه جدا يا ابني، ايه اللي انت عملته؟ يقول لك لا ما انا اول واحد بقى اختبر التجربه دهيت على بتوع الغزل والنسيج في المحل. ده انا عبق، ده انا بقى استحق الدكتوراه، ويديله الدكتوراه ويسقفوه ويروح بيته وخد فلوسه وخلاص. يعني ايه اغلب، مش هقول كل عشان طبعا ما ينفعش اقول كل، اغلب البوزيتيفستيين بيعملوا علاقات بديهيه فشخ، بديهيه موت قوي. وده اللي حصل لما انا جيت هنا لما كنت بعمل فرضيات، مش كان يقول لي ايه يا ابني ما ده بديهي يا ابني، انا راح متنح كده يا ابني ما ده بديهي يعني. انا لقيت نفسي عبيط قوي، حاسس ان انا اهبل، ايه ده ما بديهي فعلا. وانا بعتني قال لي انت مش جاي كرونفيلد، قال لي باللفظ كده انا حافظها لحد دلوقتي، قال لي انت مش جاي كرونفيلد عشان تختبر علاقات بديهيه، يعني اي حاجه فيها منطق بديهي انت جاي تختبرها ليه؟ ما بديهيه خلاص. يجي بقى الفلاسفه يقول لك لا ما هو لسه ما حدش اكتشفها. خلي بالك انا ما بقول ما بشتمش في البوزيتيفست دلوقتي، انا بس بفهمك ان البوزيتيفستيين للاسف بينتجوا انتاج علمي غزير جدا، وقد يكون 70 او 80 او 90% منه زعبله ملوش اي لازمه، لان هو قاعد يجيب علاقات في حاجات مفشوخه دراسه ومعروفه. هو كل اللي عمله ان خد التام، خد نظريه معينه وخد مفهوم وحط مفهوم، قال لك ايه؟ قال لك الشخص الكريم محبوب. يا ولد يا ولد يا ابن اللذينة، تلاقي العيال عامل لك ايه؟ انت عارف ان الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي اللي هو الشركه لما بتعمل اعمال خيريه العملاء بيحبوه؟ لا والله والنعمه يا جدع يا جدع، ده انت عملت لي بحث عبقري، ده انا مش مصدق نفسي والله. وتلاقي العيال بتعمل ابحاث مضحكه جدا 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 في البوزيتيفست ده. انا بدي امثله كتير عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه بوزيتيفست، وعشان وبرده نكفرهم مش عشان يبقوا معانا بقى في الشله الصايعه. اوكي يجي يعمل لك بحث في بتوع مثلا ايه الموارد البشريه، يقول لك الهيومن كابيتال، او يقول لك الايه سايكولوجيكال كابيتال، قدره الانسان على ان هو عنده يعني سايكولوجيكال كابيتال عاليه، ان هو نفسيته عاليه كده ومبسوط بنفسه، ده بيأثر على الانتاجيه. والله العظيم يعني لما يكون الواحد مبسوط هيزود الانتاجيه. ايه ده حتى قالوها دلع البقره تطلع لك لبن حلو، بالانجليزي مش عارف العربي يقولوها ازاي دي، يعني لو جبت بقره دلعتها تطلع لك لبن حلو، مش محتاجه عبقريه. يعني لو جبت المعلم حسين وقلت له هيقول لك اه والله يا جدع ما انا عارفين الكلام ده. وده مش ودي المصيبه الكبيره في البحث اللي احنا بننتجه، ان 99% منه ابحاث مهضومه ومفشوخه واحنا عارفين الكلام ده. ولو كلمت وعشان كده تلاقي الباحثين مش هقول المصريين لكن البوزيتيفستين اللي مش فاهمين بوزيتيفست كويس
بيخافوا يتكلموا مع المجتمع، لان لو اتكلموا مع المجتمع هيتعروا. لو جه واحد كده ابوه ساله يا ابني انت ربنا يبارك فيك انا شايفك بتسافر كتير والله، يعني انت بتعمل شغل حلو، انت بتعمل دكتوراه في ايه بقى؟ لو هو انا بجيب تاثير السعاده على العمل الصالح، يا والله والله يا ابني ده انت ربنا يكرمك يا ابني والله، لا 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 اقعد يا ابني اشرب لك شاي يا ابني. فيعني مهم قوي ان البوزيتيفيست ما تبقاش بس ان انا بقعد اعمل يعني فرضيات بديهيه، او ممكن تبقى في حاجات سكسي يعني اتراكتيف، حاجه كده جامده جدا، حاجه غريبه ما اتعملتش قبل كده. اوكي دي حاجه غريبه، ان هي يعني ايه نشوف مثلا طريقه اكل معينه مثلا مع الكوفيد 19 مثلا، اه كده مع الفيروس مثلا، اه حاجه كده حاجه غريبه، وتيجي دايما دايما من التامل الباحث. والتامل الباحث مش هيجي الا لما الباحث يخش شركه، عمره ما هتيجي ابدا من الباحث اللي قاعد في مكتبه وعمره ما شاف شركه في حياته، ولا عمره شاف مصنع، ولا عمره شاف عمال، ولا عمره اشتغل في حياته. عشان كده دايما بقول انا بقى في البدرسه اللي بنقلك بقى لازم تشتغل بايديك شويه علشان تبقى عندك قدره على الملاحظه وتقدر تطلع مشكله حقيقيه تبني بيها بحث. العيال البوستيفيست دول اللي هم بيعملوا ديدكتيف لوجيك، انا بفتكر كان استاذي الكبير في جامعه طنطا كان بيعلمنا ديدكتيف والاندكتيف ده بشكل جميل قوي، يخليك تكره ام الانتربريتيف في الدنيا. وهو عبقري لان هو بوستيفيست اصلي، يعني هو ما شاء الله خام بوستيفيست عبقري. يعني يقول لك ايه، عندك مثالين، ايه واحد صاحي الصبح بيشغل العربيه ما بتدورش، راح مطلع نظريه قال لك يا جدعان ها اي عربيه الصبح ما بتدورش عشان الدنيا ساقعه. ده بيسموه الاندكتيف، هو جاب علاقه ما بين الساعه والايه والعربيه ما بتدورش، وقال لك ده الاندكتيف ابروتش. حد يبقى اندكتيف يا عيال؟ قلنا له لا طبعا يا دكتور. قال لك شفتوا بقى، بطلوا بقى تتكلموا في كيس ستادس والقرف اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. امال ايه يا عمي؟ قال لي طب تعالى بقى بص الديدكتيف. الديدكتيف عباره عن ايه؟ قال لك انت بتستنبط من الليترتشر وتختبر على عينه كبيره مين اقوى؟ طبعا الديدكتيف، لان هو لعب في ارجيومنت مش محل بتاع الانتربريتيف. الارجيومنت اللي بيلعب فيها في البوستيفيست هي ارجيومنت بتاعت العلم عباره عن مجموعه من الفرضيات. الانتربريتيف مش ما بيعملوش بحث عشان كده، الانتربريتيف بيشوف ازاي يصلح العربيه، ازاي بيتعامل مع العربيه، ازاي شركه رولز رويس عملت سيستم اي ار بي سيستم، ايه اللي عملته؟ يعني احنا عايزين نشوف ايه اللي عملوه، عايزين ناخد الدروس المستفاده، عايزين نشوف ايه اللي عملته الشركه دي مع الشركه دي ساعه الاندماج، عملوا ايه؟ ايه اللي عملوه؟ ايه اللي حصل في الداينامكس بتاعهم؟ ايه اللي حصل؟ عايزين نعمل رسمه كده نشرح الوضع اللي حصل عشان الشركات الثانيه تقلده، بغض النظر هو حلو ولا وحش، بس هي تجربه شكلها كويس. فاحنا الاندكتيف عشان الناس كتير فاهمه الموضوع ده غلط، الاندكتيف مش انتربريتيف، الاندكتيف والديدكتيف دي مناهج وضع الفرضيات، والعيال الانتربريتيف ما بيعملوش فرضيات. في عيال انتربريتيف بيعملوا فرضيات اوكي، بس دول بيتضربوا بالشبشب، ما بي يعني ابحاثهم بتموت، يقول لك خليها كونسبتشوال بيبر بقى وشيل الوجع اللي الدماغ اللي انت عامله ده. فما تدخلش نفسك في معركه خسران فيها، عايز تبني فرضيات وتشتغل فرضيات خش بوستيفست، عايز تشتغل فهم الاحداث وفهم الظروف وفهم الدنيا وفهم الكونتكست خش انتربريتيف. الا اذا بقى تيجي في الحزب بتاعي بقى، حزب العيال الصيع بقى البراجماتيه بقى، فالبراجماتيه دول ليهم بقى مدرسه ثانيه بقى، بياخدوا من هنا ومن هنا وبيصيعوا على الخلق كله. البوست بوستيفست احنا اتفقنا معاهم هم نفس البوستيفست، بس الفرق ان الحقيقه بتختلف من ايه، من كونتكست لكونتكست. ساعات البوست بوستيفست بيسموها ساعات المودرنزم، ساعات عندهم شويه ممكن يجوا في الاخر في الريكومنديشن يقول لك يرى البحث. يعني هو بتلاقيه كله مؤدب بيقول لك دايما بايه وطلع الدراسه وطلع الدراسه وطلع الدراسه اوكي، ويجي في الاخر في يديله حته كده ايه يتكلم عن نفسه شويه، ينفس عن نفسه يقول لك ايه في الامبليكيشنز في الامبليكيشن دي يعني بالعربي امبليكيشن اللي هي الامبليكيشنز، يعني تيجي في الامبليكيشن يكتب ايه، يكتب ويرى الباحث بقى ان الناس دي المفروض تسمع الكلام وتطيع بقى وتدلع الزبون، وتلاقي كلها البوستيفستين بالذات تلاقي الامبليكيشن، تلاقي الامبليكيشن او التوصيات يعني بتاعت البحث ضعيفه موت موت موت، مستفزه استفزاز غير عادي. ليه؟ لان هو اصلا عامل بحث مش على اساس، اصلا هو عامل بحث كان في يعني اديتور في مجله كبيره 3 ستارز او 4 ستارز من فتره قال لي كلمه جميله قوي، قال لي انا بعمل ديسك ريجكشن ازاي، ببص على الامبليكيشن، الاقي الامبليكيشن مفيده فعلا اشوف العلم اللي قال عليه الامبليكيشن ده التوصيات ديت، لو توصيات ضعيفه البحث ده كله زعبله. فالبوست بوستيفيزم شويه عندهم نوع من المرونه، ساعات لما يكتبوا توصيات في شويه انا بقول وانا ليا وجهه نظري وانا الشواهد بتقول، وساعات غالبا البوست بوستيفيزم حتى في انجلترا تلاقيهم بيبتدوا شويه بايه بمجموعه انترفيوهات صغيره كده، قال يعني بقى ايه عشان يفهموا الكونتكست، يعني بيحبوا شويه يفهموا الغزل والنسيج، يقول لك اعمل لك ايه 20 30 انترفيو وحطهم في شابتر كده محدش هيقراه، وانت بقى ركز لي في الايه في الفرديات.
بالمناسبة اللي عايز يقرا التشكل التدي ده من احلى الكتب في الريسيرش ميثودولوجي. جميل 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 يعني، العيال دي عالم صايع جدا في الريسيرش، فالكتاب ده جميل، وهو كان بيتباع 3 جنيه ولا 4 جنيه هنا على امازون. الكتاب الجديد بتاعهم غالي بس هات القديم، هو نفس الكتاب يعني. العيال الانتربريتيف بقى، احنا بنقول بقى ان الحياة مختلفة من مكان لمكان، وكل كونتكست عايز تفهمه وتفهم، بيسموها بقى كونتكستشواليزيشن بروسيس، عملية الايه الكونتكستشواليزيشن بقى، الكونتكست مش عارف تجيب ازاي بالعربي بصراحة، يعني تكونتكست الموضوع بقى، لو تروح كده تفهم الكونتكست، تحط بوردرز للموضوع عشان تحط اطار للفهم بتاعك. خلي بالك تاني، كلمة فريم ورك للعيال الانتربريتيف مش معناها فرضيات، معناها فريم للورك. اوكي، وده بيتكون من مجموعه من ايه، من موديلز، وكل موديل بيوصف وضع معين وظروف معينه. فالعيال الانتربريتيف العلم عندهم هو عباره عن مجموعه من الفريم وركس، وكل فريم، كل دراسه تطلع بفريم واحد، وجوه الفريم ده بيكون مجموعه من المودلز والتولز، وفي بروسيس وفي موديلنج. ما هو ده الموديل اهو، طيب موديل بروسيس تولز. اوكي، ده الفريم ورك، ده المين، ده اللي هم العيال اللي هي الانتربريتيف. البوستيفيست عندهم الفريم ورك هو عباره عن الفرضيات، تختبرها تحط عليها ارقام سميتها موديل. سلام، شفت انت العسل، ثيوريتيكال فريم ورك من الفرضيات، تختبرها تحط عليها ارقام بقى اسمه موديل، حتى اسمه موديل يعني ايه، رياضي يعني. فده العيال اللي ايه البوستيفيست. الانتربريتيف لا، تلاقي الدراسه بتاعتهم على الاقل 4 شباتر، شابتر للموديل الاولاني يعني، شابتر للموديل الثاني، شابتر للموديل الثالث، وبعد كده شابتر يلم الكلام ده في كله في فريم ورك. قد يكون موديل ده اللي هو كيس الاولانيه، كيس الثانيه، كيس الثالثه، موديل 1، موديل 2، موديل 2، موديل 3، كيس 1، كيس 2، كيس 3، ويعمل ايه كونتكستشواليزيشن ل 3 كيسز. ممكن نبقى نعمل سيمينار ثاني على كيس ستادي ديزاين للانتربريتيف. الابيستمولوجي بتاعته اللي هو الناتشراليزم، اللي هو مؤمن ان الحقيقه انسيبرابل، لازم اكلم الناس واقعد كده معاهم في شغلهم في مكان عملهم واسمع منهم هم بيقولوا ايه، والحقيقه من عندهم والحقيقه من عندي. الاكسيولوجي زي ما احنا قلنا ان هم ايه، سبجكتيف، ما بيؤمنوش بقى خالص بالكوزال لينكج دي خالص، وعندهمش الاندكتيف لوجيك، ده صعب جدا الا العالم بتاعت الجراوند ثيوري، وهنتكلم كمان شويه على الجراوند ثيوري. دول الجراوند ثيوري دول من الفئه اللي بنسميهم الريبلز، اللي هم المتمردين. خلاص، العيال بتوع جراوند ثيوريز دول اللي هم الفئه المتمرده اللي احنا المدرسه بتاعتنا العنيفه اللي هي بتاعه البراجماتكس. الريسيرش بارادايمز، ملخص بقى الجدول ده بقى ايه، ذاكره كده في البيت ده لما تخلص كده. اوكي، ده ملخص لكل الموضوع، البوستيفست والبوست بوستيفست والبراجماتيك والكونستراكشنز. نخش بقى على الميكسد بقى، العيال البراجماتيزميه بقى. عايزين نفهم الاول ان مش اي واحد صايع يبقى صايع، خلاص، مش كل من عمل ايه بقى صايع، لازم بقى نفهم الكلمه دي. ايه بقى العيال دي؟ انا عندي في 3 انواع، عندي ميكسد ميثود، ودول مش صياع، انا ما اديهمش شهاده الصياعه. اوكي، ميكسد ميثودولوجي اديهم كرنيه صياعه نص نص، الميكسد بارادايم اللي هو براجماتيك اديهم ايه، الكرنيه. فمش كل من صاع يبقى صايع، فنتفق على كده. ايه الميكسد ميثود؟ تعال نشوف واحده واحده. الميكسد ميثود زي مثلا تلاقي واحد عامل انتربريتيف، هو ديانتو انتربريتيف بس بيصيع، راح عمل انترفيو عشان يأندرستاند، وراح عمل كوتشينير. طب ما احنا عارفين الكوتشينير بوستيفست، لا ده كوتشينير انت تعرفه، لكن في مصر في كتير جدا بيعملوا كوتشينير انتربريتيف. يعني ايه كوتشينير انتربريتيف؟ ايه يا عم اللخبطه اللي انت، هو يا ابني مش الانتربريتيف ده اللي هو كواليتيف؟ لا ده ضحكوا عليك، والله والله ضحكوا عليك بتوع البوستيفست، يعني البوستيفستيين اللي بيقول لك الكواليتيف انتربريتيف ده بيضحكوا عليك، ده نصب. في انتربريتيف كوانتيتيف، ازاي بقى؟ بروح اعمل بس في الصياعه وحدقتي بقى، رحت سالت الدكاتره الناس تخس ازاي، قال لك اتعشى وتمشى هتخس. فرحت صايع بقى، قلت انا هعمل كوتشينير واسال الناس في الكوتشينير هل اتعشى وتمشى بيخسس ولا لا؟ فقال لك فاستخدمت الكوتشينير كانتربريتيف، بس بعمم النتائج على ناس كتير قوي. فهو انتربريتيف ليه؟ انتربريتيف لانه مؤمن ان الحقيقه موجوده في عقل الناس. اوكي، ومؤمن ان هم ليهم وجهه نظر، وانا كمان باخد اللي انا عايزه، بس هو الكوتشينير هنا عشان افاليديت اللي انا فاهمه، يعني انا فهمت حاجه فعايز اتاكد ان انا فهمت الكلام ده صح. خلي بالك من كلمه فاليديت غير الاكزامين غير البوستيفست. ده فاليديت يعني ايه؟ تلاقي السؤال بتاعهم مختلف عن اللي انتوا بتعلموه في مصر. السؤال بتاعهم فيه شقين، هل ترى ان ذلك يمكن ان يؤثر على ذلك؟ هل ترى ان التفاح ممكن يؤدي الى السعاده؟ هل ترى ان الطريقه دي في الشغل هي افضل طريقه للشغل؟ دايما النظام ده من الكوتشينير بنساله في الابحاث المهنيه وفي الابحاث اللي هي بتاعت الصحافه، اللي هو ايه درجه رضا الناس مثلا على مرشح رئاسي معين او ظروف معينه او كذا. فده بيجي علشان نتاكد ان وجهه النظر دي منتشره في المجتمع.
فده هو ميكسد ميثود لكنه لسه انتربريتيف، فهو مش صايع، هو لازال انتربريتيف بفكره وفلسفته ودينه ومبادئه وتقاليده، وتصميم الكوتشنير بتاعه متصمم ان هو انتربريتيف. تيجي ناس طيبه قوي تيجي تعمل بحث، تيجي تعمل بحث تلاقي ايه، واخد كوتشنير من الانتربريتيف ويوريه المشرف في البوستيفست، وتلاقي المشرف متضايق يقول له يا ابني القرف اللي انت عامله ده، يقول له يا دكتور ما انا جايبه من الليتريتشر، يبقى الراجل قاعد ساعه ايه نهار اسود الليتريتشر ايه ده، ويبقى قاعد مش عارف يعمل ايه، وتلاقي عيني الواد يعمل نفس البحث الكوتشنير ده في البحث البوستيفست ويتخرب بيته في الاخر. لان لازم تفهم ان الكوتشنير اللي بيتعمل الانتربريتيف مختلف جدا جدا، ومن حسن الحظ ان اغلب الكوتشنير بتاعت الانتربريتيف ما بتتنشرش لانها زعبوله ملهاش معنى. اوكي، غالبا بيعملها طلبه الدكتوراه او بيعملها الابحاث اللي فيها شغل من الايه من المهنيه. البوستيفستيين بقى لا، الكوتشنير بتاعهم زي ما انتم عارفين بقى جميل قوي، بيبقى يسال مجموعه اسئله عن التفاحه ومجموعه اسئله عن السعاده، ونلاحظ هل اللي بياكلوا تفاح سعداء ولا لا، هنعمل كوريليشن اناليسيس تحليل علاقات. فالكوتشنير بتاعهم كوتشنير ايه بوستيفست، يجي واحد يعمل انترفيو بوستيفست، ايه ده بقى ازاي انترفيو ازاي بوستيفست، وده برضو شاذ شويه، خلي بالك هنلم الشعار الشواذ دي كلها ونعمل معاهم بقى فريق كويس. ايه ده يعني، يعني يجي يعمل انترفيو بس بنية اختبار علاقات، ايه ده ازاي يعني يعمل انترفيو واختبار، هو برضو بيشوف دماغه بوستيفست يعني ايه، عنده فرضيات من دماغه وراح يختبرها بشكل ايه، بشكل نظريا حيادي. ده اللي وقع في مشكله الولد بتاع جلاسر، وجلاسر لما جه يعمل دكتوراه في امريكا في معقل البوستيفست وعايز يعمل كواليتيتيف، تقريبا ما كانش ليه في الاحصاء فعايز يهرب من الاحصاء، فقال لك اعمل كواليتيتيف في عمل الاشتغاله دي. عايز يعمل ايه ده؟ عايز يروح يختبر بانترفيو، ازاي يا جدع؟ انت عبيط يا ابني، ازاي هتختبر بانترفيو؟ انت عبيط؟ ما هو انترفيو يعني باخد اللي انا عايزه وبسمع اللي انا عايزه والحقيقه موجوده عند دماغ الناس وانا باخد، ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده شغل استعباط ده ولا ايه؟ فتيجي بقى يقول لك لا انا بعمل الجراوند ثيري. ايه بقى الجراوند ثيري ده يعني هتعمل لي ايه يعني؟ قال لك بص بقى، انا بخش واسال على اسئله في حاجات معينه متفرقه وابدا اعمل حاجه اسمها اكشن كودنج. طبعا هي منهجيه كتير ليها فيديو على اليوتيوب انا اشرحه من فتره يعني، بس بديك نقطه منها يعني سناب شوت كده. اوكي، وابدا اعمل اكشن كودنج، علاقات ما بين الاكواد، اللي قال كده بيقول كده واللي قال كده بيقول كده واللي قال كده بيقول كده، اه ده ممكن بقى الفيروس ده بقى موجود في كل حته انا مش عارف، يا نهار اسود. فيبدا يستنبط من الفرضيات. طب هو عنده الليتريتشر؟ لا ما عندوش الليتريتشر. الصياعه دي جراوند ما عندوش الليتريتشر، بس بيستخدم الليتريتشر وهو شغال في الاناليسز، وهو بيفهم بيبص على الليتريتشر كانها تول من تولز التجميع، فهو ماشي كده ماشي قاعد ايه يستنبط ويجيب ويرجع للليتريتشر ويرجع للداتا ويرجع للليتريتشر، بيسموها ايه اتريشنز وميموز، بيعمل ميموز كده عشان يكتب نفس الكلام. فالولد ده الجراوند ثيري ده مدرستنا احنا بقى، بس في عيال بقى بتخلط، تلاقيه داخل هو كوتشنير بوستيفست وراح عمل انترفيو بس هو مش عارف هو بيعمل ايه، خد طعم الجراوند ثيري من غير ما يحس كده، وهو بيكتب الانترفيوهات اصلا مكتوبه بنيه الاختبار الفرضيات والتاكد، وغالبا اللي بيعمل كده بيسقطوه بيشتموه لانه هيقول لك ما فيش منطق اصلا تختبر الفرضيات بشكل ايه انترفيو. فالحل الوحيد ان احنا نعمل الصياعه دي نعمل ايه بقى؟ الحل الوحيد ان احنا نقول ان احنا جراوند ثيري عشان نمشي الموضوع بشكل يكون علمي. اوكي، فانا عندي ميكسد ميثود بس تلاقي عقليته يا انتربريتيف يا بوستيفست، فانا اسف مش هديك الكرنيه لو انت ميكسد ميثود. في ميكسد ميثودولوجي، تلاقيه شغال انت هو انتربريتيف، الامبريلا بتاعته انتربريتيف، فداخل يعمل انترفيو عشان يفهم ويستفهم ويعمل اوبزرفيشن يفهم ويستفهم ويعمل سيرفي وحاطط فيها اوبن اندد كويشنز كتير ويعمل كيس ستادي، يعمل انتربريتيف كيس ستادي. ده كل دي ميثودولوجيز بس ميكسد ما بين الميثودولوجيز دي كلها بشكل انتربريتيف. البوستيفيزم لا، الوضع مختلف. البوستيفيزم هنا هو بيعمل كيس ستادي البوستيفيزم هنا هو عنده هنا ايه كيس ستادي، لا مش كيس ستادي يا ابني انتربريتيف. هنا بقى بدأنا نخش بقى العيال اللي هي ايه بتصيح بقى، العيال صايعه شويه، هو كيس ستادي بس بوستيفيست. اشهر واحد لكده مين؟ عمك كيان. يان ده مشهور جدا ومضحك، تلاقي واحد انتربريتيف ويكتب كيس ستادي ويكتب يان، يا ابني انت عبيط يا ابني، يان بوستيفيست كيس ستادي، انت انتربريتيف، انت محتاج تختار واحد ويلشن مثلا ولا بتاع يناسب اللي انت بتعمله. يعني تحس ان لعبت من بعضها الريسيرش ميثودولوجي سيكشن كده زعبوله كده.
فالبوستفيست كيس ستادي مختلفه. البوستفيست كيس ستادي هو رايح يختبر في كونتكست الكيس ستادي بكنترول فاكتورز، وهو بيختبر بيفهم ويستفهم. فهو شويه ايه بياخد هو طعمه بوستفيست وين بوستفيست، والكتاب بتوعه كلهم بوستفيستيين، لان هو عنده منطق البوستفيست في التفكير، ان هو الحقيقه مش موجوده وانا بحاول ان انا استنبطها من الليتريتشر، فانا عندي فرضيات بتخش بيها على الكيس ستادي، وان الكيس ستادي ديت بفهم الكونتكست عشان اقدر اسيطر على البيئه احسن عشان افهم احسن. كانك بتعمل تجربه في معمل صغير. بس هل يمكن تعميمها؟ اه، هو بيقول لك ين بيحط لنفسه حدود ان احنا ممكن نعمم الكيس ستادي في ظل ظروف معينه. اوكي، البوستيفست بيحط كوتشينير، اه ممكن يعمل كوتشينير كمان، يعني ممكن يعمل كوتشينير ويعمل كيس ستادي ات ذا سيم تايم، او كيس ستادي وجواها كوتشينير. اوكي، بنية اختبار فرضيات. فهو لا زال عقليته بوستيفست، واخبار عقليته انتربريت. ممكن نبقى نعمل حلقه تانية استفاضه في الكيس ستادي، لان الكيس ستادي شويه ايه مش فيها لعب كتير قوي. العيال البراجماتيزم بتوعنا احنا بقى، الشله بتاعتنا بقى ايه بقى؟ العيال البراجماتيزم دول بقى، تلاقيه عنده الانتولوجي بتاعت البوستيفيزم الحقيقه واحده، بس الابستمولوجي بتاعت الانتربريتيف زي مين؟ زي جراوند ثيوري، زي الفينومينولوجي. ايه جراوند ثيوري وفينومينولوجي؟ الجراوند ثيوري ديت زي ما قلت لكم قصته، ان هو ولد اصلا بيعمل دكتوراه في التمريض في امريكا. فانت بتتكلم في تمريض بيور بوستيفيست، وبتتكلم امريكا بيور بوستيفيست، ويجي واحد ما بيفهمش في، مش عايز اقول ما بيفهمش في الاحصاء، لكن غالبا يعني كان عنده ظروف، فكان عايز يشوف الناس. شوف بقى، بص السؤال بقى، بص السؤال الناس بتشوف ايه قبل ما تموت؟ ذكي ذكي. بص بقى، زنقهم ازاي؟ حط لهم سؤال زنقوا نفسهم فيه، ما ينفعش بوستيفست. الناس بتشوف ايه قبل ما تموت؟ يلا يا عم هات لي بقى فرضيات. فضرب ان انا مش هينفع ابقى بوستيفست بالشكل القديم بتاعكم، لكن هو وجهه نظره ان الناس كلها بتشوف نفس الاشياء قبل ما تموت. فالانتولوجي بتاعته ايه؟ سنجلياريتي. بس انا مش هقدر اكلم الناس كلها، ده انا بعمل انترفيو. فبدأ يعمل ايه بقى؟ بدأ يعمل الايه جراوند ثيوري، يسألهم سؤال عام وبعد كده يحلله، بعد كده يبدأ يسأل أسئلة منفصلة، بعد كده يبدأ يحللها، بعد كده يبدأ يجيب علاقات ما بين الأسئلة، بعد كده يربطها بالليتريتشر، وبعد كده يشوف نفسه بالليتريتشر رايح جاي، بالليتريتشر رايح جاي، بالليتريتشر رايح جاي، بالليتريتشر رايح جاي، بالليتريتشر مع الداتا، لحد ما يطلع في الآخر بفريم ورك هم بيشوفوا ايه، وايه العوامل اللي بتأثر على اللي بيشوفوه قبل ما يموتوا. اوكي، فده الجراوند نفسه زي الفينومينولوجي. الفينومينولوجي بتفهم ظاهرة ليه، يعني مش عايز اقول دايما للاسف الفينومينولوجي ده بتعمل حاجات وحشه قوي، بس يعني ايه، يعني من اشهر في دراسه فينومينولوجي كانت معموله قريب في مصر وكانت مدعومه من الامم المتحده، كنت انفولف فيها سام هاو من بعيد. يعني كانت بتتكلم على ليه في ايدز في مصر رغم ان مفيش قله ادب في مصر. اوكي، فهنا فينومينولوجي ما ينفعش تعمل، يقول لك ليه في ايدز؟ احنا مش عارفين، مش هينفع بقى فرضيات واختبارها بالشكل ده. لا، هو عايز يروح يتكلم الناس ويفهم الظاهره من الخبايا بتاعتها. في بحث قريب باذن الله اتنشر، كنا برضه بنعمل فينومينولوجي في ليه زمان يعني في عصر الملك السابق كان الستات في السعوديه بيشتروا كتير قوي اونلاين من امريكا، لبس يعني كده مفتوح كده ومهيص كده. ليه؟ ليه؟ هم قاعدين في مجتمع مفروض. فعملنا فينومينولوجي عشان نفهم الستات دي بتفكر ليه، وهي بتشتري الشراء ده بتعمل التفكير ده بالشكل ده بالظروف ده هي. فده بنفترض ان حقيقه واحده، لكن ما جايبنا للعلم مختلفه، طبيعه المشكله مختلفه. دول اللي هم براجماتيك. ده الهدف منه ايه؟ احنا كنا الهدف في البحث ده كان مدعوم من شركات، مدعوم من شركات اسمها ايه ديت، من شركات معينه يعني، بغض النظر عن الاسماء عشان الحاجات دي ما ينفعش نتكلم فيها. اوكي، من شركات معينه علشان كانوا عايزين يزودوا مبيعاتهم في السعوديه، لان السعوديه سوق كبير. فانت عندك مشكله، اوكي، وعندك الشخص اللي شخص كان فاشن يعني شخص في الديزاين والكلام ده، وعايز يخش سوق معين، فهو مش عارف يخش ازاي، فهو لاقى ظاهره فبيسالنا نعمل ايه. فبنفهم الظاهره بشكل معين عشان نقدر نديله نصايح، فاحنا جايدد جدا بالنصايح. فاحنا استخدمنا الميثودولوجي والمنهجيه بناء على المشكله، وطلعنا في الاخر كونتريبيوشن، وباذن الله بيبر تكون قريبه باذن الله في ابلكيشن باذن الله. انتولوجي، انا ما بعملش بحث اصلا، انا كامجد ما بعملش بحث الا الشركات، يعني انا بطلت البحث اللي انا بعمله عشان انا عامله لنفسي دوت، واللي اشتغلت دي بطلت من زمان. يعني اذا كانش على راي جامعه عندنا، اذا ما كانش فاندد ريسيرش دازنت ميك سنس او دازنت وورث. يعني اي بحث لازم يكون فاندد، يكون شركه عايزه حاجه معينه فبنعمل بحث عشان. انتولوجي اوف انتربريتيف ويز ابيستمولوجي، زي مين كده؟ زي بوستيفست كيس ستادي. تلاقي الانتولوجي بتاعته الحقيقه واقف على الكيس دي، وده بوستيفست، بس ايه، بس هو الراجل بيختبر، فهو قايل الحقيقه حسب الظروف ديت وبيختبر.
زي مين؟ زي السوشيال اكسبيرمنت. السوشيال اكسبيرمنت يجي يعمل تجربه في الشارع معينه، لاقي بنت مثلا راح واقعه في الارض ومعيطه ويشوف الناس تعمل ايه. مش كل الناس هتتصرف نفس التصرفات لاسباب كتير، يبدا هنا ينفستيجيت. فهو بيبدا يقول الحقيقه مختلفه من شخص لشخص والظواهر مختلفه من شخص لشخص، ويبدا يشوف هم ليه بيعملوا كده، ويبدا بالنسبه له يبدا يبني فريم ورك للكلام دوت. اوكي، بعد كده ما بعد كده ممكن يتحول الكلام ده لفرضيات وبحث ابحاث ثانيه تعمله. على راي واحد كان بيقول لنا في جامعه هنا كبيره في اوكسفورد، كنت واخد دبلومه في اوكسفورد من فتره يعني ايام الدكتوراه، كان يقول لك ايه؟ يقول لك احنا، بص بقى الدماغ، احنا نعمل انتربريتيف. بص كان قله ادب طبعا شويه من العنصريه، يقول لك ايه؟ والدول الناميه تروح تختبر فرضياتنا. شوف الدماغ، احنا نصنع العلم والدول الناميه تختبر فرضياتنا. يعني انا افهم الاكسبيرمنت اعملها، انا افهم الظروف واطلع الفرضيات واعمل الظاهره، وايه؟ شوف الاكاديمي اوف مانجمنت كتير جدا منها انتربريتيف، لان هم دول اللي صنعوا العلم. ويجي بقى فلان الفلاني في جامعه مش عارف اسكندريه يقول للمشرف بتاعه له بص بقى البحث ده حلو اعمله. طب انا ممكن اعمل كده؟ لا، انت احنا ما بنعملش الكلام ده. فشويه يعني ايه، في هنا شويه من الدماغ يعني. اوكي، الابدكتيف ابروتش، الابدكتيف ابروتش ده مكسر الدنيا. خلصت، انا خلصت، فاضل 3 دقايق. ممكن ميوت الشخص اللي هيشغل صوته. ايوه، الابدكتيف ابروتش ده جميل جدا، ده مشهور جدا دلوقتي. ايه الابدكتيف ده؟ العيال دول بقى اللي هم الثوره اللي قامت العصر الحديث، يقول لك ايه؟ انا عشان اروح اعمل انترفيوهات بدون ما يكون عندي برسبكتيف، مش هعرف ليه، هسال على ايه؟ لما اروح اقول مثلا الاوضه حلوه او الظروف حلوه، هسال على ايه وهشوف إيه؟ انا مش فاهم، انا تايه. الابدكتيف ده هو الاشهر على الاطلاق في بريطانيا دلوقتي، خاصه العيال الانتربريتيف، هم مش عارفين هم ابدكتيف. المشرفين يقول لهم انتوا ابدكتيف، المشرفين يقول لهم اعملوا كده، هم بيعملوا كده من غير ما يفهموا ان ده ابدكتيف. فالمشرف يقول له، يقول له انا عايز كونسبتشوال فريم ورك قبل ما تروح تجمع الداتا. يعني ايه كونسبتشوال فريم ورك؟ يعني ايه الكونسبتس اللي انت هتبص عليها؟ ايه، مش العلاقات، ايه وجهه النظر اللي انت ليه رايح تجمع الداتا؟ وجمع الداتا بناء على ايه؟ وراح تشوف ايه؟ مش تروح بقى ابيض خالص زي الانتربريتيف بتوع زمان دول. الانتربريتيف بتوع زمان تروح كده تقعد تكلم الناس زعبولة كده وتطلع منهم، انا ساعات بسميه جراوندد، اللي هو بدون ارضيه خالص. لكن الابدكتيف ببني لنفسي كونسبتشوال فريم ورك، يعني ببني نفسي رسمه قبل ما اروح، تبقى هاي ليفل قوي. لو ديتيلد، ما انت خلاص بقى عندك حياديه، ما عندكش حياديه، انت رايح تحكم على صاحبك. فما ينفعش، ما ينفعش تبني علاقات. الكونسبتشوال فريم ورك ما بقاش علاقات بس، بتقول دي البرسبكتيفز اللي هدرسها، عشان لما افهم البرسبكتيف دي هقدر افهم الوضع ده. فانا لما اشوف الواد بيقع انا هركز على الرجلين وحركه المشي، ده البرسبكتيف اللي هدرسه في الموضوع. وانا عندي وجهه نظر ان ده وده ممكن يكون ليه دور، وبالتالي دول اللي انا هدرسهم، مش هختبر العلاقه. خلي بالك الابدكتيف هو زي، هو اندكتيف ديدكتيف ابدكتيف. الديدكتيف اتكلمنا عنه، فرضيات من الليتريتشر واختبار على عينه كبيره. الاندكتيف بروح زي الزعبوله كده اكلم واحد واطلع منه نظريه. الابدكتيف ان انا ايه، ببني رسمه وافهمها واقول انا ليه رايح اشوف الحاجات دي بالذات. انا لما بعمل انترفيو ليه هسال الاسئله دي؟ متوقع ايه؟ هحللها ازاي؟ ساعات حتى بيستخدموا الابدكتيف مع حاجه اسمها كلوزد كودنج. ممكن نبقى بعدين نتكلم على اساليب التحليل الكواليتيتيف. في عندنا الاوبن كودنج اللي هو الانتربريتيف التقليدي، وفي كلوزد كودنج اللي هم الابدكتيف. يبقى عنده كود كده، عنده حاجات مستنيها، مستني كلمه معينه ينور عندها وهو بيتكلم في الانترفيو. اوبا ده قالها، اوبا ده قالها. ففي نقط معينه هو عامل نفسه ايه، فلاش كده تنور لما تيجي. ده الابدكتيف ابروتش، اللي هو الميكس ما بين الاثنين. اخر ناس، وده بقى طلبه الدكتوراه الاذكياء دلوقتي لاسباب سياسيه بيعملوه، بيعمل ايه بقى؟ انا ما اعرفش اللي جاي لي ده ايه. ما هنلعب بقى ونصيع. لو انا جاي لي بوستيفست وانا بوستيفست ممكن يضربني، لو انا جاي لي انتربريتيف وانا انتربريتيف ممكن يضربني. فتلاقي العيال كلها هنا بيعملوا الدكتوراه، يعملوا ايه؟ شابتر بوستيفست وشابتر انتربريتيف. يلا لو جالي بوستيفيست هيضربني في البوستيفيست، نجحت بالانتربريتيف. لو جالي في الانتربريتيف وانا بوستيفيست، نجحت بالبوستيفيست. فتلاقي واحد بادي انتربريتيف، في بيبر هنا جميل قوي بتاعت واحد اسمه فينكاتش، اوكي جميل قوي، اسمها بتاعت واحد اسمه فينكاتش، بيشرح الحاجات دي بالتفصيل. انتربريتيف يفهم ظاهره معينه، اوكي، او بوستيفيست يبتدي بفرضيات واختبارها، او انتربريتيف او بوستيفيست. ممكن انتربريتيف وفي البوستيفيست، وده اشهر العيال كده اللي هم خاصه بتوع البوست بوستيفيزم. البوست بوستيفيزم من المدارس الحديثه قوي، اللي هم الجيل الجديد، الشباب الجداد بيعملوا ايه دلوقتي؟ احنا قلنا البوست بوستيفيست الحقيقه تختلف من قطاع لقطاع. فيقول لك ايه؟ يقول لك بص، اعمل انترفيوهات مع الاكسبرت في القطاع، واعمل انترفيوهات مع الناس العاملين، وابني لنفسك فريم ورك، واعمل له اكسترنال فاليديتي مراجعته مع الليتريتشر، وقوي الفريم ورك الثيوريتيكال فريم ورك اللي هو الفرضيات من الليتريتشر. بعد كده اطلع بيه وحطه على بوست
بوزيتيفيزم اعمله على فرضيات واختبره بكوتشين عالي. تاني كده تاني، يبقى انا بعمل ايه؟ لان الحقيقه مختلفه، فيقول لك اعمل مجموعه انترفيوهات مع القطاع ومع الخبراء ومع الناس شغاله في المجال. بعد كده ذاكر الليترتشر واعمل حاجه اسمها اكسترنال فاليديت، اتاكد ان الكلام ده مظبوط. بعد كده طلع فرضيات واظبطه من الليترتشر كويس وخليه فرضيات محكمه، هات الكونستراكت من الليترتشر عشان تقيسه، وبعد كده اعمل كوتشنير ووزعه عشان تختبر الفرضيات بشكل ايه قوي. وده ابحاث ناجحه جدا، ودي الابحاث دي بتاخد جوائز. خلي بالك المدارس دي بقت دي اللي بتاخد جوائز. انا البحث بتاعي شويه واخد جائزه احسن بحث في العالم في 2016، كان ايه بقى ما شاء الله، انتربريتيف بوزيتيفست، انتربريتيف بوزيتيفست، يعني كسرت تابوهات كتير جدا 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 في العلم. الحمد لله البحث بتاعي طلعنا منه ستاندرد جايد اسمه بنفيت ريلايزيشن مانجمنت ستاندرد جايد، بقى ده الستاندرد في المجال. ليه؟ انا اول حاجه عملتها كسرت الكلام الخبراء، كل اللي بيعملوا المجال الانتربريتيف في الانجليز العشق اتعشى وتمشى، رحت واخد الكلام ده طلعته وعملت له فرضيات واختبرته وكسرته، وبعد كده حللت تاني وطلعته واختبرته. عندي بيبر في جورنال اوف بزنس خدت احسن بيبر، هي كانت جراوند ثيوري، انا استخدمت جراوند ثيوري، واخد احسن بيبر في 2017، كانت قايمه على نفس قصه التكسير. كنت كل اللي بعمله بكسر التابوهات اللي موجوده وابني واحط فرضيات واختبر، اكسر وابني واحط فرضيات واختبر، لحد ما عملت فريم ورك ومودلز. دلوقتي الستاندرد دي بتاعت البنفيت ريلايزيشن مانجمنت منه الحمد لله بقيت عضو، يعني فتح لي كتير قوي، وخدت فند $100,000 من البي ام اي لتطوير العلم ده، لان خلاص نشات فكره جديده وعلم مش جديد لكن يعني برسبكتيف جديد للعلم ده. البوستيفست والانتربريتيف، ان انت داخل بوستيفست وبعد كده تفهم هم ليه النتائج دي، ودي للابحاث الناس الفاشله اللي ايه اللي هم فاكرين نفسهم، يعني بصراحه ما بحبهاش قوي، لان هو بيراضي نفسه، هو بياخد البوستيفست وايه ويعمل شويه انترفيوهات كده مالهاش لازمه عشان يراضي نفسه، وده بيبقى صعب، لان بص انت لازم تكون فاهم البوستيفست هارد فاكت، الانتربريتيف سوفت فاكت. فالبوستيفست لما بيجي بيكسر كل حاجه، الانتربريتيف ضعيف. فالحلو انت بتدي انتربريتيف لان دي فكره جديده وهشه ولسه كده عايزه، فعملتها لها بوستيفست. لكن لو بدات بالبوستيف الانتربريتيف هنا اصلا انت باني بناء على راشنال، فانت جاي تعمل ايه اصلا؟ ما هو انت جاي ببني على راشنال اصلا، يعني انت باني على راشنال من الليتريتشر وفرضيات. الا اذا لو الفرضيات طلعت نتائج عكسيه وعجيبه فانت هتستخدمها عشان تبتدي بحث ثاني انتربريتيف تفهم ليه النتائج عجيبه في الظروف ديت. اوكي، وده ما بشوفش حد بيعمل الحاجات دي، يعني ده ممكن تعملها وباحثين بعدك يعملوا انتربريتيف. في بقى اللي انا عملته اللي هو ايه؟ انتربريتيف، فهمت الخبراء بيقولوا ايه في المجال وعملت فريم ورك ونشرته في بوك شابتر، وبعد كده اختبرته وطلعت كلام كتير جدا فيه مش مظبوط، وبعد كده بنيت فريم ورك وبعد كده اختبرته وبعد كده فريم ورك واختبرته وهكذا. فتيجي تلاقي ايه؟ في انتربريتيف بوستيفيز وبعد كده انتربريتيف. ليه؟ عشان تفهم الانتربريتيف في ايه. ده شبه مين بقى؟ شبه الاكشن ريسيرش. ممكن لما ربنا يسر كده عندنا وقت نتكلم عن الاكشن ريسيرش بالتفصيل. الاكشن ريسيرش بيعمل ايه بقى؟ بيبتدي الاول انتربريتيف، بعد كده بوستيف، كده انتربريت، كده بوست، كده انتربريت، كده بوست، كده انت، ويفضل السايكل دي ماشيه لحد ما يضع علاج للموضوع. انا اللي خلاني القصه ديت كان في واحد اسمه ستيف ايفنز، ممكن تدوروا عليه، هو دلوقتي بروفيسور في اوكسفورد، هو الراجل ده من الناس اللي درست لنا ريسيرش ميثودولوجي لما كنت في كرونفيلد. هو واخد مشروع واحد فند حسب ما اتذكر بالارقام 100 مليون يورو. ليه؟ بيعمل اكشن ريسيرش، وكان واخد معاه حوالي اظن واخد فند مش فاكر الارقام، تقريبا 21 طالب دكتوراه على مستوى 4 جامعات، كرونفيلد ولندن سكول وكامبريدج. كان فند كبير، هتلاقيه على الفيسبوك من زمان كنت حاطط الصوره بتاعته. مشاريع ابحاث كتير جدا، كل دماغه الولد كان عامل اكشن ريسيرش اللي هو ايه؟ يفهم ويختبر، يفهم ويختبر، يفهم ويختبر، ويفهم ويختبر، كلها فريم وركس، كل فهمه واختبار فريم ورك واختبار، فريم ورك واختبار، فريم ورك واختبار وتطبيق. يعني هو بيعمل ايه؟ فريم ورك اختبار تطبيق، اختبار تطبيق، فريم ورك اختبار تطبيق، فريم ورك اختبار، وهكذا. فما شاء الله كان بروفيسور كبير في كامبريدج، ايفنتس ممكن تدوروا عليه وتشوفوا الابحاث بتاعته، ابحاثه طبعا. وفي واحد تاني برضو اسمه تيم باينز، كان معانا في كرونفيلد برضو، هو دلوقتي برضو بروفيسور، عامل حاجه اسمها السيرفيتايزيشن، اخترع علم كده اسمه السيرفيتايزيشن. الناس دي رولهم هتشوفوا ازاي هم اخترعوا علم جديد، يعني عمل حاجه اسمها السيرفيتايزيشن. برضو هو شغال اكشن ريسيرش، من اصحاب الاكشن ريسيرش سكول اللي اتعملت في كرونفيلد لما انا كنت موجود. فالاكشن ريسيرش ممكن يبقى ليها استفاضه في يوم لوحدها، لانها شويه ليها دماغ شويه. في بقى ناس ثانيه بتعمل بوستيف انتربريتيف انتربريتيف، فهو بيطلع من دراسه لدراسه لدراسه، هو عقله بيتغير حسب الظروف. الحمد لله ما طولتش عليكم، الحمد لله، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانا اسف على القحه الكتير ديت.
وبرضه النقطة قبل ما أقفل الكلام عشان أسمع الأسئلة، اللي أنا بقوله قد يكون فيه صح وقد يكون فيه غلط. أنا وقناعتي في الريسيرش ميثودولوجي بالذات إحنا اللي بنصنع العلم، فما فيش في وجهة نظري في العلم بتاعنا حاجة اسمها صح وغلط. أنا بقيت انتربريتيف بقى، أنا انتربريتيفاوي أوي يعني، أنا انتربريتيفاوي قديم. فما فيش حاجة اسمها صح وغلط، مش عشان أنا قريت في كتاب حاجة إن ده بقى كتاب مقدس وبقى صح، أو فلان قال حاجة إن ده بقى مقدس وصح، ده غلط. في منطق يرد على منطق، يعني أمجد كلامه غلط، في منطق أحسن منه، نتعلم من المنطق الأحسن، وأنا عندي منطق أحسن، فأنا برضو بتعلم من المنطق. بقول الكلام ده ليه؟ لأن ناس كتير بتاخد الكلام سواء تقول لك أمجد بيقول غلط أو أمجد بيقول صح، ويبدأ إيه يحارب بعض. مش صح. العلم اللي احنا بنبنيه او اللي انتوا بتبنوه او كلنا بنبنيه قايم على الحجة والمنطق، مش قايم على الاشخاص ولا على الكتاب ولا على الكاتب ولا على مين الكاتب ولا على مين القائل. لازم تتعلم ده A B C research. ممكن نبقى نتكلم بعد كده على critical writing critical analysis A B C في critical analysis skills. اشطب على الاسم، بص على الميثودولوجي، بص على النتائج، بص على المنطق بتاعها. بس اكبر غلط بشوف الباحثين خاصه لما كنت في مصر، تلاقيه بيقول لك ايه ودراسه سعيد محمود بتقول. يا عم انا مال امي بسعيد محمود؟ انا ولا ابن عمتي ولا اعرفه ولا اختي، انا مال يعني؟ انت لما بتقول لي سعيد محمود انا عملت لك انا ايه لما قلت لي سعيد محمود؟ فما تديش قدسيه في كتابتك حتى الاسماء. مين اللي بيعمل كده شويه؟ البوستيفستيين شويه، لان البوستيفستيين المدرسه القديمه اللي قايمه على كل الشيوخ والكلام ده. لكن الانتربريتيفيه يكرهوا جدا جدا جدا. احنا مدرسه الديمقراطيه اللي هي الايه، المدرسه الانتربريتيف. ناس كتير اتكلمت على الموضوع ده، مناهج البحث الأخيرة على الديمقراطية في البلاد. فالانتربريتيف كلنا سواسية في التفكير، كلنا سواسية، مفيش شخص أحسن من شخص أبدا. فمش عايز حد يقول الكلام ده صح أو غلط، طبعا مش بتكلم عليا أنا، بتكلم عامة في الأرجيومنت بتاعت الريسيرش ميثودولوجي. ونركز دايما في كلامنا على المنطق الحلو والمنطق المفيد والمنطق اللي نقدر نبني بيه أفكار تكون كويسة. توكلنا على الله، نبتدي الأسئلة. شكرا جزيلا دكتورنا العزيز الغالي، ربنا يجعله في جنة حسناتك. والله من المحاضرات الشيقة ويعني من أقوى السمرات اللي اتعملت بصراحة، يعني موضوع دسم، موضوع جميل، موضوع مهم جدا لجميع الباحثين. حضرتك بسطته بطريقة سلسة ما شاء الله على حضرتك، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وإن شاء الله نتمنى حضرتك مجموعة وسلسلة من السيمينارات هنتكلم في موضوعات زي الأكشن ريسيرش والموضوعات زي الكيس ستاديوم وغيرها من الموضوعات بإذن الله، نتعلم ونستفيد من حضرتك. الوقت إحنا الجزئية بتاعة الخاصة بالأسئلة، اللي عنده سؤال يتفضل مشكورا أن يفتح المايك هيسأل الدكتور السؤال، وبعد كده نستأذنه بس يقفل المايك بعد الإيه، بعد ما يسأل سؤال. اللي عنده سؤال يتفضل. السلام عليكم. السلام ألو. عليكم السلام. عليكم السلام. شكرا دكتور أيمن على المحاضرة الممتعة دي حضرتك، وأنا متابع لحضرتك من زمان يعني وكده، ربنا يبارك فيك يعني. السؤال بتاعي بس سريعا كده، في الدراسة بتاعتي أنا بعمل دراسة الأوبستكلز، المجموعة من النيو تولز زي مثلا البالانس سكور كارد الـ ABC في كونتكست زي مصر مثلا. لو انا بدات عملت انترفيوهات مع الكونسلتنت على اعتبار ان هم السبلاي سايد للنيو تولز دي، وبعد ما عملت الانترفيوهات عملت كودينج ليها زي جراوند سيرو وكده، وبعد كده خدت الجانب الثاني ان انا عملت تيتشر ريفيو وعملت هايبوثيسز وبدات اختبر. في الحاله دي انا شغال ميكسد ميثود كده، ومع العلم ان انا الانترفيوهات اللي عملتها عدد صغير يعني مثلا يا دوب يا 5 انترفيو بس يعني. في الحالة دي هل دي يعتبر ميكسد ميثود ولا يعتبر مثلا الانترفيوهات دي مجرد اكسبلوراتوري ستادي قبل ما ادخل في موضوع الهايبوثيسز بتاعت التشر ريفيو؟ جميل جميل، ربنا يبارك فيك. بص مبدئيا في قضيتين، اول قضية العدد، هل العدد مهم في الانترفيوهات؟ يتوقف لو انا ما عنديش في مصر كلها 5 خبراء، ساعتها اقول خلاص ده هم دول الناس كلها. وبرده خلي بالك من حاجه، الانتربريتيف احنا ما بنجيبش عينات ممثله، احنا بنجيب 5 معينين عارفينهم بالاسم بالباك جراوند، لان احنا عارفين هنسالهم ليه على ايه، لان احنا لو انت انتربريتيف بجد مؤمن ان الحياه تختلف من واحد لواحد لظروفه وكيان وي 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 وي. اوكي، بس من خبرتي 5 في الرؤيه العامه اللي هم مش جامدين قوي يعني، بتتكلم 5 رؤساء حكموا امريكا مثلا، 5 رؤساء حكموا مصر مثلا، انت فاهم شويه يقول لك ايه يعني كده، انت فهمتني؟ ممكن لو انت الانترفيو طويل قوي، لو قعدت في الانترفيو الواحد
مثلا انا عملت 13 انترفيو مره، 13 انترفيو ونشرتها في بيبر محترمه وكانت كويسه جدا، وعملت بيها شغل كويس الحمد لله. 13 انترفيو، بس كل انترفيو ما كانش مره واحده، كان على ايتريشن زي ما انت بتتكلم جراوند سيري، كان على ايتريشنز وعلى مرات كتير، وكان خبره تقال قوي وعالميين والكلام ده. لكن من خبرتي في تشالنج شويه في القصه، فانا يعني اخاف ان انا اقول لك ان انت براجماتيك وتضر نفسك، لانك ممكن تكون الخمسه اللي انت عملتهم ما عملتش تحليل قوي وعملت فريم ورك قوي. لو عملت فريم ورك قوي وتقدر تدافع عن الفريم ورك ده شيء كويس، تقول الفريم ورك ده از كونتريبيوشن تو نوليدج وانا خدت الفريم ورك ده وعملته، يبقى انت كده براجماتيك. لكن اللي انا اظنه من طريقه كلامك انت بوست بوست بس، اللي هو ايه، خدت خمسه عشان تعمل كونتكست كويس وتظبط نفسك فرضياتك شويه حلوين كويس، بس الاساس اللي غالب النظريه والليتريتشر وبناء عليه عملت عليه الفرضيات. فلو كلام ماشي كده يبقى انت بوست بوستيفيست، لانك صعب ان انت تقول ان الخمسه انترفيوهات تقدر تطلع بيه كونتريبيوشن. لو تقدر دي قصه ثانيه، لكن لو ما تقدرش وغالبا ده يبقى صعب شويه، يبقى ساعتها يبقى احسن ان احنا نقول ان احنا بوست بوستيفيست. تمام دكتور امجد. هو حتى كان صراحه يعني انا كان اصل اتجاه انتربريتيتيف يعني في الاول صراحه، وكان نفسي اشتغل في الريسيرش بتاعي كواليتيتيف، وسافرت صراحه. وانا اصلا بدات الفكره ان انا سافرت ودرست في اش اي سي مونتريال، فاخدت كورس كواليتيتيف وبدات اشتغل على الشغل بتاعي كواليتيتيف. بس لما رجعت مصر صدمت فكره ان انا اشتغل الكواليتيتيف وان انا اعمل انترفيو وان انا اعمل، يعني الموضوع صعب جدا، وان انا اوصل للكونسلتنت اصلا وابدا اساله ويديني يعني باك جراوند كويسه اشتغل عليها، كانت مشكله بالنسبه لي. فانا يعني اكتفيت بالخمسه دي واضطريت ان انا ارجع فعلا اشتغل بوزيتيفيزم واشتغل بالهايبوثيسز، وحولت نفسي من انتربريتيتيف لهايبوثيسز. انا بس الفكره ان انا الخمسه انترفيو ده كافي ان انا اعتبر نفسي ميكسد، ولا اعتبر مثلا الانترفيوهات دي مجرد ان انا اكسبلوراتوري ستادي في البدايه وبعد كده ابدا اعمل جامبنج للهايبوثيسز بتاعتي اللي انا عملتها بعد كده. يعني الفكر بتاعي انا شغال ميكسد كده، ولا اكتيف بالخمسه ده اعتبرهم بس مجرد اكسبلوراتوري ستادي للشغل بتاعي يعني، واكمل بوزيتيفيزم بعد كده. بالظبط، عشان كده انا بقول لك انت غالبا بوست بوزيتيفيزم بالكلام دوت. بوست بس صعب ان خمسه، زي ما حد هنا بيتكلم ياسمين العبره بالساتوريشن، صعب ان من خمسه تقدر يكون عندك كونتريبيوشن تو نوليدج واضح، وصعب من خمسه ان انت تقدر تدي نتائج قويه في البحث بتاعك. فالافضل ان الخمسه دول، يعني انا اظن من اللي انت بتتكلم فيه هو انت بوست بوزيتيفيزم خمسه. يعني حتى بايلوت صديق انا ما اعرفش طبعا انت كتبت قد ايه، يعني انت فاهم لو هو شابتر تاني، هو لو هو شابتر تقدر تدافع عليه وتقول ان هو فعلا في نتائج قويه، دي قصه. انا اظن ان انت بوست بوزيتيفيست بس شاطر شويه، انت فهمتني. تاني لو عندك فريم ورك طلعته اساسا من الداتا، وده صعب من خمسه، بس لو بتعمل انترفيو ساعه 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 صعب جدا 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 يعني انك تعمل منه فريم ورك. لكن لو انت يعني ده صعب، يستحيل اصلا، انا ما اظنش ان هو سهل، لكن ممكن انت تكون مثلا يعني ما اعرفش اللي حصل. لكن غالبا اللي من اللي انت بتتكلم فيه ان انت بوست بوست بس حاولت بس ايه توجه تفكيرك في اتجاه معين علشان تعمل فرضيات بشكل احسن من الليتريتشر. برضو من خبرتي اللي بيحصل ان المشرف بيبقى مثلا بوستيفيست فبيحذف اللي قدامه يكون هو انتربريتيف، فايه يضيع له الانتربريتيف يخليه ملوش معنى عشان يخلي الجزء الكبير بتاع شغله بوستيفيست، الجزء اللي يفهم فيه. تلاقي طالب بوستيفيست تلاقي المشرف بيحاول يزعبطه في البوستيفيست في الكوانتيتيف علشان ايه يخليه يركز على الانتربريتيف. كل مشرف بيبقى ليه برسبكتيف شويه في تحديد الشخص يعني. ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا لحضرتك. بص انا برضو معايا البيانات بتاعتي، انت ممكن تكلمني على الـ على الـ على الفيسبوك او اللينكد ان او اي حاجه، انا هسيب بياناتي في الاخر الايفنت، هسيب تليفوني وهسيب الايميل، ممكن برضو نكمل كلام مفيش مشكله. ربنا يخليك دكتور انجد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور امجد؟ شكرا جزيلا على المحاضره الممتعه والامثله الاكزامبلز الجميله دي. شكرا. بعد اذن حضرتك انا عندي سؤالين. سؤال متعلق برساله الدكتوراه، انا مدرس مساعد في جامعه اسكندريه، وسؤال ثاني خاص بالانتربريتيف وكده. يعني انا طبعا انا قرات في الجزئيه ديت يعني قبل محاضره حضرتك وكده، فبصراحه يعني قرات اراء بتقول ان الانتربريتيف على الرغم ان انا شايف ان هو ممتع بصراحه لان شخصيه الباحث بتظهر فيه اكتر، ولكن في اللي بيقول في النشر العلمي بيكون فيه صعوبه وكده في نشر الانتربريتيف، لان
لان يعني ايه اللي يضمن مثلا للجورنال او الاشخاص اللي هم المحكمين ان النتائج او وانا بكتب الريزلتس وكده يعني ايه ما خضعتش تحت اهواء شخصيه او فسرتها بمزاجي او يعني انا قريت حاجه زي كده تمام. فانا عايز يعني ايه افهم من حضرتك مدى صحه الجزئيه دي، فلو حضرتك تتفضل يعني تجاوبني على ديت وان شاء الله هسال لحضرتك. طيب بص يا سيدي، اول حاجه اللي انت بتتكلم في دوت ده الشائع للاسف في مصر بالذات عن وجهه نظر الانتربريتيف. ثاني، هو مش وظيفه الانتربريتيف ان هو يحكم وبالتالي اقول اللي انا عايزه. خلي بالك الانتربريتيف ده اقول اللي انا عايزه، يعني ما فيش مشكله اقول اللي انا عايزه، يعني برضو ننسى قصه الايفيدنس، انا اللي انا عايزه هقوله اوكي، بس هل اللي بقوله مفيد ولا مش مفيد؟ خلي بالك من الكلام بقى. البوستيفيست النية منهم هو اختبار فرضيات محددة قوية، فعايزين الاوبجكتيفيتي. تمام. الانتربريتيف هو برضو هنا في تحدي شوية، انت لما هتتكلم هتبان، فلما هتكتب هيبان انت مين وافكارك فيها ايه وافكارك. على فكرة اكتر بيبرز بتتشهر في العالم هي الانتربريتيف، بس اللي بيكتبها عنده خبرة وعنده رؤية وهو بيتكلم بيعمل انترفيوهات مظبوطة وبيقدر يفسر ويحلل الكلام صح. خلي بالك رأي كان بروفيسور تمام أعرفه يعني قوي جدا جدا وراجل ما شاء الله من العلماء الكبار، قال لي كلمة جميلة جدا أيام تمام الدكتوراه بتاعتي. قال لي إيه؟ قال لي يعني ممكن أنت اللي بتقول ده كله هبل. تمام قلت له آه. قال لي أنا أعرف إن أنت اللي بتقول ده مفيد يعني. قلت له طب بعدين الوكسة اللي إحنا فيها، مش أنت يا ابني اللي قلت لي أعمل انتربريتيف إيه العالم الغبية دي؟ قال لي لا انا عايز تعمل لي تول، ده اللي احنا بقى كنا المفروض نتكلم عليه ممكن في الاكشن ريسيرش، تعمل لي تول وتابلاي التول وتعمل لي فاليديشن وفيريفيكيشن على التول. ايه ده بقى؟ شوف بص ده مالناش دعوه بعالم البوستيفستين بقى، ايه الفاليديشن وفيريفيكيشن؟ ان انا بقعد مع الخبراء واقول لهم دي وجهه نظر يا جدعان، بغض النظر بقى جبت وجهه النظر دي منين؟ يقول لك اه والله انت تخيل الكلام ده ميك سنس، الله ده انا استفدت، لا 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 ده انا الموضوع ده انا استفدت منه كتير قوي، ده انا اتعلمت الموضوع ده كتير. تعمل فيريفيكيشن بقى، تطبق التول، لان احنا بنطلع حاجه مفيده للناس فبنديهم تول، غالبا التول ده بيبقى حاجه زي الماتيوريتي. انا كنت عامل محاضره قبل كده ممكن تشوفها على اليوتيوب عن الاستشارات والبحث العلمي، ازاي تبقى الاستشارات جزء من البحث العلمي يعني. فاحنا بنبيع تولز يعني، كرام فيلد دي جامعه كلها قايمه مكسبها البيزنس بيجي لها كله من بيع التولز دي، وانا كسبت، انا كسبت حوالي 8000 باوند من بيع التولز بتاعتي. بروح الشركه اعمل ميجرمنت، بقيس درجات الماتيوريتي على ليفلز معينه وبديهم ريبورت، ريبورت ذا بيت، وهما يردوا عليا يقول لي الريبورت ده رايهم ايه في الريبورت ده. لو اقول له الريبورت ده فعلا يعني بيقولوا هيت دانيال جاب ضرب على المسمار جاب الفكره صح، خلاص كده يبقى انا كده بتكلم على بحث كويس. فهم بيبصوا على الفاليديشن وفيريفيكيشن. لو انت عملت انتربريتيف من غير فاليديشن وفيريفيكيشن هنا نختلف. الانتربريتيف القدام يقول لك اعمل لي اكسترنال فاليديشن، يعني ايه؟ راجع لي مع الليتريتشر واعمل ديسكشن قوي عشان توريني انت ازاي مختلف ومتفق عشان توديني مصداقيه الكلام دوت. ممكن تظهر انترودكشن بس يا دكتور يعني بعد اذن حضرتك؟ ممكن انا يعني مثلا دلوقتي في وضع كورونا وكده والابحاث وكده، انا بصراحه شايف يعني الانتربريتيف ده هو مهم جدا، مثلا خصوصا مثلا في ناس كتيره بتنشر بوستات على الفيسبوك مثلا، في اخبار كتيره، فانا ممكن اشتغل كونتنت اناليسيس. فانا مثلا لو اشتغلت كونتنت اناليسيس ومثلا في الكونتنت اناليسيس مثلا اخترت ثيمز معينه او كي ووردز مثلا هبدا ان انا ابحث عليها في المواقع مثلا خاصه بموضوع معين، وبدات الكي ووردز ديت اعتمدت عليها مثلا من خلال ابحاث، قرات ابحاث فلقيت الكي ووردز ديت اكتر كلمات مثلا بتستخدم في المجال الفلاني، مثلا لو بتكلم مثلا على التوريزم كرايزيس مثلا او كده كتخصصي، وبدات بعد كده مثلا عملت لها اختبار فاليديتي وريليابيليتي حتى لو انا هدخل على الموقع اكتر من مره عشان اشوف مدى ثبات فهمي في كل مره بدخلها، وحتى لو احنا مثلا 5 باحثين مع بعض او 3 باحثين ببدا ان انا امرر المعلومه على كل باحث فينا، يعني اقول له مثلا ادخل على الموقع ده شوف انا كلامي يعني انا فهمت صح ولا لا، وبعد كده وصلت الريزلتس، وبعد الريزلتس وصلت الامبليكيشنز. ولكن في مضمون البحث هو هيكون محتوى على انترودكشن بس، يعني ايه بتعرف اهميه الموضوع وبتعرف مثلا يعني اسئله الموضوع وكده. ولكن انا في اللي هو الليتريتشر ريفيو، انا يعني انا شايف بصراحه ان لا قيمه للليتريتشر، يعني وانا هستخدمها في ايه؟ يعني انا ولا هعرض نتائج ولا ان انا يعني هبدا ان انا اتفق مع نتائج. انا بذكر الوضع
وبنقل وضع حالي قد يستخدم فيما بعد في أزمات تانية، أو قد إن هو إيه يستخدم إن هو يتحط بيه مثلا كونستراكتس، أو يتفهم بيه مثلا جزئيات معينة داخل الكرايزيس مانجمنت، فممكن أبني بيها حاجات بعد كده. فأنا مش عارف برضو هل الجزئية ديت أنا يعني كده صحيحة وفهم صحيح فيها، ولا أنا محتاج مثلا أقرأ فيها أكتر أفهم فيها أكتر، فمش عارف. فبعد إذن حضرتك انا ممكن أقرأ. اظن ان في ميس اندرستاندينج. بص، لما انا بقول لك خش الاوضه ديت وقولي رايك فيها ايه، اول حاجه تسالني تقول لي قصدك ايه برايك. فانا بحب الابدكتيف شويه، ان انت لما تروح تبقى عارف انت رايح تشوف ايه بناء على ايه عشان تحلل ايه. فحلو تمام. ان انت تكون ابدكتيف، حلو تكون اكسبلوراتوري زعبور، لو خلاص نشوف ايه اللي بيحصل يلا يا جدعان كده، بس ده تو ماتش مع الهيوج داتا وداتا لا لا مايننج. انا محدد يا دكتور، يعني انا محدد ايوه، اهداف تو فانت كوتشر. حددت بناء على ايه؟ ايوه حددت بناء على الليتريتشر، صح؟ فهو الليتريتشر ان ما ده كنت هتلاقي فيه في فيديو تاني انا عامله اسمه الليتريتشر ريفيو في مناهج البحث. في الليتريتشر حسب نيه الليتريتشر اللي انت تكتبها، نيه الليتريتشر ايه؟ في نيه ان النولج جاب، في نيه ان تبني فريم ورك، اوكي؟ بس اللي انت بتتكلم فيه ده، انا لو انا مكانك افضل ان انا طبعا انتربريتيف. انا اللي انت بتتكلم فيه ده براجماتيك اني واي، لانك انت بتستخدم دلوقتي المذهبين، المذهب الانتربريتيف والبوزيتيفست ات ذا سيم تايم، اوكي؟ وانا افضل لو انا مكانك اشتغل ابدكتيف، ان انا يبقى عندي مش فرضيات بس ايه ابعاد اقدر امسكها كويس عشان اقدر ادور عليها، وبعد كده اعمل تكست اناليسيس او كونتنت اناليسيس، واشوف اعمل ايه سيمز، اعمل ريليشن شيب او كي وورد اناليسيس ما بين الكي ووردز وبعضها عشان اقدر افهم اللي بيفكر كده بيفكر كده. وهو ده دلوقتي مذهب مشهور جدا، وده حاجه يعني اللي انت بتقول ده كلام جميل جدا كويس، بس اللي ما عجبتنيش بس ان انت تقول انا ديسكارد الليتريتشر خالص. لا، انت ما تقدرش ديسكارد الليتريتشر، انت بتستخدم الليتريتشر عشان تبني المجسات اللي انا هتستخدمها. بتكلم يا دكتور على ان انا يعني اظهرها في البحث، يعني بتكلم على اظهارها في البحث نفسه. ولكن انا طبعا يعني قبل ما اعمل حاجه انا لازم اكون عندي باك جراوند علميه في الجزئيه دي بالظبط. كثيمز وكي ووردز وكده. فعشان ما اطولش برضو بعد اذن حضرتك، يعني السؤال الاخر هو برضو متعلق بالموضوع وكده. يعني انا مثلا في الدكتوراه بدرس مثلا حاجه يعني ايه جزئيه خاصه بالفاكتورز افكتنج ذا بيزنس بيرفورمانس وكده. انت بوستفست خالص، خلي بالك. لا انا بحب على فكره الجزء اللي هو الفيل فيلوسوفي، يعني ايه بحس ان انا بلاقي نفسي اما بكتب باسلوب، يعني بصراحه ايه يعني بحس ان هو الكودينج والكلام ده بيقيد العقل، يعني فمش عارف يعني انا بحس بكده بصراحه. فطبعا ايه في الفاكتورز افكتنج وكده، فانا يعني معتمد على جزئيتين، جزء بوزيتيفيزم اللي هو خاص بالكوتشينير وكده، ان انا اقيس كونستراكتس تمام، واشوف العلاقات والريجريشن والكوريليشن والكلام ده كله تمام، ولو سموا مودريشن رول والكلام ده. ولكن انا قلت ايه ان انا هاجي بعد نهايه النتائج هعمل فوكس جروب تمام لعدد من الخبراء في نفس المجال بنفس الـ يعني الليفل اوف مانجمنت اللي انا سالتهم في الكويتشنير، ولكن هيكون يعني باستفاضه، وهيكون في جزء من الفوكس جروب عن الريزلت بتاعت الدراسه نفسها، يعني هناقشه في الريزلت وهناقشه في الكوتشنير نفسه يعني في مضمونه، وهحط طبعا يعني اسئله محدده واسئله برضو مفتوحه في الفوكس جروب لتاكيد النتائج والوصول الى اريا اخرى للفيوتشر ريسيرش. فهل ده يعني دي اسمها طريقة ايه علميا، يعني برضه عشان اكون عارف وانا بكتب، وهل دي طريقة كويسة ولا ممكن يعني تتحسن بطريقة افضل، خصوصا ان انا لسه يعني ايه يعني في بداية او في نص المشوار مثلا او. فبعد اذن حضرتك الجزئية. بص، هو انت القضيه اللي انت بتتكلم فيها دي في الكواليتي اوف يور ريسيرش، اوكي؟ يعني انت ما غيرتش المنهجيه، انت لازلت بوستيفست، انت بتتكلم على فاكتور، وفاكتور دي كلمه اصلا ما يقولهاش مبدئيا، يعني هي بوستيفستيه قوي. فاكتور بتاثر على السكسس، هي بص كده اللغه كده اللي هو لا اله الا الله، انت فاهم، ما تجيش غير مسلم خلاص، هي بوستيفست. فاي حاجه بالسبورت هو انت تحت البوستيفست، لكن انت ايه بتجود البوستيفست بتاعك، بتعلي، بيسموها روبوستنس اوف اناليسيس، يعني انت بتخلي كده ليه طعم للشغل بتاعك. فانت تمام. بتتكلم بوستيفست وبتعمل بايوت ستادي، علشان انا وجهه نظري اللي انت بتعمله هنا بتسميه بتعمل فاليديشن للريزلت. هو شويه هيبقى ناس مستنكره كلمه فاليديشن ديت، لان هو غالبا الاكزامينشن ما بيجيش معاه فاليديشن، لان الاكزامينشن اقوى من الفاليديشن. فاليديشن يعني ايه؟ زي ما انت بتتكلم بعمل فوكس جروب وبكلم الناس، لكن انت ممكن تعمل فاليديشن بنيه ان انت تو ديفلوب فيوتشر هايبوثيسز، فيوتشر ريسيرش. تمام. فهمتني؟ يعني انت عشان تطلع بقى ايه، يعني افرض قال لك الكلام ده مش منطقي، هنعيط بقى ولا هنعمل ايه؟ ما خلاص، كمان انا جبت اكزامينشن، يبقى في مشكله جامده جدا 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 الناس دايما بتقع فيها،
اقول لك ايه اه اللي ما عندهمش خبره في الانتربريتيف بيقول لك ايه، الابحاث العلميه في امريكا بتقول وانا درست على 200 وبتقول رايكم انتوا ايه بقى؟ يقول لك يا ابني ما انا هقول ايه، ما انت خلاص انت كلامك جامد قوي يا جدع خلاص هيسقفوا لك خلاص فهمتني. فمش صح جدا في الفوكس جروب ان انا بص دايما يعني يا دكتور تمشي فيوتشر ريسيرش. ايوه حضرتك خلي بالك، وحتى وانت بتعمل بايلوت خلي بالك او بتعمل فوكس جروب خلي بالك، لان الهارد فاكت اقوى من مليون مره من السوفت فاكت. فانت ممكن تديهم الهارد فاكت اللي هو النتائج بتاعتك، تقول لهم علقوا على الكلام ويبدا بقى تعليقهم يجي على الكلام ده، بس ده قوته العلميه شويه ايه حسب بقى تعليقهم هيبقى عجيب مفيد زعبوله. فده كل ده وانت بوستفست، لكن بتجود البوستفست بتاعتك علشان تعمل فيوتشر ريسيرش كويس عشان تبقى عندك امبليكيشن كويس. تمام، ربنا يخليك يا دكتور، متشكر على يعني معلومات حضرتك القيمة، وإن شاء الله تتكرر في السيمينارات الأخرى إن شاء الله. ربنا أشوف يبارك حضرتك فيك. كتير بإذن الله. شكرا. ربنا يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة. بس أنا كان عندي 3 أسئلة لو سمحت، لو في مجال تجاوبني عليهم. انت قلت في البدايه ان في فرق بين دراسه الحاله والكوشنير، يعني من اي ناحيه في اختلاف؟ سؤال ثاني، انا لسه جديده في الاطار المفاهيمي، ف يعني وانا بحثي حيكون يعني ميكس ميثود. في الاطار المفاهيمي حاسه ان انا لما باجي اكتب انا مش عارفه ايش اكتب، فلو في مجال انك مثلا تقول لي ايش المراحل اللي مثلا انا ابدا فيها، هل ابدا في الاطار النظري بعدين المفاهيمي، او ابدا بالاطار المفاهيمي بعدين النظري؟ طب بالاطار المفاهيمي ايش المفروض الخطوات اللي انا اكتبها في الاطار النظري في الاطار المفاهيمي؟ لاني صراحه يعني انا حاسه ان انا عايمه، فلو في مجال يعني انك توضح لي هذه النقطه. او انا بنسى، خليني اسالك السؤال عشان بنسى. اول سؤال حضرتك كنت بتقول لي معلش، اول سؤال تاني كده. السؤال الاول انت تكلمت ان في الميثودولوجي في دراسه حاله وفي كوشنير. انا بحثي اساسا مكتوب دراسه حاله وانا بعمل كوشنير، فانا حسيت ان انت وانت بتقول انهم منهجيتين مختلفتين، فعشان كده حسيت ان في عندي كونفيوز. ما هو بالظبط هو اللي حضرتك بتعمليه بوستفيست ريسيرش، باين جدا من طريق كلامك كلها بوستفيست جدا، اللي هو انت قايمه على فرضيات واختبارها، بس انت بوست بوستفيست. فالبوست بوستفيست ما اتفقنا هم بيعتبروا كل قطاع حاجه مختلفه. كلمه حاله معناها الرياليتي يختلف من حاله لحاله، اوكي؟ فدراسه حاله يعني ليها الرياليتي بتاعتها، فحاله من حاله الرياليتي تختلف من مكان لمكان. فحضرتك عامله بوست بوستفيست، ابتديتي بالحاله اللي هي قطاع وبتتعملي بيه كوتشينير عشان تتستي او تختبري الاطار النظري اللي حضرتك عاملاه، اوكي؟ فاللي احنا بنتكلم بقى الكيس ستادي اللي انا بتكلم عليه مختلفه، اللي هو ايه بقى؟ شركه واحده صغيره او مجموعه اشخاص فيهم مثلهم حد قريب مثلا، او مثلا اسمه ايه دوت، هي غالبا بتمشي في شركات، شركه معينه قسم معين، اوكي؟ السؤال الثاني كان الاطار النظري والاطار المفهومي المفاهيمي الإطار المفاهيمي. أوكي. الإطار النظري غير الإطار المفاهيمي خالص، لأن الـ conceptual framework اللي هو الإطار المفاهيمي هو الهدف منه إن أنا أطلع المفاهيم اللي أنا هدرسها. ده اللي غالباً بيعملوه العالم بتوع مين؟ الqualitative أو الinterpretive، علشان يقدروا يعملوا منهجية أي مع المفاهيم دي اللي احنا قلنا شبه الابدكتف، فبيعمل رسمة خفيفة بعيدة واسعة كده بحيث يقول دي الحاجات اللي انا هفكر فيها، هبص عليها، هكلم عليها، علشان لما ابص على الحاجات دي هفهم الموضوع بشكل احسن. او ده البرسبكتف في فهم النظرية، ان انا هستخدم مثلا الانستيتيوشنال ثيوري، فالكلمات دي اللي ههتم بيها وادور عليها، اوكي؟ ده اللي هو باخد ايه، ده الكونسبتشوال فريم ورك. ده غير الثيوريتيكال فريم ورك اللي هو الهدف منه ان انا ابني الفرضيات. انا حاسس ان في ميس اندرستاندينج، حضرتك ممكن تكون بتتكلم على الثيوريتيكال فريم ورك وعلى الليتريتشر ريفيو الدراسات السابقه. الدراسات السابقه لو الشابتر بتاع الدراسات السابقه ده بينتهي بالنوليدج جاب اللي هو ايه الفجوه العلميه، فبتكلم بقول ايه الحاجات اللي موجوده في الليتريتشر عامه في الظاهره ديت او في المشكله ديت، اوكي؟ وواحد اكسر اشتم 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 اقعد اشتم بس، يعني الهدف في الليتريتشر ريفيو هو الشتيمه فقط، اشتم وخلاص، اقعد اشتم في الخلق كلها ليه؟ عشان اطلع في الاخر انا الوحيد اللي بعمل الموضوع ده. لو اثنيت على حد اخلي بالي جدا انا بثني عليه، لان ده كريتيكال رايتنج. باذن الله نعمل محاضره مختلفه عن كريتيكال رايتنج في الليتريتشر، واللي بثني عليه اخلي بالي، لان انا بثني عليه معناه ان هو حلو، معناه ان هو هيضيع مكاني.
فاللي بثني عليه احطه على جنب عشان استخدمه بعد كده في ثيوريتيكال فريم ورك علشان ابني بيه الفرضيات بتاعتي. فانا مثلا بقول دراسه كذا فيها عيب، دراسه كذا فيها عيب، دراسه كذا فيها عيب، المفهوم طبعا في الـ في الـ في الـ في الليتريتشر ريفيو. وانا بشتم بثبت حاجات اللي هي التعريفات اللي هي المفاهيم الرئيسيه في البحث بتاعي، التعريفات. يبقى الليتريتشر ريفيو ليه كام هدف؟ هدفين، الهدف الاولاني النوليدج جاب، الهدف الثاني التعريفات المفاهيم الرئيسيه. الثيوريتيكال فريم ورك كل اللي انا اسند عليهم بقى، وكل التعريفات اللي عجبتني استخدمها بقى في الثيوريتيكال فريم ورك عشان ابني فرضيات. غالبا بناء الفرضيات مبني على نظريات، فمحتاج ان انا ادي ريفيو على النظريات واقول انه نظريات هستخدمها عشان اقدر ابني العلاقات ما بين المفاهيم. فهماني حضرتك؟ فهمت عليك. طب انا لما باجي اكتب مثلا الشابتر تبع الاطار المفاهيمي الانتربريتيف هذا، يعني انا بايش ابدا، بايش ابدا اكتب؟ هل ابدا يعني هل ابدا اعمل تعريفات مثلا، ادخل مثلا التعريفات اللي انا طلعتها من الدراسات السابقه ابدا يعني اعملها واعرفها يعني بطريقه معينه، او ادخل على الرسمه على طول؟ انا وجهه نظري في الكونسبشن فريم ورك تعملي ايه بالظبط كده؟ تبتدي الاول من تحت لفوق في الكونسبشن، تقعدي كده ترسمي رسمه عبيطه، خلينا نقول، او خلينا نقول بقى الاسلوب المظبوط، انا مش هعمل الكونسبشن فريم ورك الا لما احط الكويشن والايم والاوبجكتيفز. احط الكويشن والايم والاوبجكتيفز لو انا شغال انتربريتيف. اوكي انا ما بتكلمش على بوستيفست دلوقتي، بتكلم على انتربريتيف بس، يعني بتوع البوستيفست يناموا شويه، بتكلم على انتربريتيف. تدي كويشن وايم والاوبجكتيف، واخد الكويشن والايم والاوبجكتيف دول وافنطهم واخد الكي ووردز بتاعتهم. بعد كده اخد الكي ووردز من الكويشن والايم والاوبجكتيفز، واخد كده الكي ووردز مع بعض كده اهوت، واحاول اعمل لها رسمه، وابتدي الرسمه ديت اعمل عليها الكونسبتشوال. وانا بعمل الكونسبتشوال ممكن يتحسن الرسمه، بس خلي بالك لان الرسمه لو بقت مفصله جامد حذفت نفسك، بقيت بايس، مش هتعرف تعمل كواليتيف ريسيرش. لازم تكون رسمه هاي ليفل ورسمه ماسكه برسبكتيف. اوكي يعني مثلا بتقولي ايه؟ مثلا انا طبعا انا عندي كويشن واحد، عشان في ناس عندها مس اندرستاند البحث، دي سؤال واحد ام واحد اربع اوبجكتيفز، لو اكتر من سؤال خطر، لو اكتر من ام خطر، عندي اربع اوبجكتيف. اوكي انا ممكن ابقى اتكلم بعدين على الكلام ده، لان في خطوره جامده جدا وجود الاسئله كتير، لان الاسئله معناها نوليدج جاب، ودي قصه هنتكلم بعدها بعدين يعني. لكن انت بتشوفي الكويشن، بتشوفي الايم، بتشوفي الاوبجكتيفز، وتبداي تطلعي كي ووردز. الانتربريتيف ريسيرش بروبلم ويل ديفايند از هاف سولفد، عرفتي المشكله صح، المشكله نصها اتحل، الكونسبتشوال فريم ورك اترسم، حملاه اغذيه، ابتدي الداتا على طول. فهمتيني حضرتك كده؟ فهو يجي من الكويشن والايم والاوبجكتيف، وده اهم حاجه، ده اصعب حاجه في الانتربريتيف باي ذا واي. يعني اصعب حاجه في الانتربريتيف هو الكويشن والايم والاوبجكتيف، اللي يعمله صح صح الدكتور بتاعته خلصت في سنه. هو انت كلامك صح، بس يعني انا الان كميكس ميثود انا عندي اربع اسئله وعندي اربع اوبجكتيف، يعني ثلاثه هعملهم. بصي يا ماما انت كده دخلتي في مشكله ثانيه خالص، اربع اسئله ديت انا ما اظنش ان ده بحث هيكون كويس مبدئيا. ده كده بقى انسى موضوع ميكسد وبراجماتيك وانتربريتيف وبوستيفست. يعني انا خبرتي اربع اسئله دي، انت اولا انا اظن اربع اسئله دول هم اربع اوبجكتيف، فانت عندك 8 اوبجكتيف، لان اللي بيقول كده ده غالبا السؤال بيبقى صغير قوي ومحدود قوي وفي نقطه معينه قوي، واللي هي اصلها اوبجكتيف. ففي فرق بين الكويتشن والاوبجكتيف. الكويتشن بيادريس نوليدج جاب هاي ليفل وبيكونتريبيوت تو ثيري على مستوى عالي قوي. الاوبجكتيف بنفصل اول، خلينا ده الكويتشن، بعد كده الايم ان انا بقول فريم ورك علشان افهم ظاهره معينه عشان احل مشكله معينه تو كذا. تيجي الاوبجكتيف تفصل لي ازاي احقق الايم والكويتشن. اوكي ففي ستراكشر للكلام، لكن قصه ان انا بقول اربعه كويتشن اربعه اوبجكتيف ده اصلا خطر ان انت تبتدي اصلا تعملي ميثودولوجي من دلوقتي. يعني انا في وجهه نظري برضو، خلي بالك كلامي زعبول لما ملوش معنى، اوكي ده وجهه نظر شخصيه، انا شايف انت بتمر بخطوره دلوقتي ان انت بتقولي ان انا عندي اربعه كويتشن واربعه اوبجكتيفز، تبتدي في الميثودولوجي. ما تبتديش في الميثودولوجي دلوقتي خالص، اقعدي كده حطي كويتشن واحد، تدي بواي لو انت تشغلي انتربريتيف، تدي بواي او هاو. اوكي وحطي ايم تو ديفلوب ا فريم ورك، وابداي اشوف الفريم ورك، ودايما وانت حاطه الفريم ورك حطي برسبكتيف انستتيوشنال اكتيف نتورك ايجنسي، يعني حطي ايه برسبكتيف في الايم عشان يساعدك في الاوبجكتيف. الاوبجكتيف يعني ايه؟ خلينا بقى بسرعه كده عشان الناس ما تطولش مني. لو انا اوبجكتيف على انتربريتيف، عندي تو ديفلوب ا موديل تو، طب بالراحه كده مع بعض. هو العلم عباره عن ايه من تحت لفوق كده؟ اوكي ايتمز، تعمل لي كونستراكتس، تعمل لي موديل، يعمل لي موديل، يعمل لي بروسيس، يعمل لي ثيري. اوكي فانت عندك ايه؟ انا عندي تو ايدنتيفاي، تو تاكسونومايز، اقسمه عشان اعمل منه كونستراكتس، تو ايدنتيفاي، تو تاكسونومايز، تو موديل،
to a process, to develop a tool, the tool to investigate, to explore, to understand, to analyze, to determine. Okay, فدي التوهات اللي هي بتاعت الايه الانتربريتيف. دي شكل التوهات بتاعتنا 10 توهات. اوكي ال10 توهات دي تستخدميها تقدر تطلع بيها ايه اوبشنز. انا بقى ما مذاكرني بعمل اكل بس يعني ايه ملخص ان انا عارف ان انا هطلع والناس ممكن تزعل مني فانا بحاول ان انا يعني ايه أقلم. على فكره انا شرحت الكلام ده كله في فيديو في كويتشن والايم والاوبجكتيف هتلاقيه على اليوتيوب شرح ازاي كويتشن وازاي اتعمل الكويتشن بالظبط وازاي الكويتشن يحدفك على الميثودولوجي. يعني انا بحط وات ضربت البتنجان مش هاخد دكتوراه اصلا حطيت كويتشن وات مش هاخد دكتوراه خلاص ضاعت مني الدكتوراه. الكوات دي اقصى ما انا بتكلم على الانتربريتيف اقصى حاجه في حياتي او الميكس طبعا اقصى حاجه في حياتي كونفرنس بيبر انا لازم احط يا واي يا هاو ما ينفعش اعمل حاجه غير كده. لو انا حطيت وات مش هتيجي اوكي وواي هتعمل لي مشكله لان الواي هتحدفني للبوزيتيفست غالبا لكن هاو هي اللي تحطني في الامان ان انا انتربريتيف او ميكس. اوكي جزاك الله خير. طب اخر سؤال عشان ما اطولش عشان في ناس بي كمان حابين يسالوا. اذا انا مثلا عندي متغير تابع متغير بوستفيست شفتي ما بقول لحضرتك بوستفيست من اول مش مصدقاني لا لا انا 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 عندي انا يعني انا الان وانت بتتكلم انا في هم فرع انا عندي ثلاث اسئله انا عندي ثلاث اسئله بوستيف كمي واحد كولي فيعني انا ماشي طبيعي يعني فجزاك الله خيرك وضحت لي هذا الموضوع. طيب في الاطار النظري اذا انا ما لقيتش نظريه يعني كان ادعم فيها هو قال اهم شيء انه يكون المتغير التابع عنده نظريه لكن المتغير نسيت اسمه يا الله المستقل مش مهم يكون له نظريه هل هذا الكلام صحيح واذا انا مثلا ما لقيت له نظريه ايش ممكن اعمل؟ جزاك الله هي في انا فاهم ان حضرتك بتقولي انا تعودت عليه شفت للاسف الناس فاكره النظريه هو فريم ورك. النظريه مش فريم ورك. الفريم ورك اللي هو الايه اللي هي ان في حد عمل رسمه قبل كده لا فيجي يقول لك ايه يجي يقول لك شوف رسومات قبل كده وخد منها كونستراكت وحط منها كونستراكت اوكي لا النظريه بالبلدي معناها وجهه نظر اوكي ليه بتقولي ان ده باسرع ده فوجهات النظر ترجع لحاجه اسمها النظريه ففي نظريات تحدفني بغصب عن الانتربريتيف وفي نظريات تحدفني غصب عن البوستيفست. العالم الصايع اللي بتفكر بقى بتعرف تعمل كونتريبيوشن قوي هو اللي بيقدر ياخد النظريات الانتربريتيف ويحطها في الكونتكست البوستيفست ده بيبقى كونتريبيوشن قوي. لكن لو خدت نظريه طبعها بوستيفست واختبرت بوستيفست وناس كتير عملت لها كوتشينات كتير واختبرت كتير وحللت كتير وهي تعمليها ريبليكيشن بس انا شلت الكلمه دي حطيت الكلمه دي مالهاش معنى. فالفكره في ايه لازم وانت عندك هيبقى عندك مشكله في الرساله بتاعتك الكبيره شويه بتكلم في حاجات كتير انا ما اعرفش طبعا ما شفتش لكن متخيل يعني حلو ان انا اعمل ايه ان انا اعمل رسمه كبيره للبحث الدكتوراه بتاعتي كلها من خلال الكوتشن عشان كده انا عايز كوتشن واحد واشوف ايه اكتر وجهه نظر او وجهتين نظر او ثلاث وجهات مش اكتر من ثلاثه تلم لي القصه وجهات نظر خليني بقى بلاش كلمه سيري دي عشان بيسوء يفهمها جامد ايه وجهه النظر ولو انا بداخل بوستيفست في نظريات للبوستيفست ولو انا واخد انتربريتيف في نظريات الانتربريتيف صعب انا بقول اهو صعب تاخدي من نظريات الانتربريتيف تحطيها في البوستيفست صعب بس اذا نجح بتكون بيبرز عاليه جدا جدا وبتعمل سايتيشن خياليه زي مثلا مين زي الانستتيوشنال ثيوري مثلا اللي هي النظريه المؤسسيه دي نظريه مشهوره جدا 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 انتربريتيف جه واحد عمل لها بوستيفست اوبا ولا طرق على السما السبع اوكي انا برضو من حظي الحلو عملت نفس اللعبه الدنيئه دي عملت بيبر ما شاء الله البيبر عملت في خلال سنه او سنتين حوالي 200 سايتيشن ليه انت خدت الفكره من فكر نظريه انتربريتيف وعملت لها اوبريشناليزيشن وترجمتها في بوستيفست اوكي فانت محتاجه الاول يبقى عندك وجهه نظر ليه بتقولي العلاقات دي من انه منظور من انه برسبكتيف عالي كده وبعد كده ابدا اشوفي العلم بقى نظريه القطيع مثلا الهيرد بيهيفير مثلا نظريه الايه الاكسبتنس ثيوري مثلا وتبداي تشوفي ايه النظريات اللي تساعدك في بناء نظريات فدايما مهم ان يبقى عندك كويتشن واحد ده هيساعدك في وجود النظريات اللي تفصل لك وعندك اربعه اوبجكتيف واضحين ومرتبطين ببعض وتعملي رسمه للدراسه كلها للدكتوراه كلها لان كتير من الطلبه للاسف يعني مع خبرتي من اللي بيحصل حوالينا بيبهدلوا في الفايف يقول لك ايه دي مش رساله دي رسالتين دي ثلاثه دي اربعه انا مش عارف انت بتتكلم على ايه انا تايه ايه علاقه الحاجات دي كلها ببعضها لا لا خد لك بقى ميجر كوركشن شيل الشابتر ده فما تديش الفرصه اللي قدامك ان حد يشيل لك شابتر علشان الرساله مش مترابطه لان بتسالي حاجات كتير ركزي خلي احسن الدكتوراه باي لو three contributions knowledge by law okay الدكتوراه باي لوك three contributions knowledge يعني three objective او اربعه objective
فحاولي تكوني لما الموضوع عشان تقدري تحطي نظريتين ثلاثه لما القصه كلها احسن لك. قصه بقى ان النظريه تكون للتابع او المستقل دي حرفنه الواحد بيحاول يصيح، لكن ده كلام فيه ردود كتير وفيه وجهات نظر كتير عليه. اوكي، جزاك الله على خير يا استاذ دكتور مجدي، سلام، شكرا جزيلا. ربنا يعز السلام حضرتك. عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل تفضل. السلام عليكم استاذ. كيف حال دكتور؟ ربنا يبارك فيك يا رب. معك البلزه يعني طالب دكتوراه. السلام. الو. ايوه تفضل تفضل. جزاك الله خير دكتور على المحاضره. أنا لسه بدايتي بالدكتورة، بدي أسأل عن يعني البروسيس ما عندي بالدراسة. أنا راح يكون عندي literature review، أسوي عليه أن identify the factors، وبعدها يعني راح يكون عملت interview مع experts بالعراق، الدراسة ما تيجي context عن العراق مع 15 واحد. وبعد الانترفيو سويت اكسبلور فاكتور اناليسيس، يعني بعد العفو بعد الانترفيو سويت كويستشنير، وبعدها سويت اكسبلور فاكتور اناليسيس، وبعدها بعد بعض سويت استبيان ثاني بعد الاكسبلور، بعد ما سويت كاتيجورايز للفاكتورز سويت استبيان ثاني. الاستبيان الثاني بعدها سويت الاكزامن للفاكتورز. بهاي الحاله اني يعني اي ميثودولوجي اكون تابع لاي ميثودولوجي؟ بوستفست. انت بوستفست طبعا. بوستفست بيور بوستفست. انت ممكن يعني نقول كده ان انت ايه، هل الايتيمز دي انت جايبها من الليتريتشر ولا جبتها من انترفيوهات؟ يعني بعض من الليترتشر والانترفيو ضاف بعض الفاكتورز. انت بوست 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 يعني بوست انت بوست بتتكلم اكسبيورتي فاكتور اناليسيس فاليديتي وريلابيليتي كوشنير فرض. طبعا ده بيور بوست بوست يعني. بس بوست 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 هي الاكسبلور كان في كوشنير، وبعدين بعض الفاكتورات صار لهم ديليت بالاكسبلور فاكتور اناليسيس، وبعدين صار يعني شلون صار عندنا فاكتورات جديده عملت استبيان ثاني. الاستبيان الثاني سوينا بي اكزامن للموديل، يعني هو كان عندي يعني موديل عملت بايلوت ستدي الاول وبعد كده. لا بوست بوست بس بيدعم. نعم. دايما بيعمل كوتشين في الدكتوراه بيقولوا دايما ايه، اعمل لك على 30 40 كده عشان تشوف الاسئله ما اتفهمتش وتشوف الفاليديتي والريلابيليتي، واعمل كوتشين النهائي وزع على ماس سكيل على ناس كتير عشان تقدر ايه تختبر على عدد كبير. فده بوست بوست بيست يعني، ممكن تكون حتى بوست بيست يعني بوست بوست بيست او بوست بيست، مش انتربريتيف ولا براجماتيك، مش هتاخد الكارنيه كده. زين لزحمة بالنسبة للثيوري، يعني أنا عندي مشكلة بالثيوري. إذا كان يعني أنا عندي هايبوثيسيس داخل، يعني أنا راح يكون عندي موديل بعد ما بعد الاستبيان الثاني، الثيوري في هذه الحالة يعني أكون مستنبطها من الليترشر القديم يعني من الدراسات السابقة. الثاني هي كلمة ثيوري معناها ليه في علاقة، فممكن يكون عندك أكتر من ليه، بس اللي هات الكتير مش مرتبطة ببعضها بتخلي القصة طعمها وحش. فدايما حلو ان انا يبقى عندي نظريه او نظريتين او ثلاثه، ده غير الفريم ورك. دايما النظريه بيبقى تحتها فريم وركس كتير او مودلز كتير. اوكي، الفرق بين الفريم ورك والمودل، الفريم ورك هو الرسمه، المودل اللي هو بعد ما اختبرها، فهو اعتبر ده ولا ده زي ما احنا عايزين نسميه. اوكي، فانت عندك فريم وركس كتير من النظريه، يعني نظريه مثلا الاكسبتنس مثلا في مودلز كتير قوي، في اكستنشن وزود وحط وزد وحد، وكل شيء نفس الايه الامبريلا. اوكي، اليوزابيلتي مثلا وات ايفر. فانت بتشوف النظريات اللي انت استنتجتها نظريتين ثلاثه ولا حاجه، ودول ليه؟ ده علشان تبني فرضيات. انت فين الكونتريبيوشن بتاعك بقى للنوليدج؟ ناس كتير قوي مش فاهمه الكونتريبيوشن بتاعت البوستفيست. الكونتريبيوشن بتاعت البوستفيست مش علاقه جديده انا اول واحده اكتشفها، ده انا في علاقه ما بين الشوكولاته وجائزه نوبل. الناس عندها مس اندرستاندينج كبير، الفرق ما بين كلمه فايندينج وكونتريبيوشن. ان انت تقول لي في علاقه ما بين الشوكولاته والنوبل ده كلام هبل، اي علاقه احصائيه ما بين اي حاجه، لكن الكونتريبيوشن بتاعك الحقيقي هو ليه في علاقه. المنطق اللي انت بنيته وبناء عن المنطق ده اختبرت الفرضيه، فالفرضيه هي بتثبت المنطق، فانت بتاخد الدكتوراه على المنطق الجديد. خلاص من كده كلمه الجديد ده، يعني انا لو اخدت نظريه كوبي وبيست من واحد وكوبي وبيست من واحد وكوبي وبيست واحد، يجي واحد يقول لك ايه ما كونتريبيوش على مستوى الفريم ورك. ماشي يا عم انا موافق، ما عنديش مشكله، وده كلام كتير ومشهور وشاطر جدا وكده. اوكي، بس الفريم ورك ده بقى مش مجموع ايه مكانه حاطط كونسبت، انت ليه حطيت الحاجات دي كلها مع بعضها بالشكل ده؟ المنطق بتاعك ده هو اللي بتاخد عليه الدكتوراه وهو اللي بتنشر عليه البيبر. وهل المنطق ده بقى
مفيد للناس ولا مش مفيد للناس، فهمتني؟ فانا مثلا بقول ايه، انت بتقول الايزو فيوز بيأثر على اليوز، خلاص اوكي، في نظريه التام تكنولوجي اكسبتنس موديل، في نظريه بتقول الكلام ده خلاص. طب انا حطيتها، طب ايه الجديد؟ ما انت، ما احنا عارفين الكلام ده. لا، ما انا لما حطيتها في الكونتكست ده، في الظروف ده، مع العوامل الكتير ده، القصه بقى ليها معنى اكتر. دلوقتي بقى الابحاث البوستفيست، عشان الناس كتير بتسال بوستفيستيين، نصيحتي ركز دايما على المودريتنج والميديتنج، ده الكونتريبيوشن. اي علاقات مباشره بقت تقليديه قوي وصعب تلاقي فيها الصياعه. ان انا اقول ايه، احنا عارفين، بص بقى ده ابحاث البوستفيست الممتعه من دول، احنا عارفين ان ايزو فيوز بيأثر على انتليجنت يوز، لكن لو دخلت مودريشن، علاقه بتقلب العلاقات بقى، لو دخلت مودريشن اوكي، مثلا الشخصيه، لان هنا الشخصيه بتخش تقلب لي العلاقه، يبقى في دايما علاقات بديهيه وفي حاجات تقلب لي العلاقات، ده اللي ممتع شويه، ويبقى ليه ارجمنت والناس بتاعتها تعرف انت ليه بتقول الكلام ده. هو انا صراحه وانا عندي اصلا مودريتور بالموضوع. انت عندك مودريتور؟ نعم بالظبط، بقول لك هو ده القصه بقى، الامتاع بتاعك هو المودريتور، لان دايما العلاقه المباشره في ابحاث كتير جدا سبورت العلاقه دي، الصياعه كلها في المودريتور اللي جاي يقلب العلاقه ويطلع نتائج جديده على الناس. يعني بس هو ولا سؤال اخير، يعني هو هسه النظريه حاليا، يعني النظريه مثلا انا عندي علاقه بين الاليمنتس والبروجكت، خلينا نقول الاليمنتس تاثيرها على البروجكت، حتى لو يكون مو بشكل فريم ورك، يكون يعني بشكل دراسه سابقه، ان فلان درس تاثير الاليمنتس على البروجكت وخلص. يعني هي تعتبر هي نظريه صح؟ لا مش نظريه. لا شلون تكون قلت لي فلان صح، قلت لي فلان، اديته كشف له فلان، انا فلان ده ما اعرفوش، ده مش ابن عمتي، فهو يقول على نفسه مع نفسه، ده لنفسه هو، انا ما بحبوش اصلا الراجل ده. لكن انا عايز اقول ليه، هو ده الغلطه الكبيره اللي انا دايما بنشوفها في الرسائل، وتبقى دايما انا عضو محكم في مجله الاي جي بي ام، انترناشونال جنرال بروجكت مانجمنت، لما بشوف البيبر بعرف ان ده من واحد مصري او من واحد مش فاهم الريسيرش، مش عايز مصري، معناه ناس كتير في مصر والعرب فاهمين الريسيرش، بس انا عارف ان الابحاث بتاعتنا بتدي القدسيه للاشخاص، فديها ديسك ريجكشن. بديها ديسك ريجكشن ليه؟ انا مالي فلان، حتى في ناس صايعه بتبقى عارفه البيبر بتاعتي، تروح عامله ايه، بدوي بيقول في البحث كذا، يعني انا بقى اسقفله، يا ابني ماشي بدوي، ايه المنطق اللي بتقول لي ان في علاقه، انت الكونتريبيوشن في البيبر ديت هو العلاقه، ليه في علاقه؟ ما تقوليش فلان قال، فلان ده لنفسه، فهمتني؟ يعني انا بحكم في كذا مجله، فكل لما الاقي واحد ببقى عارف ان ده مثلا ايه، يعني البيئه العربيه بنقدس الشخصيات شويه، وده شيء مش حلو. لا ممكن يكون في نظريه باسم فلان، دي قصه تانية، اوكي في نظريه كبيره باسم فلان وفي منطق، وبتشرح المنطق، مش بتشرح بس الشخص، بتشرح المنطق ليه وليه 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 وليه، اهم حاجه ليه. عشان كده لما قلت لزميلتنا من شويه، قلت لها واي هتهدفك بوستيفست، هاو هتهدفك انتربريتيف، فانت لازم ترد على واي، ما عندكش اجابه الواي، يبقى ايه لازمه العلاقات دي كلها؟ فاكتور بتاثر على البروجكت مانجمنت سكسس، حاجات كتير قوي قوي قوي، بس ليه في علاقه؟ ده اللي يفيدنا وده اللي نقدر نستفيد منه. بص لو فهمنا ليه التفاحه بتقع، ركز بقى في المعلومه دي مهمه جدا لاصحابنا البوستفيست كلهم، لو فهمنا ليه التفاحه بتقع هنعمل صاروخ يطلع الفضاء. البحث مش يقول التفاحه بتقع، ما احنا عارفين التفاح بيقع، لكن البحث دايما، وده الناس كتير مش فاهمه يعني ايه كونتريبيوشن تو نوليدج، هو ليه بتقول ان التفاحه بتقع، ويبدا هنا الكلام، ويبدا هنا نظريه الجاذبيه ونظريه اينشتاين والنظريه 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 تتفسر، وبناء على النظريات دي نقدر نطلع فضاء. فانت لما تقول لي ان المدير الناجح او الليدر الناجح بيعمل بروجكت سكسس، طب ما احنا عارفين الكلام ده، ليه بقى؟ عشان ليه دي اقدر افعلها في حاجات تانية. قصدك يعني شنو العوامل اللي خلتها هو يكون مدير ناجح؟ هي هاي الاسباب اللي تكون هي النظريه. برافو. وليه برضو، وليه الاسباب دي، ليه بتقول السبب ده؟ اهم حاجه صح. دايما ركز على ليه بتقول ان السبب ده هو سبب النجاح. ممكن لا، فكسر الكلام لما الناس الانتربريتيف بقى عندهم مصيبه اسمها ايه بقى، اسمها ريفلكسيفيتي، كارثه في الانتربريتيف، اللي هو ايه، انت ليه فسرتها بالتفسير ده مش بتفسير تاني، ليه اديتها المدلوليه دي مش مدلوليه تانية، فهمتني؟ ان شاء الله. شكرا جزيلا، اسف على الاطاله. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. الله يسلمك، شكرا. تفضل. السلام عليكم دكتور ايمن. اتفضل. دكتور عمد. سلام، انا امجد والله. تمام، انا اسف. السلام عليكم. طيب استاذ، ربنا يبارك، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والمسلمين في جميع بقاع الارض طيبين وبخير يا رب دايما. ربنا يعزك ويفتح عليك يا رب. انا بس استاذنك، بس انا نمره واحد، انا كنت استاذنك عايز فورمال مثلا تشانل عشان نقدر يعني ان انا لو في عندي تساؤل او حاجه اسال حضرتك، لان بصراحه انا بعت حضرتك على الواتس كتير وعلى الفيس كتير ما ريسبونس. تمام،
فاستاذنك بس لو في فورمال شانل ان اقدر ان انا اتواصل مع حضرتك فيما بعد، يعني لو انا احتجت حاجه في ريسيرش اقدر اتواصل مع حضرتك ويبقى في ريسبونس عالي. دي يعني ده رجاء من حضرتك. يعني انا عايز بس اسال في كام حاجه كده، ممكن اسال حضرتك وتجاوبني وبعد كده اسال تاني عشان عندي ثلاث حاجات. السؤال الاولاني هو لو انا بعمل انترفيو، تمام، هو العبره في العدد بتاع الانترفيو ان لحد ما يحصل ساتوريشن، تمام. طيب الساتوريشن سي مثلا عملت 20 مثلا انترفيو وحصل ساتوريشن عند ال 21، طب ما هو ممكن بعد 22 23 24 حصل ساتوريشن، عند 25 يحصل جديد في النتائج. فايه العبره يعني ان انا اوقف ساتوريشن عند نقطه معينه؟ ما هو المعيار؟ فاهم حضرتك قصدي؟ ده سؤال اولاني، يعني ده سؤال الاولاني. سؤال بسرعه عشان انا بتوه بنت الاسئله بسرعه. تمام، انا قلت كده برضه. خلينا في اول حاجه كوميونيكيشن. ممكن تاخد السكايب، هو السكايب ده اكتر حاجه الواحد بيستخدمه بيرد عليه، فممكن تبعت لي ايميل وابعث لك السكايب بتاعي، مفيش مشكله. ده حاجه. الحاجه الثانيه موضوع الانترفيوهات. اولا انت اديت افتراض قوي جدا جدا في الاول ان هو الساتوريشن، ده كلام مش صح، لانك انت رديت على نفسك من شويه وقلت لي طب انا الساتوريشن ده بيتغير كل شويه، فانت قلت لي كلام وانت رديت على نفسك قلت لي ان هو كلام اصلا ملوش معنى. تمام، لان الساتوريشن ناس كتير فاهمه غلط. فقبل ما نخش على الساتوريشن نقول طريقتين الاساسي، في طرق كتير اوكي، بس بقول الاشهر دلوقتي يعني عشان الوقت، بقول الاشهر بس الطريقتين. تمام. الاشهر في طريق تحليل الكواليتيتيف اناليسيس، طريقه الابدكتيف اللي انا بسميها ابدكتيف، وطريقه الجراوندد. طريقه الابدكتيف ان انا عندي كونسبتشوال فريم ورك وعندي element وعندي أسئلة، وأنا عارف أنا بسأل الأسئلة دي ليه، وأنا عارف أنا بدور على إيه محدد. فعدد الانترفيوهات بيتحدد بأهداف البحث مش بأي حاجة تانية. يعني أنا عارف أنا هسأل 25 شخص عشان الشخص ده هو عنده المعلومة ده، هي الشخص ده هو عنده المعلومة ده، هي الشخص ده هو عنده المعلومة ده، هي. ودي بتبقى مشهورة قوي في الكيس ستادي ريسيرش. لما عم كيس ستادي فبكلم المهندسين هنا، ساعتها باخد 3 مهندسين و2 مهندسين و4 مهندسين و5 مهندسين، وباخد شويه طعم الايه البوستيفست في التفكير، ان انا باخد عينه نظريه ممثله. والشاطر ما بياخدش عينه ممثله، بياخد الناس الاكثر شكلا واكثر كلاما. ولو بتعمل ابحاث حلوه بقى تشوف كمان الشخصيات المؤثره، بنعمل حاجه اسمها انفورمال نتورك اناليسيس، بنفهم الشخصيات المؤثره ونبدا نتكلم مع الناس دي. فانا ما بكلمش عدد مفتوح، انا بتكلم على الايه لما بعمل كيس ستادي وعارف انا رايح اكلم مين وبكلم ايه، فبسال ناس معينه محدده مفصصه لظروف معينه، فانا عارف العدد قبل ما اروح وعارف انا بروح اسال على ايه بالظبط. اوكي، ده الابروتش الاولاني اللي هو مبني على منهجيه علميه في الليتريتشر. اوكي، الابروتش الثاني اللي هو جراوندد وده فيري ريسكي. اوكي، نصيحه شخص يعني نصيحه اخ يعني فيري 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 ريسكي، اللي هو انا مش رايح باي ارضيه ليتريتشر خالص، وده اللي بنسميه جراوند ثيوري اللي طلع منها فكره الساتوريشن. بس في ميس اندرستاندينج، الساتوريشن مش معناها ان انا حسيت ان يبقى ساتوريتد، لا، الساتوريشن معناها ايه؟ بص كده معايا في الشكل كده، انا بروح اسال سؤال واحد وبعد كده اسال اربع اسئله، وبعد كده في الايتريشن الثالث اسال 10 اسئله، وبعد كده اسال 15 سؤال، وبعد كده اسال 30 سؤال. ركز بقى في اللي هقوله، وال 30 سؤال اجابته يس ونو. لو انا متوقع إجابات معينة من أشخاص معينة من سلوكيات معينة من قدرات معينة وطلعت زي ما أنا متوقع، ده الكلمة العلمية لكلمة saturation. saturation مش معناه إن أنا بلاقي نفس النتائج. في ناس بتبقى ما فهمش عليك بقى، أنا بتكلم بقى كلنا مع بعض. أوكي، في ناس بتكسل تيجي تقول لك إيه أصلاً إيه saturation، أصلاً آخر خمسة بيتكلموا زي بعضهم هوبا كده يلا هيدا أي حاجة. لا، عشان أنت بتسأل نفس الأسئلة فبتطلع نفس النتائج. لا، انت مش صح اللي بتعمله ده. انت لو هتستخدم ساتوريشن علميا زي جراوند ثيوري، لا معلش بقى ستوب هير بقى. تعمل ايه بعد ما تخلص الايتريشن بتاعه الاسئله العامه، اسئله محدده لحد ما تبقى سيمي ستراكتشرد كويستشنز، او تبقى تقريبا اسئله اه او لا اه او لا. وفي ناس بقى صايعه بتقفله بالكويستشنير صغنطط، انت فهمتني؟ علشان ايه؟ اللي انا متوقعه طلع، عشان كده بيسموها ثيوريتيكال ساتوريشن. ايه ثيوريتيكال ساتوريشن؟ يعني النظريه اتشبعت. يعني ايه النظريه اتشبعت؟ يعني انا عملت نظريه وعملت لها تو ديفرنت تايبس اوف فاليديشن عشان اقدر اقفلها. التايب الاولاني ان الناس بتقول اجابات انا متوقع قبل قالوها قبل ما يتكلموا، قبل ما تتكلم انا عارف انت هتقول ايه. تاني حاجه انا عندي راشنال ان ليه شبه الليتريتشر وليه مختلف عن الليتريتشر. الليتريتشر في الجراوندد والابدكتيف موجود، بس في الجراوندد الوضع بيكون ما في في الابدكتيف قبل،
وعشان كده عندي سامبل سايز محدده والكيسز محدده اما اروح. في الجراوندد الليتريتشر موجوده برضو، بس وانا شغال في مرحله التحليل والايتريشن والميموز وعمل اسئله جديده، ميموز عمل اسئله جديده، ميموز عمل اسئله جديده. الجراوندد سيري لو اتعمل بحق ربنا مش اقل من سنه شغل. طيب امجد، من خبرتك دلوقتي بقى كام شخص بيتعمل في الانترفيو علشان يبقى ساتوريشن؟ من خبرتنا بس ما ينفعش تكتب الكلام ده في الميثودولوجي، 30 حد كده. انا كنت عامل كده ريفيو على كل البيبرز جراوندد ثيري، اوكي هتلاقي عامل لها فيديو على اليوتيوب، والبيبر دي باي ذا واي اللي موجوده في اليوتيوب فيديو ده خدت احسن بيبر في 2018 تقريبا في جورنال بزنس سيرش، في جورنال اوف بزنس بروسيس انجينيرنج. عملت ايه؟ خدت كل البيبرز جراوند وقعدت اشوف السامبل سايز بتاعته وصل الساتوريشن امتى. اوكي دي ممكن تعمل بعد كده، واحد تعملها بيبر، لقيتها دايما من 30 ل 40 يعني عمرها ما توصل ل 100. اوكي وفي نظريه خلي بالك لو رجعت لاصلها العلمي اشمعنى 30 ل 40، لان هي دي الفكره اللي قام عليها تشيبشيف اصلا في النورمال ديستريبيوشن وطيبر بقى، مش هنخش في الكلام اللي مالناش معنا ده، لكن بس انا حبيت ان اوضح الفرق ما بين الساتوريشن والبري ديفايند سامبل سايز او الكيسز نمبر. في بلاش كلمه سامبل دي في الانتربريتيف مالناش معنى، خلينا نقول الكيسز نمبر في الانتربريتيف. الاسم القناه امجد بدوي ريسيرش ميثودولوجي، هتلاقي قناه امجد بدوي ريسيرش ميثودولوجي. انا جاوبت على السؤال كده ولا ايه؟ بالنسبه للطيب الاولاني اللي حضرتك ذكرته من شويه، انا بحدد العدد اللي انا هعمل معاه انترفيو بناء على الهدف الايم بتاع الريسيرش بتاعي. بالظبط بالظبط العدد تمام. حضرتك افترضت مثلا العدد ده يبقى 25 بناء على الايم بتاع الريسيرش بتاعي، العدد ده ممكن ما يبقاش ل 30، ما يبقاش ل 20، ما يبقاش ل 25. غالبا دي بقى قصه ثانيه في الكواليتي بتاعه الايه، في الكواليتي بتاع الانتربريتيف الكواليتيف بتيجي يعني تقول يعني بقى انا امتى بعتبر السيم سيم. اوكي ما انت برضو انت عايز عدد يبني لك سيمز مش يبني لك نتائج في الاخر قويه، فانت العدد يعني يبني لك سيم تحديدا ايه الريفرنس اللي يقول لي انت 25 انت 30 ليه مش 30؟ ده اللي انا اقصده. انا بقول لك هو ده يتوقف على امتى السيم يبقى السيم اللي انت سميتها ساتوريشن. اوكي السيم يبقى سيم، فانت مثلا عايز تسال مهندسين الصيانه في شركه كذا، اوكي عندك كم مهندس صيانه؟ 4. خلاص كلمهم من 4. طب انا عندي 25، هنخش في مشكله، هنكلم مين من 25؟ محتاجين نظريه عشان نبدا نتكلم مين من 25 اتكلم معاه. انا عندي كتير قوي، عايز اكلم 4 5 6 يعني حاجه كونفينينت، يعني عارف اتكلم مع عدد اعرف اشتغل معاه. 25 ده كتير، فغالبا النظريه المشهوره تقول لك كلم مين؟ المديرين، كلم مدير واتنين تحتيه علشان تاخد التو برسبكتيفز. اوكي او الثلاثه. طب ايش معنى اثنين ايش معنى ثلاثه؟ ده يتوقف على الكيس ستادي بتاعتك عددهم قد ايه. اوكي ثاني، كل ما بتحدد القصه اكتر كل ما بتكون العدد الانترفيوهات محدد. انت فهمتني؟ كل ما بتبقى عارف انت راح تدور على ايه. ليه الكلوز دي سيم مثلا بثلاثه كوتيشن مقنعين كافيين. اوكي لكن الاوبن يعني كلوز سيم يعني سيم باكد بالليتريتشر، فتلاتة سيمز مقنعين، لكن انت سيم مبني جديد خالص هنخش في قصه جديده خالص، هنخش ان احنا محتاجين على الاقل 5 6 يكونوا قايلين نفس الكلام بنفس التواتر زي الاحاديث كده متواتره بشكل معين عشان اقدر اسبورت الايديا ديت. وعايز اقول لك حاجه قبل كل الكلام ده عشان برضو ما تنساش، الكواليتاتيف ريسيرش الايفيدنس فيه مهم بس المنطق بتاع الكتابه اهم. يعني ممكن يكون واحد قاله بس منطق الكلام قوي فشويه الكلام ممكن يمشي. اوكي وفي ناس كتير جدا بتشر كواليتاتيف ما بتحطش كوتيشن، بتحط بس تيبل كده سامري اوف كوتيشنز. اوكي لان اللي يهم المنطق والفريم ورك النهائي. فارجع للكلام اللي انا عايز اقوله، الكواليتاتيف ريسيرش مفيش عدد من الليتريتشر زي مثلا الكوانتيتيف مثلا في معادله معينه بستخدمها عشان احسب الحجم العينه، مفيش الكلام ده لان انا مش باخد ناس ممثلين على المجتمع، انا باخد شخصيات انا عارف انا بختارها ليه وعارف انا هسالها على ايه ومتوقع منها اجابات في مجال ايه عشان احل مشكله ايه اللي احنا بنسميها في العلم الاداره الستيك هولدر اناليسيس. بطلع الستيك هولدر الاساسيين اللي ليهم انفكت وليهم باور وليهم قوه وليهم كلمه، هم دول اللي باخدهم. طبعا ده طبيعي حسب طبيعه البحث، يعني لو بتتكلم على بتبني ميثودولوجي او بتبني منهجيه لاداره اعمال مثلا ولا حاجه، من الافضل تكلم الناس اللي فوق والناس اللي تحت وتاخد من هنا وتاخد من هنا، والناس اللي متخصصين تعمل مثلا دكتوراه في الاستراتيجي تكلم الناس بتاع الاستراتيجي، تكلم دكتوراه في الاوبريشن تكلم الناس بتاع الاوبريشنز. فهمتني؟ فما فيش، احنا عندنا كل كيس اذا كيس، كل شخص اذا كيس، والكيس الكبيره اللي هي الكيس دي بتاعت الشركه اللي راح لها. طب دكتور انا سي مثلا انا مطبق على هاير اديوكيشن مثلا، الهاير اديوكيشن ده فيه بروجرامز كتير وليكن انا حضرتك ذكرت من شويه ان انا هسال الاكسبرت او المانجرز في الهاير اديوكيشن،
ونفرض ان انا بطبق مثلا على لا اصبر عليا اللي انت بتتكلمه ده خطر عليا. اوكي اللي انت بتتكلمه ده خطر. ليه بقى؟ دلوقتي انت دلوقتي بديت لي بدايه الكلام ان انت شغال ايه، شغال كل الناس، ده خطر. انت ممكن تعمل كده زي جراوندد ثيري او فينومينولوجي، بس ريسكي ومتعب لان السامبل بتاعتك ممكن توصل لعدد كبير جدا. لا هو مش كل الناس، هو انا بتكلم تحديدا على النيو اكاديميك بروجرامز اللي مطبقه في البابليك هاير اديوكيشن. النيو اكاديميك بروجرامز اللي كم واحده ممكن تاخد؟ حوالي 60 برنامج. خلاص انا امسك واحد او اثنين. انا عندي 60 هعمل 60 انترفيو. لا 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 ما بقول لك امسك واحد بس. بص الانتربريتيف بيهتم بالديبس. اوكي الانتربريتيف بيهتم بالديبس، ما بيهتمش بالجنرالايزيشن. تمسك كيس واحده بس، بس اهم حاجه تقولي ليه اخترت دي بالذات. قد تكون دي موديل ناجح، يعني مثلا شوف اكتر برنامج ناجح واكتر برنامج فاشل، اعمل شابتر على احسن برنامج ناجح وتحط الكرايتيريا اللي يعني نجح واكتر برنامج فاشل. اوكي انا ما بتكلمش على اختار البرنامج، يعني اي برنامج انا اختاره، انا بتكلم على المانجرز بتوع البرامج دي اللي انا هعمل معاهم انترفيو. صعب صعب صعب، انا بقول لك صعب. انت لو عملت، بص لو عملت كده معناه ان انت احسن تبقى بوستريست. انت عايز تجيب 60 هتكلمهم كلهم مثلا؟ ما هو ده السؤال بقى، ده سؤال. ما هو مش صح، مش بقول لك مش صح. يعني حددته ازاي؟ ما ده مش صح، انت هتكلمهم كلهم. كلهم صح. ما هو مش صح اللي بتعمله. ولو العينه ممثله ضربت كل الريسيرش احنا كنا فيه كله في ما ينفعش خالص، ما ينفعش. انت تاني الهدف، انا برضو انا ما خدتش باك جراوند عن الريسيرش بتاعك كويس. اوكي لو انت شغال انتربريتيف زي ما الكتاب بيقول انتربريتيف علمي، انا انت ممكن تكون بوستفست اوكي وبتعمل كده بايلوت، فما فيش مشكله اعمل اللي انت عايزه في البايلوت، محدش بيبص على الكلام ده كتير. لكن انت لو انت الريسيرش بتاعك انتربريتيف از انتربريتيف، ساعتها انت مضطر تدرس كل كيس معنيه في الموضوع. وعشان كده بقول الكويشن والايمو والاوبجكتيف هي هاف اوف ذا بروبلم. ما ينفعش انا اقول ايه هو ليه الناس زعلانه، يلا يا جدع ده سؤال صعب جدا، هتضطر اخش في الفينومينولوجي، والفينومينولوجي دي ما بيعملهاش واحد، ده بيعملها 20 واحد وبيعملها يعني دول شركات. فهمتني؟ فانت امسك ليه، حط بقى تاني بقى نرجع بقى السؤال يكون محطوط صح. لو حطيت السؤال صح هتقدر تاخد الكيس اللي انت عايز تدرسها وتخش فيها في عمق، تسال كل الناس اللي متعلقين فيها، ده افضل حاجه. عشان كده احنا بنحاول نمسك ايه، لان احنا كل كيس ليها ظروفها. يعني نقول مثلا ايه، برنامج الرياضيات مثلا، المادة دي والمادة دي، بمسك من برنامج واحد بس. الفيلد ستادي اللي هو انا بعمل جنراليزيشن بكلم ناس كتير، ده مش انتربريتيف، ده انت كده بتتعب نفسك ومش هترضي حد خالص، لان البوستيفستيين هيتضايقوا والانتربريتيف هيتضايقوا. دكتور امجد ممكن اسال؟ طبعا. نقول على الريسيرش كويستشنز انه انا ك انا موجود لحد السلام عليكم، انا معاكم لحد الفطار. انا ممكن اكمل يا دكتور التساؤلات بتاعتي يعني لو سمحت؟ معلش كنت فاكر حضرتك خلصت. طيب انا فهمت كده من حضرتك ان الحل الامثل ان انا عندي 60 برنامج، يبقى انا اخد ال 60 برنامج دول، ده الحل الامثل، وده يعني صعب تطبيقه في الواقع، مش كده؟ بالظبط جدا، بالظبط. يعني ده مش صح، ده مش صح. لانك بص تاني، انت عندك الكويتشن مكتوب غلط، انا متاكد. انا ما اعرفش هو الكويتشن، بس الكويتشن مكتوب غلط. اوكي لان الكويتشن الانتربريتيف طبيعته في حدود، فانت الكويتشن اللي انت حطه حدوده واسعه قوي، فده هيحدفك للبوستيفست غصب عنك، وهتلاقي واحد ابن رخمه هيقول لك ان اللي انت عامله ده مش مظبوط، انت المفروض تشتغل بوستيفست. حدود كتابه السؤال بتاعه الانتربريتيف لازم يكون فيها حنكه، لان طبيعه العلم باي ديفولت بوستيفست. الكويتشن اللي انا حاطه في الريسيرش بتاعي دكتور بناء على البوبليشن بتاعي، بيعني البوبليشن بيمثل البوبليشن برضه. ما هو ده مش صح، لان انت شفت قلت كلمه بوبليشن، انت بتتكلم، انت عارف انت عامل زي ايه بالظبط، دخلت جوه الكنيسه تقول الله اكبر هيقتلوك. التارجت بوبليشن يا دكتور، التارجت بوبليشن بتاعي. ما هو ده ما صح، ما هو ده دي لغه ناس بوستيفستيه. اللي انت بتتكلم ده لغه بوستيفستيه جدا، ما يتقالش ابدا في الانتربريتيف، انت فهمتني؟ او يتقال بقلق جامد جدا ومعاك سلاح ومعاك عدتك وجيشك. فصياغه السؤال اصلا في مشكله، هي دي مشكلتك الاساسيه، صياغه السؤال بلغه بوستيفست. عارف انت عايش في وسط الكنيسه ورحت دخلت الايه المسجد ورفعت لهم الصليب، مش هترضي ولا حد من الاثنين، ولا هترضي نفسك، هتتعب في الاخر، وفي الاخر مش هتطلع بحاجه كويسه. 60 ده كتير قوي 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 قوي، ولو ما عملتش ناس هيقول لك ما عملتش الناس دي ليه. تمام. طب دكتور في تساؤل تاني، انا حضرتك انا التساؤل ده مبني على بناء على شرح حضرتك قلته من شويه بالنسبه للكونتريبيوشن تو نوليدج. لو انا بتكلم على ثيري معينه، الثيري دي يعني هي حصل لها كريتيسايزد في الليتريتشر حد دلوقتي،
بناء على ان في علاقات لسه ما كانتش كامله في السيري دي، وبناء على في بعض الفاريبلز ظهرت جديده ما كانتش اتخذت في الاعتبار، هاف نوت بي كونسيدرد في السيري دي، تمام. وبناء عليه انا استخدمت السيري دي، وبناء على الليتريتشر، وبناء على الكواليتاتيف ستادي اللي انا عملتها، ضفت فاريبلز للسيري وضفت علاقات للسيري دي. فهل كده يعتبر كونتريبيوشن تو نوليدج؟ طلع النبي الاول، اسمح حضرتك ايه بس الاول؟ ايه؟ فوزي. بص حضرتك بوستيفيست مبدئيا كده، انت بوستيفيست اكبر عن جد، فالموضوع ده منتهي. اوكي، فالانتربريتيف اللي انت بتحاول تعمله انا انصحك ان هو كويس، بس انت لازم تقفل بوستيفيست كويس، وانصحك تعمل كوتشينير وتوزعه، لانك انت بتتكلم لغه بوستيفيستيه جامده جدا 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 جدا. دي قصه تاني. قصه السؤال الاصلي بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو في ناس بتنتقد وناس بتنتقدش. بص، اي حاجه في الدنيا انتقدت، اوكي، واي نظريه منتقده، بس احنا الصيع في الكتابه، احنا بنسبوت لايت اللي احنا عايزينه، واللي احنا مش عايزينه بنديله ايه؟ هاشتاج بشتاج. اوكي، فحسب ما انت عايز تمشي القصه دي، حاجه ترجع لك انت بقى. اوكي، ازاي انت ممكن تضعف الكريتيسيزم من الميثودولوجي، او توقف جنب الكريتيسيزم وتوقف جنبه وتشجعه. لازم تتعلم السوفسطائيه في الايه، في ان انت تدافع عن الارجمنت، بس تكون مقتنع طبعا عن الدفاع عن الارجمنت بتاعك. اوكي، ف اللي انت بتقوله ميك سنس وبيعمل كونتريبيوشن. خلي بالك بس، انت بيعمل كونتريبيوشن فميك سنس وبيعمل كونتريبيوشن، بس خلي بالك السميعه بتوعك هيبقوا بوستيفستيين، فانت لو وقفت على كده مش هيتبسطوا. هقول لك اختبر لنا الكلام دوت وشوف لنا الكلام ده ميك سنس ولا لا. ومش هيرضوا يدوك اي ديجري لو بتاخد ديجري، ومش هيرضوا ينشروا لك بيبر، وصعب قوي ينشروا لك بيبر. اوكي، فاللي انت بتقوله ده دي شابتر 3 او شابتر 4 في البوستيفست ريسيرش. هتخلصه، بعد ما تخلصه هتعدل الفرضياتك الجديده بالك، وتعمل كوتشينير وتوزعه وتجمعه. فانت بوستيفست بس بتعمل بايلوت ستادي عشان تحسن الفريم ورك. يعني انت مش يعني... بس سؤالي، او انا المفروض ان انا ميكسد، يعني المفروض ان انا ميكسد، بس هو ميكسد ميثود. ما انا اتفقنا بقى في ميكسد ميثود وفي ميكسد بارادايمز. ده ميكسد ميثود، صعب ان انت لغتك كلها من اولها لاخرها بوستفست. فانا احطك في خطوره، انا اقول لك انتربريتيف، ويجي واحد يحكم عليك انتربريتيف يقول لك ده مش انتربريتيف، مش هيرضى بالكلام انت بتقوله ده، لان انت بتتكلم لغه هو مش هيتقبلها ومش هيسمعها. اللي هيحب يسمع لك البوستفست، اوكي، فانت بوستفست زيهم، لكن اقفل لهم بقى زي ما هم بيحبوا، اللي هو تعمل فرضيات وتختبرها. اوكي، بس انت بتشتغل ايه؟ انت بوستفست وعامل انترفيو عشان تيمبروف الفريم ورك. ممكن تسميه ميكسد ميثود، هو طبعا ميكسد ميثود بلا شك، انك عملت انترفيو، بس ان انت تسمي نفسك براجماتيك، البراجماتويه مش هيحبوا الكلام ده. لكن يا دكتور، دكتور بالنسبه لل انا كلامي، يعني كان حابب اتاكد كلامي ان انا فعلا كونتريبيوشن تو نوليدج طالما عملت ادينج للسيري دي. طبعا ده كبوستفست، يعني البوستفستين هيحبوا الكلام ده منك قوي، فهو ده فعلا كونتريبيوشن تو نوليدج، ان انت عملت اد لنيو كونستراكت جديده، بدل ما جبتها بس ديدكتد من الليتريتشر جبتها كمان من مقابلات، فده شيء كويس جدا. تمام. سؤالي الثالث يا دكتور، اخر سؤال. انا بستخدم، المفروض انا في الدراسه بتاعتي بستخدم ميكسد ميثود ريسيرش، اللي انا وبناء على بيزد على سيستم دايناميك ميثودولوجي، تمام، او سيستم دايناميك ابروتش، تمام. انا اللي انا عملته بالظبط ان انا عملت حاجه اسمها كوانتيتيف سكندري داتا، كوانتيتيف سكندري ستادي وكواليتيتيف سكندري ستادي. كواليتيتيف سكندري ستادي بيزد على الانوال ريبورت اللي موجوده في البابليك هاير اديوكيشن. ما عملتش فيس تو فيس كوميونيكيشن مع الناس وسالتهم. انا كل اللي انا عملته، عملت ايدنتيفاينج للفاريبلز اللي المفروض ان هي ذكرت في الانوال ريبورت ان هي مهمه في مجال مثلا الكواليتي مانجمنت، وركزت على، خدت الانوال ريبورت اللي هي ركزت على العلاقات اللي هي فيها ميسنج كتير اللي انا استخدمتها، ومع الليتريتشر ومع الانوال ريبورت عملت، بنيت الموديل بتاعي. ممتاز. عشان اعمل رين فور، يعني تعزيز للسيري اللي انا استخدمتها. فهنا يعني هنا ميكسد ميثود ريسيرش. هو انت دلوقتي بقيت، انا بقيت اتوه منك شويه، لان السيستم دايناميك صعب جدا 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 تعمل بوستفست. اوكي، صعب جدا تتعمل بوستفست. سيستم دايناميكس هي فيري انتربريتيف، والمدرسه بتاعتها كلها انتربريتيف، ومن اول الشخص اللي اسمه ايه دوت كان عاملها، لمسه قلت اسمه، هي انتربريتيف من اولها لاخرها انتربريتيف. اوكي، مش معنى انتربريتيف ان هي كوانتيتيف او كواليتيتيف، ممكن يكون انتربريتيف وكوانتيتيف زي ما اتكلمنا، فهي انتربريتيف لان ده موديلنج، والموديلنج تحت الفريم ورك في الانتربريتيف، فده انتربريتيف. وان انت استخدمت الريبورت ده مفيش مشكله، ممكن اي حد يستخدمه. اوكي، فانا تهت ليه بقى؟ انت هتربط ازاي بالسيستم داينامكس بالفرضيات؟ فنرجع تاني، المشكله اظن السؤال، هو
السيستم داينامكس ستيب بتاعت الموديلنج بتاعته يا دكتور مبنيه على ان انا ببني حاجه اسمها الاول كواليتاتيف موديل كواليتاتيف موديل وبعد كده انا بغذي الكواليتاتيف ده بارقام بناء على الهيستوريكال داتا وبيتحول بعد كده الكوانتيتيف موديل اللي انا بعمل له بعد كده تيستينج ومن التيستينج ده انا بستخرج منه سيناريوز اللي انا بعمل لها بريدكشن في الفيوتشر بيزد على الهيستوريكال داتا كده يعتبر بوزيفيتيزم. انت بتشتغل اوكي كده 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 انا كنت فاهم حاجه تانية. انت كده بتتكلم براغماتيك كده براغماتيك لانك انت استخدمت الاول كواليتيتيف. انا برضو مش شايف النتائج اللي انت بتتكلم عليها بس انت بقى اللي بالك بقى من كلماتك كتير اوكي يعني انت كلماتك طعمها بوزيفيست بس السيدولوجي براغماتيك فخلي بالك من الفاظك كتير. انت فهمت انا برضو باكد كلام حضرتك ان انا بعت برضو الكلام ده في السؤال تحديدا في السؤال الثالث لساندرز واكد لي فعلا ان انا براغماتيك يعني انا برضو باكد لحضرتك بس انا حبيت انا بقول لك انت براغماتيك دلوقتي انت بنتي دلوقتي انت براغماتيك بس خلي بالك لان اللغه الطبع عليك في الكلام بوزيتيف. تمام يا دكتور تمام انت محتاج شويه ايه تقعد تقرا قران براغماتيك شويه بس خلي بالك من الفاظك لان ممكن يوقعك في مشاكل وانت بتتكلم مع الناس فهمتني. بس انت براغماتيك اللي انت بتتكلم سيستم داينامكس 99% من ابحاث سيستم داينامكس براغماتيك 99% اذا ما كنتش 100% يعني عاملينها كلها براغماتيك. تمام انا شفت سيستم داينامكس على فكره شفتها عندي بيبر في سيستم داينامكس بس 2013 تقريبا. ايوه تمام يا دكتور تمام فحلو سيستم داينامكس وبراجماتيك ان شاء الله البحث بتاعك هيبقى شكله حلو يعني انا يعني متحمس جدا اعرف عنه كتير بصراحه ان شاء الله. انا شاكر جدا طبعا لحضرتك وشاكر ان احنا بنستفيد من علم بتاع حضرتك كتير جدا ويعني انا بعتذر للزملاء على الاطاله في التساؤلات. انا بعتذر ربنا يبارك فيك ربنا يعزك ويفتح عليك. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ كيف حالك بس؟ الحمد لله. أنا طالب دكتوراه من دولة الجزائر. ما شاء الله ما شاء الله. إيه يعني سررت يعني بالتواجد معك على الصفحة. ولو أني يعني أستاذ يعني التحقت يعني من المجموعة يعني رطار شوية رطار لأنه كنت مع التسجيلات وكذا ما كنتش يعني قبل ضيح. المهم لما يعني اتصلت بك أستاذ وممكن يعني فاتني الشيء كثير لذلك ماذا بي يعني تعطيني الإيميل وكذلك يعني أنا عندي بعض التساؤلات ولو أنه يعني فاتني المحاضرة بصحب نطرح واحد التساؤلات اللي عندي إشكال يعني في البحث متاعي اللي هي تتمركز حول دراسة الاستطلاع. عبد الناصر فضل عبد الناصر رابح. عندي بالنسبة للدراسة الاستطلاعية فقط هي كما نعلم أنه مقسومة بالنسبة للدراسة النظرية يعني طالعت يعني على كتب في صحراء الجزائر مانيش في صحراء الجزائر الوقت ألو تسمعني جيدا أستاذ؟ ايوه انت ممكن تطفي الكاميرا عشان يبقى الكواليتي اعلى ممكن يعني ممكن لو طفيت الكاميرا الكواليتي تبقى اعلى في الصوت اسمع احسن. صح كما قلت لك استاذ بالنسبه للدراسه الاستطلاعيه فقط عندي سؤال واحد في الدراسه الاستطلاعيه هناك نوعين من الدراسه دراسه نظريه بالنسبه للدراسه الاستطلاعيه ودراسه ميدانيه وحقيقة يعني أنا المشكل تاعي أني طالب دكتوراه تربية حركية في المجال الرياضي. أك معايا يا دكتور؟ معاك معاك جميل إيه يعني بالنسبة للدراسة الاستطلاعية في المجال الميداني النظري يعني أعتمد كثيرا على مذكرات فقط يعني كتب لقيتها ناقصة وعندي إشكال يعني ثاني في الدراسة الاستطلاعية الميدانية لما نوزع الاستبيانات على الطلبة يعني العينة يخلق لي فيها خلل يعني برضو مدبية يعني توضح لي يعني وش هي الطرق اللي نعتمدها باش تسهل علي الأمور فقط. جميل. هو ايه الهدف من الكويتشينير؟ احنا عاملين الكويتشينير ده ليه؟ هو كما نسموه مشروع التخرج
لا لا، الهدف من الكوتشينير يعني انت لما وزعت الكوتشينير كنت متوقع منهم يجاوبوا ايه على ايه؟ ليه بنحط الكوتشينير؟ لانه كما نقول احنا عندنا دراسه بالنسبه للمنهج اللي متاخذه المنهج التجريبي. هتختبر يعني عندك تختبر حاجه تاثير حاجه على حاجه مثلا. ايه طيب جميل. إيه. وايه المشكله في العينه؟ العينه انه يعني راني تقريبا المنطقه اللي اقطن بها فيها يعني مؤسسات متفرقه على اساس اعطيتهم الاستبيان. بصح قضيه استرجاع الاستبيان لقيت فيه مشكل يعني لانه يدير لي خلل في ضبط العينه. يعني بدبية تعطيني طريقه انجع ممكن تحصل فيها. كم واحد رد على الكوتشينير؟ هو يعني العينه متكونه من 100 تلميذ يعني في الصف الثانوي، رد لي عليها تقريبا 220 يعني شيء ثاني كاع ما رد ليش. طب حلو 220 ده جميل قوي، يعني عندك 200 ريسبونس، ده حلو قوي، ده انت حاجه حلو قوي، هتعمل بيبر كويسه جدا دي. يعني هو 200 حلو، ليه 200 وحش؟ جميل جميل. لا لانه على بال راني داير ثلاث ثانويات يعني واش ثانوي يعني كل ثانويه داي منها 100 عينه كل ثانوي. لا يا راجل طيب ثلاث ثانويات ابدا. بص انت مش في ايديك البوبوليشن، اوكي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل نوزع مره وناخد ريسبونس ونوزع تاني ونوزع تالت، اوكي نيجي قبل ما نحلل نشوف بس هل احنا يعني خدنا تمثيل كويس ولا لا. طب انا ما خدتش التمثيل اللي انا كنت عايزه، اشوف الاماكن اللي ايه اللي بقت ضعيفه واشيلها من الريسيرش بتاعي. او انا شايف انا لو ما كانت ال200 حلو قوي 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 يعني، وال200 ده هيديك الارقام سيجنيفيكانت جدا وتحليل حلو قوي، استخدم ستراكشر ايكويشن موديلنج واموس وبي ال اس وهتعمل كل اللي انت عايزه في الدنيا كلها. فما 200 كده جاب لك البوبوليشن، يعني انت مش محتاج خلاص تقلق من اي حاجه، حتى لو في مدارس ما جاوبتش خالص مش مشكله، مش مهمه لانك انت اوريدي مثلت. انت بس ممكن في خلص البحث بتاعك تكتب في الايه في الليميتيشن في حدود البحث، تقول في الاخر ان انا مثلا الدراسه بتاعتي على اربع مدارس بس مش كل المدارس، لان في مدارس ما ردتش. انت فهمتني؟ وده حاجه مش هتضيف كتير او تغير كتير، لان انت بالطريقه دي انت بوزيتيفست جدا، فبالتالي انت مقتنع بحقيقه واحده. فاذا كانت مدارس بقى خاصه، مدارس حكوميه، مدارس عمال، مدارس في انواع مختلفه من المدارس، ففي الحاله ديت انت من الافضل ليك ان انت تقول بقى انا مركز على الجهه ديت وخلاص. فاهم قصدي ايه؟ بدل ما انت وضع نفسك في مشكله ان انت مثلا بتعمل ايه او ما بتعملش ايه. فاهم قصدي؟ فانت احسن حاجه وزع كوتشنير تاني، وانا شايف ان اصلا كويس يعني 200 ده حلو جدا 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 يعني. يعني برضو يعني نقدر نعتمد عليها ونكمل المشروع. طبعا ممتاز جدا، تندا سوبر بصراحه، تعمل بيبر حتى ممكن تعمل بيبر كويسه 2 ستارز او 3 ستارز حلوه جدا. ربي يبارك فيك استاذ ومشكور على ربي يبارك فيك، يعطيك الصحه. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا استاذ. بس السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. معك الأخ عبد المالك رابح من عائلة متدخل قبل قليل عبد الناصر بعد من الجزائر. يا أهلا وسهلا، يا أهلا بحضرتك. أهلا يا أهلا. في مجال آخر، في مجال التعليم. طبعا تفضل، أمرني أمرني. في مجال التعليم مثلا أدرس في المتوسط، وتجد التلاميذ يتجاوبون مع الدرس والبقية لا يتجاوبون، كيف أجذب انتباه التلاميذ من أول درس إلى آخره؟ هزر معه يعني، هزر معه. لو أنت بتهزر معه ما يتكلم معه. عيد له السؤال عبد المالك. قلت كيف أجذب انتباه التلاميذ من أول درس إلى آخره، على الأقل 95% من التلاميذ. انت بتتكلم كبحث، انت عايز تعمل بحث ازاي يحسن درجه الانجيجمنت، درجه اهتمامهم، صح كده؟ نعم، الاهتمام بالاهتمام احساس او الاهتمام التلاميذ بالاستاذ والدرس. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب انت محتاج الاول تشوف برسبكتيف. نعم. يعني انت هتشوف الموضوع ده من انه منظور، انت فهمتني؟ نعم. يعني انت محتاج تشوف الموضوع ده من انه منظور.
انت محتاج تشوف هو من انه منظور، هو من منظور الانجيجمنت ثيوري، فمحتاج نظريه مثلا، نظريه الايه الاهتمامات مثلا، نظريه الانجيجمنت، تاخد النظريه وتشوف ليها فرض الاهتمامات من طرف التلاميذ بالظبط. او ممكن لو نعم. انا مكانك مثلا ما عنديش نظريات، ممكن اكلمهم اسالهم مباشره، انتوا ليه عيال مش مهتمين، انتوا ايه اللي بحاجات. بس انت برضو وانت بتسالهم محتاج تبقى عارف انت بتسالهم بناء على ايه، يعني ايه النقاط اللي انت هتسالهم عليها. يعني مثلا هل مثلا انت وجهه نظرك مثلا ان هم بيهتموا بالمحاضره علشان مثلا الادوات اللي بتستخدمها، فتاخد نظريه الادوات مثلا، فهمتني؟ ممكن مثلا تقول والله انا بكلم معاهم بناء على شخص الصوت، فتاخد مثلا او التكنولوجيا مثلا، محتاج يبقى ليك بس برسبكتيف، فهمتني؟ نعم يعني فهمتك. لازم يكون ليك منظور في التحليل. واسالهم، هي العمليه سهله جدا، يعني انت تسالهم وتعرف منهم، ممكن تسال 10 15 واحد وتعرف ليه الاسباب، وبعد كده تبدا ترجع للسابقه وتشوف ايه هي اللي بتساعدك اكتر. طبعا هي معرفة أنماط شخصية التلاميذ مثلا، في النظري، في الحسي، في السمعي، ما هي الأكثر النمط اللي تقدر أو تستطيع أن يتجاوب معه جميع التلاميذ، أنماط نتاع الشخصيات، لأنه فيه نمط مثلا حسي ونمط بصري وهكذا أنماط التلاميذ. بالظبط. فانت ممكن تاخد نظريه الانماط، يعني انت ممكن تاخد نظريه الانماط في تحليل الدراسه. فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت زي ما قلت لك محتاج تعرف البرسبكتيف، المنظور اللي هتاخد فيه، فممكن تاخد الانماط. ده كلام كويس جدا. تعرف الأنماط نتاع التلاميذ، الجول التلاميذ نمطهم إيه، ثم بعد ذلك تقيس على ذلك. بالظبط بالظبط، ممكن جدا. يعني هي مهم ان انت تسمع منهم الأول، وبعد كده تعمل دراسة، تذاكر الأبحاث اللي عملت أبحاث شبهك، وتشوف الأبحاث اللي نعم. شبهك دي رأيت إيه وتكمل عليها. يعني صعب إن أنا أبتدي من الصفر، فحلو إن أنا أخش على جوجل سكولر مثلا، أشوف الأبحاث اللي نعم. اتكلمت عن الانجمنت اللي هي درجة الارتباط أو درجة الاهتمام بتاعة الطلبة، ومن خلالها نعم. أشوف اللي اتعمل قبل كده في الموضوع، ومن هنا أبدأ أكمل وأحط بقى خطوات قادمة، فهمتني؟ فأنا شكرا عن كده. شكرا ربنا يبارك فيك. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. صح. سؤال، في حد رفع ايده؟ خالد توفيق. في حد رفع ايده تقريبا. عبد الرحمن. ايوه استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور انجل؟ ازيك، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك في حضرتك. خالد خلف توفيق، باحث دكتوراه اداره اعمال جامعه المنوفيه. يا اهلا، يا اهلا بيك، يا اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا سمعنا بحضرتك والمنهج اللي انت تبنيته حضرتك من ايام ما كنا في 2017 او 2018 في المنوفيه، وكنا بندرس الابحاث الكميه والابحاث في مرحله تاهيل الدكتوراه، الابحاث الكميه والابحاث الكيفيه. كنت حضرتك اول ما بدات في يعني حد عمل في مصر. ربنا يعزك، رب يفتح عليك يا رب. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. انا عامل البحث بتاعي بعنوان دور الاستخبارات التسويقيه في تحسين القدرة التنافسية من خلال عمليات إدارة المعرفة. جميل، بحث واضح جدا. اكس على واي وزد، يلا ميديتنج، خلصنا خلاص، مية مية. عمليات إدارة المعرفة. ممتاز ممتاز. ألو؟ ايوه، بقول لك بحث ألو؟ جميل، يعني واضح معلمه. ايوه الو، ألو؟ ايوه معاك. ألو؟ ايوه امرني انا معاك. الو، طيب ناخد ده سؤال تاني. في هنا حد رفع ايده كمان، استاذ نسرين. نسرين علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جدا لحضرتك استاذ امجد،
معاك عبد الرحمن، طالب سنه ثالثه كليه التجاره في جامعه القاهره. يا اهلا حضرتك، حابب اسال حضرتك سؤال. انا دلوقتي في قسم الانشورنس، ميجر انشورنس، قسم الريسك مانجمنت. بحاول ان انا اعمل بحث في المجال بتاعي، ان انا اعمل كونتريبيوشن للنوليدج زي ما حضرتك بتقول، بس مش عارف، بعرف ابحاث يعني ابحاث قديمه او ليتريتشر ريفيو، تمام، مش عارف ازاي اطلع بنوليدج، يعني بحس يكون ان كل الكلام نظري مفيش حاجه عملي، او ان انا مثلا اقدر اطلع بمعلومه اتفيد بيها المجال او الفيلد اللي انا فيه، فابدا منين او اعمل ايه؟ امشي من ورا لقدام. يعني هو الذكاء دايما ان انت تقع في الواقع وتشوف المشاكل اللي في الواقع وتبدا تفكر هو النولج جابت الجاب ازاي. لما تيجي تكتب شابتر 1 في اي ريسيرش يكتب لك ازاي المشكله، بعد كده رحنا للفيتشر سالناهم لقينا اجابات لبعض الاسئله، وفي حاجات مش واضحه، الحاجات اللي مش واضحه دي هي دي النولج جاب. فدايما انت محتاج تعرف حاجتين، تعرف ايه انت رايح تعمل بحث ليه. الليتريتشر كبيره جدا جدا وعدد الابحاث في 12 كل يوم الاف البيبرز، بس انت محتاج تبقى انت عندك مشكله تدور فيها في الاول. فابتدي باللي انت عايز تعمل بحث ليه، زي ما احنا اتكلمنا النهارده ايه ليه، ايه الموتيفيشن بتاعك، ايه المشكله اللي عندك، وبعد كده ابدا شوف الاسم العلمي بتاعها ايه، وابدا شوف اللي اتكلموا فيها اتكلموا قالوا ايه، ومن هنا تبدا تشوف هم وصلوا لحد فين وانت هتكمل عليهم ازاي. لكن عشان تعرف كل علم الانشورنس ده حاجه خياليه جدا جدا، لعلم كبير جدا. تمام. يعني انا كنت واخد فكره ان انا ممكن مثلا اطلع ببطول او بفريم ورك يقدروا يطبقوه في الفيلد. حاجات كتير جدا ممكن تطبق. بص انا كنت عامل فيديو ممكن تفرج عليه، اللي هو ايه، الاستشارات والبحث العلمي كله، هو ازاي انا بحول البحث دوت لحاجات تتباع، ماتوريتي موديل واسسمنت موديل، هتلاقي فيه كله بس انا بتكلم فيه كله على ازاي احول البحث ده لفلوس. انت فهمتني؟ لخدمات بتاع الشركات. تمام. انت قصدي ايه؟ لكن انت في كل الاحوال ايه الخدمه هتعملها؟ لازم تعرف الاول السوق عايز ايه، عشان تشوف السوق عايز ايه، تشوف الخدمات اللي ممكن تعملها، وبعد كده نرجع للليتريتشر نبني عليها. يعني مش مجرد الشغف بس او الشغف، يعني مش مشكله. بص احنا كان في اول ما خدت الدكتوراه علموني حاجه حلوه قوي، ان انا كل يوم الصبح الساعه 8 الصبح اقرا بيبر في اي حاجه كل يوم عام. فانت كل يوم تقرا بيبر ده هيفيدك كتير، كل يوم تقرا بيبر هيفيدك كتير، لكن البحث بتاعك انت بقى لازم عارف انت بتدور على ايه، لان لو سبت نفسك كده هتلاقي الدنيا طايحه جدا وهتزهق من القرايه كمان. شكرا متشكر جدا لحضرتك. اتفضل يا شيخ، ربنا يعزك عليك. رب مين كمان هنا؟ في حد رفع ايديه؟ مش عارف الناس رافعين. انا رفعت ايدي. ايوه يا دكتور. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي يا دكتور حضرتك انا عندي سؤال بخصوص الريسيرش كويستشنز. حضرتك اتكلمت عن الريسيرش كويستشنز وازاي انه بتختلف طبيعه الاسئله في حسب الابستمولوجي وحسب الورلد فيو بتاعتي. هو ليه مش وات؟ يعني ليه ما ينفعش انا كانتربريتست اقول وات؟ واتس يور نيم؟ امجد، خلصنا خلاص، مفيش اي سيري، مفيش اي برسبكتيف، مفيش اي كونتريبيوشن. What is the nature of Amjad؟ يعني ممكن أقول يعني إيه الحاجة دي في الكونتكست ده عاملة إزاي؟ أنا في مثلاً كونسبت متعرف في الغرب مثلاً، وأنا عايزة أشوف في الكونتكست بتاعي ممكن يكون له تعريف تاني أو له جوانب تانية أو له دماغ مختلفة. كده حضرتك بدي بقى to define، وده اسمه objective ما اسموش research question. يبقى ده اسمه objective، اسمه إيه؟ to define definition ده. to define blah blah. ففي فرق ما بين الحكايه، في مس اندرستاندينج من حضرتك اول ما قلت ما شاء الله ريسيرش كويستشنز، فانا اعتقد كده لا، هي ريسيرش كويستشن. انا قلت كويستشن على فكره. ايوه هو كويستشن واحد. فانا أيوة. مثلا لو قلت مثلا انا عايز ديفاين، هديفاين ليه؟ فقدام احنا اتفقنا هيكل العلم عباره عن ايه، في عندي كونسبتس لوحدها، اي كل كونسبت بروحه كده لوحده كده ملوش معنى، لكن لما الكونسبت تتفاعل مع بعضها وبتطلع في شكل صور شكلها جميله، هنا يبقى في كونتريبيوشن. هو الكونتريبيوشن عباره عن ايه؟ شويه رسومات. اوكي، اي دكتوراه او اي بحث علمي وشويه رسومات. فالرسمه دي هي عباره عن ايه؟ علاقات سببيه او ميكانيه او زمنيه، يعني واتيفر، في حاجه بتحصل مع حاجه في نفس الوقت وبتودي لحاجات معينه. اوكي، فلازم تبقى ليها سؤال زي هاو او واي. لو جيتي وات،
انا اي وات هترجمها بسرعه جدا ل تو ديفاين او تو ليست او تو ايدنتيفاي، وادام تو ايدنتيفاي هو ده نهايه الكونفرنس بيبر. لان انت عشان تقولي ايه العوامل النجاح ده ماشي، ما تعرفه، ما هو ده احمد عنده عوامل نجاح، احمد شاطر خلاص، انا مالي بقى انا عامل انا ايه بقى. فان انا اقول وات في الدكتوراه كمين ريسيرش كويستشن صعب جدا يطلع لي ثلاثه كونتريبيوشن نوليدج. ممكن يطلع لي كونتريبيوشن نوليدج واحده بس اللي هو وات، واتس يور نيم، امجد، خلاص، او وات از ذا ديفينيشن اوف كاتيجوري، ادي الديفينيشن خلاص، فحذفني لكونتريبيوشن واحد بس، فده ريسك جدا علينا، خاصة ان عندي سؤال واحد بس للدكتوراه اللي بيطلع لي ثلاثة contribution او اربعة contribution knowledge. طيب انا عندي سؤال تاني يا دكتور. المفروض ان انا في الرسالة بعمل exploratory sequential design، يعني انا اشتغلت qualitative وبعدين عملت model، والmodel ده انا عايز اعمله validation. فنصحتي كده interpretive، خلاص ممتاز. نصحتني الزميلة في مرحلة الفاليديشن إنها إن أنا أقرأ في الـ structure equation modeling، وإن أنا أشوف، مش فاهمة حاجة، مش فاهمة حاجة، صعب إني ما أتكلمهاش تاني، هعملها بلوك. بس الـ structure equation modeling هو مبني أصلا على فكرة البوستيفيست، فأنت ممكن تقولي examination. أنا بعتبر نفسي pragmatist، يعني أنا بعتبر نفسي pragmatist لأن أنا لأسباب كثيرة، منها انه ده توجه برضو من المشرف، انه يعني اشتغلي ميكسد. ثانية واحدة دكتورة، معلش بس بنعتذر الدكتور امجد عنده مشكلة بس في الاتصال، دي واحدة نحاول نحل المشكلة. بنعتذر، في مشكلة عند الدكتور أمجد في الاتصال، إن شاء الله دي هنحاول نحلها بإذن الله.
الو بنعتذر كنت بس على انا اسف جدا اللي حصل معلش خليني اكمل بقيه السؤال معلش انا اسف نسمع بقيه الاسئله انا ما عنديش مشكله احنا صايمين مع بعض ما فيش مشكله طيب كانت مش كان حد بيسالني دلوقتي بيقول لي عملت فاليديشن بالستراكشر كوشن موديلنج صح كده اي دكتور انا ياسمين ايوه اي دكتور هو الفكره ان انا بعت اي كونسيدر ماي سيلف براجماتست ففكره الفاليديشن كانت في دماغي من الاول ان انا البيربس ان انا هعمل انسترومنت ديفلوبمنت وبعدين هفاليديت الانسترومنت دي ف انا تمام حضرتك سامعني انا سامعك تمام بس يعني ايه انسترومنت عشان ابقى بس فاهم معك نفس ال سيرفي كويستشنير يعني اداء قياس نعم جميل جميل بس الكوتشنير ده الهدف منه ايه الهدف منه اني فاليديت الثيوري او ما اعرفش اسمها ثيوريتيكال فريم ورك ولا الثيوري اللي انه الاوت كوم البرودكت بتاع المرحله بتاع الفيز 1 بتاعه الاناليسيس الكواليتاتيف اناليسيس حولتها للميجرنج انسترومنت جميل 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 طيب احنا كده بنحط هي ست صاحبتك دي كلميها تاني صاحبه عليها تاني دي وقت مهم قوي انا بقول كده برضو لان هي والله فاهمه بتفهم كويس يعني لا هو في ميس اندرستاندنج انا اللي فهمت الموضوع غلط هو حضرتك وصلتي السؤال غلط في الاول هو انت كده بالمعنى الكلام ده انت في الاساس بوستفست يعني انت بتحاولي مش تبني انسترومنت لان كلماتك زعما في القانون الاول يعني كلمات انتربريتيف بس بتعملي بوستفست فانت عكستي خالص كلماتك كلها انتربريتيف بس اللي انا شايفه خلينا اقول لحضرتك سؤالي صح ولا غلط اللي حضرتك بتعمليه ان انت دلوقتي بتشوفي ثيوريتيكال فريم ورك عملتي انترفيوهات حسنتي الثيوريتيكال فريم ورك وعملت كويشنير جديد صح كده تمام ده بقى بوستفست خالص اوكي ده بوستفست خالص وصاحبتك بتتكلم صح لانك انت عملت نفس المشكله اللي قال الاخ عليها من شويه انت عندك مشكله كبيره جدا انت اللغه اللي هتتكلمي بيها او بتتكلمي بيها لغه بوستفست مش اللغه بقى اللي بتعمليه بوستفست ولازم تعملي فعلا اكزامينشن مش فاليديشن بقى خلي بالك فاليديشن دي كلمه انتربريتيف فانت هتعملي ايه اكزامينشن اوكي فاكزامينشن مش هتيجي غير بالستراكشر ايكويشن موديلنج زي ما بتتكلم يعني هي بتتكلم صح بس انت ما سمعتش بقى فاليديشن لان مالهاش معنى خليني بقى براحه كده كلمه فاليديشن معناها ايه بوريكي رسمه واقول لك رايك فيها ايه بعتبر ان اللي قدامي عارف وانا عارف فانا راح افاليديت اوكي دي فاليديشن لكن الاكزامينشن معناها اللي هي البوستفست اللي انا مش عارف وحضرتك مش عارفه فانا بعمل اسئله بتقيس حاجات مختلفه وبجيب العلاقات واجيب التاثيرات اللي هي بقى ستراكشر ايكويشن موديلنج او بي ال اس او وات ايفر هتستخدمي ايه فهمتيني حضرتك بس انا مش بشوف تاثير مش بشوف علاقات او تاثيرات انا بشوف الكونسبت ده هو مالتي دايمنشنال زي ما انا قلت في الاول زي يعني هو مش حتى مالتي دايمنشنال يعني نموذج قياسي بصي انت اللي بتعمليه مش خطر شويه لان هو البوستفستين بيحبوا يشوفوا بعد ما تعملي الدايمنشنز بيحبوا يشوفوا التاثيرات بعد كده اوكي لكن دي قضيه خلافيه مع المشرف بتاعك بقى مع الاكزامينر يعني بيحبوا هم بيحبوا كده انت دايما بيحبوا يشوفوا الدايمنشنز ويشوفوا الدايمنشن ده ازاي بيتاثر مثلا لويالتي مثلا يقول لك اللويالتي مثلا ليها ابعاد فانت عملتي دايمنشن لويالتي مثلا طلعتي دايمنشن بتاعت اللويالتي يقول لك كده مش كافي طب شوفوا لنا تاثير على حاجه كمان لا انا ما عملتش كده الحقيقه انا زي ما حضرتك بتقول كده دايمنشنز لكونسبت وانا باكزامن بقى ولا بفاليديت ان انا انصحك الدايمنشنز بتاعته لو عندك وقت شويه علشان ما تعملكيش مس اندرستاندنج مع البوستفست لان هجيلك بوستفست يعني انا ما شفتش بصراحه الفريم ورك عشان انا برده لكن انا متخيل ان الاكسبلوراتوري سيكوينشال حسب اللي جه في الكتاب بتاع كريزويل ام بانو كلارك انه ريجيد بروسيجرز كده انه في الاول كواليتاتيف عشان نوصل للثيوريتيكال فريم ورك وبعدين بنعمل ديفلوبنج لانسترومنت ميجرنج انسترومنت ما هو بس كريس ويل انتربريتيف مع شكل انا عارف ان في مشكله بتحصل كتير دلوقتي كريس ويل فيري انتربريتيف اوكي ويبدو المشر بتاع حضرتك فيري بوستفست فانت دلوقتي عملتي شخصيه هجينه مش مديه حد بسط حد اللي تكلميه كريس ويل فيري انتربريتيف كريس ويل بريطاني
بانتربريتيف ما يعرفش في حياته غير انتربريتيف. يعني اي حد بيقول حاجه بوزيتيفست يقول لك انا مش فاهم انت بتقول ايه. اوكي انا اعرف كريس ويل شخصيا يعني، اوكي هو عجوز جدا بغض النظر عن القصه دي. يعني انا بحبه جدا والله. اوكي فكريس ويل فيري انتربريتيف، فدي قضيه. عشان كده لغتك لغه الانتربريتيف، لكن اللي بتعمليه بتعملي بوزيتيفست. انا قلت حاجه في الاول ان ده برضو بيبقى تدخل من المشرف وتاخد توجه. ايوه باين ان انت يعني بتعملي حاجتين مختلفتين، انت بتقري انتربريتيف والمشرف بوزيتيفست جدا، فطلعتي نتيجه مش هترضي حد ولا حتى هترضي البراجماتيزم، لان انت ما عنديش انسترومنت بالتعريف بتاعنا. خلي بالك الانسترومنت اللي بتتكلم عليها مختلف عن بتاعي. عشان كده انا سالتك قصدك من انسترومنت، الانسترومنت بتاعتنا يعني ماتشوريتي موديل مثلا، او مثلا بعمل ريدنس، فدلتا كلمه الانسترومنت او التول عندنا اللي احنا بنبيعها في الاخر للشركات. لكن اللي انت عملتيه انت بتقيسي دايمنشنز، بتطلعي دايمنشنز وبتقيسيهم، فاللغه فيري كوانتيتيف غير البوستفيست. انا طلعتها كواليتيتيفلي، لكن انت بنقول براجماتيك افتراضا، انا ما شفتش برضو النتائج، لكن لان عشان تقولي كده لازم يكون عندك شابتر الكونتريبيوشن الاساسي كواليتيتيف، وبعد كده هتعملي ايه؟ هتحسنيه من الليتريتشر وتعملي. انا انصحك لو انت عندك وقت لسه في الدكتوراه، عشان برضو ما نعرفش الاكزامينر هيجي لك عامل ازاي، انا انصحك حسني وقولي مثلا ده بيأثر على اي بيرفورمانس، وقولي ليه بيأثر على بيرفورمانس بس. فانت عندك تو كونتريبيوشن، كونتريبيوشن على الدايمنشنز وكونتريبيوشن، بس الدايمنشن برضو مش كونتريبيوشن قوي، ده كونتريبيوشن واحد تروح على الاقل ثلاثه يدوك كده، لو في انجلترا يعني يدوك انفل، لان الدايمنشن از وان كونتريبيوشن. فهماني؟ هو باي لو في بريطانيا باي لو انت لازم يكون عندك 3 ديفرنت كونتريبيوشنز. فهمتني؟ انا عندي سؤال اخير برضو، عشان انا برضو ما اعرفش الحديثيات الخلفيه ايه، علشان كده اظن ان انت حطيت السؤال وات ونيتشر، فحدفتك السؤال اللي انت قلته لي في الاول، هدفك في الاخر ان انت بقى عندك كونتريبيوشن واحد بس. صحيح. فانا انصحك تبتدي القصه ازاي. انت الموضوع مش هياخد منك وقت كتير، هتعمليه دلوقتي، هتحسني السؤال، هتعملي السؤال بادي بواي، لانك انت هترمي في الاخر بوست فيست، فابتدي بواي. اوكي وجوه الاوبجكتيف انت اللي انت عملتيه ده كله، اوبجكتيف نمبر 1 و 2 اللي هو تو ايدنتيفاي ليست وتعملي تو تاكسونومايز، اللي تاكسونومايز علميا بتؤدي الى اصلا اعمل ديمنشنز او تصنيفات يعني. بالظبط كده. فتو ايدنتيفاي بعد كده تو تاكسونومايز وبعد كده تو موديل وبعد تو موديل بقى تو اكزامين او فاليديت بقى وات ايفر انت هتعملي ايه. بس طبعا ما ينفعش تعملي فاليديت، لان فاليديشن للدايمنشن ده ما لهاش اي منطق علميا ولا فلسفيا، لان الدايمنشن انت اديتها لهم بقى بايز، هيدوك اراء مش من شخصيتهم، من اللي انت قايلاه الموضوع انتهى باظ منك، مش مفيش روبستنس، الريسيرش بتاعك مش هيبقى قوي، حتى الفاليديشن مش هيكون قوي. الفاليديشن اللي كريس ويل بيتكلم عليها واحنا بنتكلم عليه الانتربريتيف، الفاليديشن بيتكلم على فريم ورك، الدايمنشن وان اسبيكت من الكونسبت اللي بنيني موديل، والمودلز مش موديل واحد، مودلز تعمل لي فريم ورك اللي بنعمل عليها فاليديشن. هما ثلاثه مودلز عملوا فريم ورك يعني، هما انا يعني هما في الحقيقة الأمر 3 models وال 3 models أو 3 levels يعني، والتلاتة كده عمل زي multi faces يعني عملوا. بس أنا كل ده برضو بتكلم في حتة إن أنا taxonomies taxonomies و levels hierarchy taxonomy، تعمل hierarchy taxonomy اللي أنا متخيل تعمل hierarchy taxonomy construct ده تحتيه وده تحتيه وده تحتيه وده تحتيه، بتعمل إيه level of personalizations مختلف. بالضبط. طب أنا عندي سؤال يا دكتور، فانت نصحتي ركزي كل اللي تعمليه، ظبطي بس السؤال واللي انت عملتيه، انت هتعملي حاجه زي صاحبتك قالت لك كده، صاحبتك شاطره قوي، اللي تعمليه بقى هتعملي كل ده في كوتشينير، ده ما اسمهوش تول ولا اسمه انسترومنت، ده اسمه عادي. انت عملتي كوتشينير، الكوتشينير ده هتستخدميه علشان تعملي داتا كبيره، انت هتحتاجي على الاقل باللي انا متخيله هتحتاجي على الاقل 150 او 160 عشان تقدر تشتغل اموس كويس او ستراكشر ايكويشن موديلنج. وخلي بالك اللي على الموديل مش هتاخد ديجري على الستراكشر ايكويشن موديل، خلي بالك يعني اللي هيكلمه معاكي لو جالك حد لو انت في مصر مثلا هيبقوا بوستفيست، لان المنهجيه بوستفيست كامله. طب كويس، ده هيقودني للسؤال انا عايز اساله، انه لو الشغل كله بتاعي تركيز على الموديل ده، على الميجرمنت موديل ده وعلى الشغل الستراكشر ايكويشن موديلنج، المفروض انه اسمها ايه القواعد الاساسيه، انه يكون في ثيوريتيكال فاونديشن اشتغل عليه، انه الموديل اللي دارس مبني، هل ينفع يكتفى باني انا مجرد ان انا عملت كواليتيتيف فيز وان انا عملت تاسيس نظري في الرساله هو ده ثيوريتيكال فاونديشن، ولا لازم يكون في ليتريتشر؟ هتحتاجي شابتر تربطي ما بين الدايمنشن
والعامل اللي انا بقول لك عليه تشوفي تاثير على اي بيرفورمانس، تشوفي اي حاجه تاثير عليها، بحيث بس مش هكون شابتر كبير، ممكن يكون حتى مش ممكن يكون شابتر، ممكن يكون مقدمه الكوانتيتيف. يعني الشابتر الكوانتيتيف ده ممكن تعملي مقدمه كده اللي هي ثيوريتيكال بيزس علشان ايه ما يحصلش مس اندرستاندينج، تاخدي النتائج الكواليتيتيف اللي انت عاملاها وتقولي انا مثلا عايزه اشوف ده ممكن يكون ليه تاثير على البرفورمانس بتاع مثلا كذا، وتبداي تشوفي ليه ممكن يكون ليه بيرفورمانس وتحطي ثيوريتيكال برسبكتيف. هترجعي شويه للليتريتشر تحسني بقى الليتريتشر بتاعك شويه، بس مش هتحطي ثيوريتيكال فريم ورك في الليتريتشر، في ثيوريتيكال فريم ورك هتحطي بس الكونسبت الجديد اللي انت حطيه كديبندنت فاكتور. تمام. خلي بالك الدايمنشنز ديت بتعمل بابليكيشنز خياليه، يعني انت عامله شغل عظيم جدا 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 جدا. انا اظن في السيمينار ده كان الدكتور رياض كان هو اللي عامل، ما اعرفش الدكتور رياض عمل مره مرات يعني. دكتور رياض لو تشوفي ابحاثه، رياض عيد شوفي ابحاثه ما شاء الله، هو دبابه نشر. بصي بقى العبقريه بتاعته، هو متخصص في بناء اللي انت بتسميه انسترومنت او اللي انا بسميه كونستراكتس، متخصص في بناء كونستراكتس، والكونستراكت دي اكتر حاجه بتحصل لها سيتيشن. فاللي انت عاملاه ده ما شاء الله ما شاء الله، يعني حضرتك قلت لها هيبقى بابليكيشنز غير عاديه عندك، بس للبي اتش دي ريكويرمنت انت اندر ريسك لو انت تعملي بي اتش دي يعني. اوكي ده اندر ريسك، لان ممكن اللي قدامك ما يفهمش الكلام ده قوي. فعندك بابليكيشن كويسه للدايمنشن، هتعملي دايمنشن بس برضه هيقول لك اعمل لك كونفورماتي فاكتور اناليسيس، لان اللي هيقراها لك الاريه اللي هيقروا لك هيقروا لك مين العيال بتوع البوستيفست. فانت لازم تعملي ايه بعد ما عملتي الدايمنشن دول؟ هتعملي كونفورماتي فاكتور اناليسيس سي اف اي، تعملي اكسبلوراتوري فاكتور اناليسيس زي ما صاحبنا كان بيتكلم من شويه، وتقدري تاكدي فعلا ان هو ان السكيل فاليد وريلايبل، اس تي فاليديتي وريلايبيليتي ديت اس بيبر خلاص، بس ككواليتاتيف و ك دايمنشنز وده خلصتي ده خلاص كده. تيجي بعد كده شابتر ليك الجورنالز بتقبل ان انا اقول ان الثيوريتيكال فاونديشن بتاع السي اف السي اف اي ده كان انا اللي عاملاه، يعني انا ده من بنات افكاري انا، يعني مش جايبه من ليتريتشر بيقبلوا ده. بصي وانا كونستراكت مش محتاج نظريه، محتاج برسبكتيف. احنا محتاجين نقعد قاعده كده نقعد بس نتكلم بس الفرق بين السيري وبرسبكتيف كلام ده كله، بناء الكونسبت وجهه منظور، لكن النظريه هو العلاقه ما بين المفاهيم. اوكي فانت مش محتاجه ثيوريتيكال فريم ورك، انت بس محتاجه تكلمي الليتريتشر هل في كونسبت شبه كونسبت بتاعك ده ولا لا، وازاي انت مختلفه عنه بس، بعد كده تبتدي تدي بيه. فانت شغاله كويس، انت كده شغاله لو انت شاطره، انت عايز تعمل دايمنشنز كويسه ممكن تبقى براجماتيك. انت فهماني؟ يعني لو عرفت تنشري بيبر بس بالكواليتيتيف ممكن تبقى براجماتيك، بس برضو براجماتيك واخد طعم البوستيفست، لانك انت اللي هيقولوا لك الجامعه والمشرف وكده. ايوه طبعا انا واخده طابع بوزيتيفست غصب عني. ايوه ما باين جدا في اللي انت بتتكلم فيه ان انت اصلا المشرف بتاعك بوزيتيفست وانت انتربريتيف. فحصل بس كريس ويل خلي بالك لو حد بيفهم مش هيحبوه، يعني الناس في مصر لو بتقرا له مش هتحبه، لان كريس ويل فيري انتربريتيف، مش انتربريتيف فيري. كريس ويل اصلا يعني لو بتقري له هو ملوش حاجه في البوستيفست من قريب ومن بعيد. انا اول حاجه يعني قريتها كان الميكسد ميثودز، يعني اول حاجه قريتها له كان كريس ويل. انا لا انصح كريس ويل للميكسد ميثود. ليه بقى؟ لان كريس ويل انتربريتيف فهيشرح البوستيفست غلط او مش غلط، يعني مش حلو قوي، فهتلاقي نفسك حاجه مع انتربريتيف. اللي كويس في الاثنين تشكري، لان تشكري امريكي دول امريكان، فهم واخدين المدرستين كويس، يعني هم واخدين مدرستين كويس فهم شويه فير في الفهم الاثنين. لكن كريس ويل انتربريتيف لما بيتكلم ميكسد ما بيتكلمش ميكسد كويس. وكريس ويل عمل كتاب حلو مع تشكري، مع تيدلي برضو تشكري أيه. بس مش حلو زي تشكري تيدلي، كانوا مور يعني ايه اوبجكتيف شويه. تمام اشكرك يا دكتور. ربنا يعزك يا رب. في حد كمان اهو رافع ايديه. انا مشكله انا ما بقتش عارف اشوف الاسماء عشان هم خدوا مني صلاحيه لا لسه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، امرني. ايوه خالد خلف، انقطع الاتصال من عندي يعني لظروف النت عندي برضو. ربنا يبارك فيك. فما كملتش. الله يبارك في حضرتك. فانا كنت بقى بقول لحضرتك ان انا العنوان الخطه بتاعتي او المشروع البحث بتاعي دور الاستخبارات التسويقيه في تحسين القدره. حظك وحش قوي بصراحه، شكل البحث بتاعك ده فيه مشكله كبيره. ايوه الصوت بيقطع كل ما تقول العلاقه. انا عرفت ان هما في ميديتنج، في اكس بيأثر على واي من خلال زد. السلام عليكم.
عليكم السلام. بس انا محمد فوزي دكتور، كنت سالت حضرتك من شويه بس سمعت سؤال بتاع دكتوره ياسمين محمد. اعتقد ان الدكتور محمد فوزي عنده مشكله في الاتصال. انا بنشكر حضرتك دكتور امجد بلوي جزيل الشكر على هذه المحاضره الرائعه الاكثر من رائعه والله دكتور، اللي امتدت على اكثر من 3 ساعات. يعني بصراحه احنا استفدنا كتير من علم حضرتك، ويعني بنطمع ان شاء الله يكون في سيمينارات الفتره الجايه باذن الله في القريب العاجل نتعلم من حضرتك يعني، وربنا يجزى حضرتك عنا كل خير. محاضره بصراحه يعني كل استفاد منها، ومحاضره اكثر من رائعه من استفدنا من علم حضرتك. ربنا يجزك حضرتك عنا كل خير ويجعله في ميزان حسناتك، وبنشكر السادة الحضور على حسن استماعهم، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة يعني عشان نحافظ على وقت الدكتور ووقت حضراتكم يعني. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. رب انا سبت البيانات بتاعتي كلها اهوت، الايميل بتاعي، يا ريت ايميل الجامعه بلاش لان ايميل الجامعه يعني انا ما بحبش اتعامل فيه لكن ممكن الايميل الشخصي amjad41@gmail، واللينكد ان بتاعي، وده الواتساب بتاعي. تمام. شكرا جزيلا دكتور. ربنا يبارك فيك.